مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في ملعب الاهلي. ان شاء الله يكون يوم جميل على كل الجماهير الاهلاويه والجماهير المصريه، يعني اللي بتحب المصلحه العامه. مباراه مهمه جدا بنستناها كلنا كمشجعين ومنتمين نادي الاهلي، مباراه هتغيرنا حاجات كتير ان شاء الله، مباراه هتعيد الثقه تاني في فريق الكوره بالنادي الاهلي اللي ما راحتش، يعني اهتزت شويه بيننا وبين جماهيرنا اللي عايزين نفرحهم النهارده باذن الله ويكون عند حسن ظن الجميع. رجاله الاهلي 11 راجل، قلنا امبارح المباراه مباراه رجاله في الملعب، هنبعد شويه عن المدير الفني والاجهزه الفنيه النهارده، مباراه رجاله ودايما رجاله الاهلي دايما ان شاء الله باذن ربنا عند حسن ظن الجماهير الاهلاويه عموما. ان شاء الله بعد ساعتين من دلوقتي بالظبط بتوقيت القاهره على استاد زعبيل هتكون مباراه الاهلي والوصل الاماراتي، او الوصل الاماراتي والاهلي بمدينه الوصل بالامارات، الساعه 7:30 بتوقيت ابو ظبي و6:30 بتوقيت مكه المكرمه. ان شاء الله يكون يوم فرحه بالنسبه للجماهير الاهلاويه والجماهير المصريه. اقول لكم بسرعه اخبار قبل ما ندخل في تفاصيل هذا اللقاء مع نجومنا اللي هينوروني بعد قليل، نجوم النادي الاهلي ونجوم مصر. الدرندلي بيقول قادرون على تحقيق نتيجة طيبة أمام الوصل. أمين الصندوق خالد درندلي رئيس بعثة النادي الأهلي في الإمارات أكد على ثقته الكبيرة في لاعبي النادي الأهلي، وقال إن هم إن شاء الله قادرين إن هم يحققوا نتيجة طيبة في مباراة الوصل النهاردة بإذن الله. زي ما أنتم شايفين قدام حضراتكم لقطات أرشيفية من تمرين الأهلي بالأمس. قال كمان انه لمس حاله من الجديه والاصرار على وجوه اللاعبين خلال اليومين الماضيين، والجميع عازم على تحقيق الفوز والتاهل لدور الثمانيه للبطوله. اضاف رئيس بعثه الاهلي ان الامور تسير بصوره طيبه للغايه، وهناك دعم كبير من جانب جماهير الاهلي دايما، جماهير الاهلي دايما دعمه للنادي في الازمات قبل الافراح كمان، والتي حرصت على مساندة الفريق خلال تدريباته الاخيره وطالبت اللاعبين بضروره الفوز على الوصل والتاهل للدور التالي. قال كمان أنه بالرغم من الظروف التي يمر بها الفريق إلا أن الأهلي يبقى دائما هو الأهلي، ولا يعرف لاعبوه سوى الفوز وتحقيق البطولات، ومهما واجه من عثرات فإنه دائما ما ينهض من كبوته أكثر قوة. ماشي. محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بيقول خبرات لاعب الأهلي تمكنهم من الفوز على الوصل. النهاردة بقى مش عايزين خبرات ومش عايزين أي حاجة، عايزين رجالة بس، ولما بيكون لعيبة الأهلي رجالة بس بيكسبوا أي حد وبيحققوا أي مستحيل، عايزين رجالة بس. محمد يوسف بيقول المباراة أمام الوصل الإماراتي لكأس زايد أبطال العرب لا تقبل القسمة على اثنين أكيد يا يوسف. وأضاف أن المباراة مهمة للأهلي وجماهيره، وكل شخص الجهاز الفني واللاعبون يعلمون ذلك جيدا. وأوضح المدرب العام للأهلي أن الوصل فريق محترم يلعب على أرض وسط جماهيره متسلحا بنتيجة مباراة الذهاب التعادل بهدفين لكل فريق، لكن هناك رغبة قوية لدى الجهاز الفني واللاعبين في التأهل للدور التالي في البطولة. احنا قلت لكم قبل كده أن باتريس كالترون امبارح صرح وقال اتنين ما بتدلش على نتيجه المباراه، الاهلي كان متسيد المباراه معظم اوقات المباراه باستثناء اخر 10 دقائق، ودول اهم حاجه مستر باتريس، اخر 10 دقائق دايما بيبقى فيهم التركيز بيعلى من فرقه وبيقل من فرقه، عشان كده هو قل شويه عندنا، عشان كده جه فينا هدفين، لكن قدرنا نحرز الهدف الثاني، هدف مروان محسن كان هدف مهم جدا وهدف جاب لنا تعادل. ماشي. يوسف قال هناك حالة من التركيز والإصرار بيعيشها اللعيبة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله، وأضاف في ذات الوقت فإن المنافس يتطلع والآخر نفس الهدف أكيد، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة اللقاء دايما. وأكيد حضراتكم عارفين جماهير الأهلوية ومحبي النادي الأهلي دايما الفرق اللي بتلعب الأهلي بتبقى عندها دوافع كبيرة جدا، بيلعبوا فريق كبير جدا باسم النادي الأهلي، بيبقوا مستنيين اللقاء على فارغ الصبر، بيبقوا عارفين إن هم بيلعبوا فريق كبير جدا ونادي قرن وفريق ليه تاريخ كبير جدا، فاكيد بيبقى دوافعهم كبيره قوي قوي ان هم يعملوا اي نتيجه ايجابيه، لكن ان شاء الله هيكون الموضوع صعب جدا ان هم يعملوا نتيجه ايجابيه على النادي الاهلي النهارده باذن الله، وده طبعا من ثقتنا ومن عشمنا في لعيبه النادي الاهلي. يوسف قال ان لاعيبه الاهلي يدركون جيدا خطوره الموقف، وهم جميعا على قدر المسؤوليه والحدث، ولديهم من الخبرات ما يمكنهم من عبور ذلك الموقف أو المواقف اللي سبق وتعرض لها النادي الأهلي كتير. وأكد يوسف أن جماهير الأهلي الموجودة في الإمارات سيكون لها مردود إيجابي على اللاعبين من خلال دعمهم ومساندتهم للفريق. دايما الجماهير يا جماعة
دايما الكل بيضرب بيها المثل من اول رئيس النادي لغايه اخر حد في النادي، دايما يقول الجماهير 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 سلاحنا، وطبعا الجماهير فعلا سلاح النادي الاهلي. عشان كده دايما بقول لكم خليكوا ورا الفريق، وانتوا ورا الفريق الحمد لله في الحلوه او في المره قبل الحلو. سامي قمصان بيتكلم نفس الكلام اللي قاله محمد يوسف برضو، التحفيز واللعيبه عارفين ان المباراه مهمه جدا، عارفين ان هم في مسؤوليه كبيره جدا تجاه جماهير النادي الاهلي، مش عايزين نحمل اللعيبه، لكن ده قدر خلاص. وانا قلت امبارح ان ده قدر على اللعيبه، ان هم دايما بيتحملوا المسؤوليه ايا كانت الظروف ايه، وايا كانت في اصابات مفيش اصابات، في عوامل خارجيه، في حاجات كتير جدا ضدك، لكن هي دي قدر لعيبه النادي الاهلي، وده قدر لعيبه النادي الاهلي ان هم دايما بيتحملوا المسؤوليه. والنجم الكبير النجم المغربي ونجم الاهلي وهداف وليد ازارو جاهز لمواجهه الوصل اليوم، هيستعين بيه باتريس كالترون، مش هيستعين بيه يعني التشكيل ده اكيد خلاص. طيب اقول لكم بسرعه التشكيل بتاع النادي الاهلي يا سمير. محمد الشناوي في حراسه المرمى، ان شاء الله كل التوفيق ليك يا شناوي. وخط الدفاع كريم ندفد وسليف، كويس قوي كويس قوي. سمير التشكيل اكيد كل الجماهير الاهلاويه مستنيه تعرف التشكيل، اقول لكم التشكيل مره ثانيه. التشكيل حراسه المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع كريم ندفد، كانوا امبارح بيقولوا شافوا اكرم توفيق، وانا كنت مستبعد شويه اكرم توفيق، لكن كريم ندفد لعيب مهاري، محتاجين لعيب مهاري في الحته دي. وهقول لكم طبعا مع ضيوف الكرام اكيد هم يعني هيتكلموا في الكوره كتير، الاطراف لما يكونوا لعيبه كوره بيبقوا عارفين الخصم بيعدي منهم ازاي، بيبقى الموضوع سهل شويه بالنسبه لهم، احسن ان انا احط لعيب بيبقى القوه البدنيه بتاعته والدوافع بتاعته اكتر من هو يعني لعيب كوره قوي. لكن كريم ندفد ممكن يبقى حافظ اللعيبه بيعدي ازاي بيعمل ايه. كريم ندفد لما نزل ماتش الترجي تحس ان هو جواه شحنه كبيره جدا، وهو تصرح تصريح حلو قوي قوي قوي، قال انا في النادي الاهلي لان الاهلي محتاج ولاده. حلو قوي حلو قوي الكلام ده، ان شاء الله الكلام ده يترجم النهارده، لان احنا عايزين كلام مترجم مش عايزين كلامه بس. كريم ندفد وسليف كوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف، ده الرباعي الدفاعي، قدامهم اثنين ارتكازين حسام عاشور واكرم توفيق. حلو قوي الكلام ده. وليد سليمان ومحمد شريف واحمد حمودي ماشي، ومروان محسن ماشي ماشي. ده التشكيل قدام حضراتكم. اهو الشناوي قدامه اثنين سيرد باكات، سعد سمير وكلوبالي، على شمالهم ايمن اشرف، وعلى يمينهم كريم ندفد، قدامهم اثنين ديفندرات او ارتكازين حسام عاشور واكرم توفيق، قدامهم وليد سليمان واحمد حمودي ومحمد شريف ومروان محسن. محمد شريف لعيب هايل قوي، محمد شريف لعيب مميز قوي، عنده سرعه عنده قوه، لعيب حريف. ان شاء الله نشوف، ونشوف احمد حمدي، ونشوف ناصر ماهر، يعني نشوف اللعيبة اللي احنا عايزين نشوفها، اللعيبة اللي دايما ماشي. خلينا نشوف باتريس كالترون النهاردة وفكره وتشكيلته، وان شاء الله يكون كل اللعيبة دي على قدر المسؤولية. زي ما قلت لكم ان وليد ازارو خلاص جاهز، لكن باتريس كالترون فضل الدفع بمروان محسن على اساس ان ممكن يكون وليد ازارو مرهق من ماتش المغرب، وممكن يكون مرهق من رحلة السفر الطويلة جدا. محمد هاني بيشارك في مران الغائبين عن مواجهة الوصل، وكان محمد هاني اشتكى من إصابة في الكاحل لو تفتكروا، ان هو خد خبطة قوية جدا في مباراة الترجي اللي كانت في تونس. والسولية واجاييه خلاص بيتجهزوا للدخول مرة تانية مع الفريق، خلاص جونيور اجاييه بدأ يدخل كمان في تمرين الكرة، ان شاء الله يكون قريب قوي نشوفه في الفريق، لانه لعيب مهم بصراحة جدا تواجده في الفريق. عدلي بينهي اجراءات عوده بعثه الاهلي للقاهره، الدينامو والمكوك بتاعنا سمير عدلي المدير الاداري للفريق الاول خلاص انهى حتى كمان بعثه او اجراءات رجوع البعثه من الامارات. حاجه جميله جدا، وحاجه يعني تفتخر ان انت معاك حد باسم وقدر سمير عدلي، عنده من الخبرات باع طويل جدا جدا، ان هو بيعمل كل حاجه وبيسافر قبل الفريق عشان يخلص كل حاجه، ما تلاقيش الحمد لله اي شكوى من الناحيه الاداريه مع سمير عدلي وباقي رجال الاهلي. دي كانت اهم اخبارنا. الحكم اللي هيدير هذا اللقاء الحكم الدولي نور الدين الجعفري من مواليد 78 بالمغرب، حصل على الشاره الدوليه 2013، ادار لقاءات مصريه منها الزمالك وانبي
والمصري الزمالك واتحاد دوانس من النيجر، وانتهى بفوز الزمالك 2-0 امبي وافريكا سبورتس في البطوله الكونفدراليه 2016، انتهى بفوز امبي 4-1 الزمالك واهلي طرابلس في دوري ابطال افريقيا ده الحكم، وانتهى بالتعادل السلبي، واخيرا ادار اللقاء المصري ومونانا الجابوني، وانتهى بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف. ان شاء الله يكون وش حلو على الانديه المصريه، وان شاء الله يكون وش حلو على النادي الاهلي. تعال نشوف كده احصائيات محضرها لنا فريق الاعداد بتاعنا قبل ما نستقبل ضيوفنا الكرام. يلا سمير لو جاهز يلا. قدام حضراتكم الاحصائيات. النادي الاهلي العظيم، النادي الاهلي العريق، تاسس سنه 1907، الشياطين الحمر ده اللقب المحبب لجماهير النادي الاهلي، نادي القرن الافريقي رغم انف اي حد، نادي القرن الافريقي. القيمه التسويقيه للنادي الاهلي 25.15 مليون يورو، الاعلى تسويقا المغربي وليد ازارو 2.8 مليون يورو. البطولات بقى اللي حصل عليها النادي الاهلي ما شاء الله، يعني الدوري المصري 40 مره، كاس مصر 36 مره، كاس السوبر 10 مرات، دوري منطقه القاهره 16 مره، كاس السلطان حسين 7 مرات، ودوري الجمهوريه العربيه المتحده مره واحده، دوري ابطال افريقيا 8 مرات. ارقام قياسيه قدام حضراتكم. كاس الكؤوس الافريقيه 4 مرات، ارقام قياسيه. كاس الكونفدراليه الافريقيه مره واحده، كاس السوبر الافريقي 6 مرات رقم قياسي، كاس الافرو اسيويه مره واحده، كاس العرب لسه يا جماعه، كاس العرب للانديه ابطال كؤوس مره واحده، بطوله الانديه العربيه الابطال الدوري مره واحده، كاس السوبر العربي مره واحده. دي كانت الاحصائيات اللي قدامنا. سمير في لسه احصائيات تانية معانا؟ يلا يلا. يعني ما شاء الله كل اي بطوله موجوده الاهلي كان ليه نصيب فيها وكان مشارك فيها وبياخدها كمان، وبالرغم من كده جماهيره، انتوا عارفين يعني عشان تعرفوا عظمه النادي الاهلي وعظمه جماهيره، جماهيره بتزعل على اي بطوله بتروح، ودي حاجه جميله جدا، وده اللي بينجح النادي بصراحه. المدير الفني للنادي الاهلي الفرنسي باتريس كالتيرون، العمر 48 سنه. لعب 20 مباراه مع النادي الاهلي، فاز في 12، تعادل في 5 مباريات، خسر 3 مباريات، معدل كبير قوي يا مستر باتريس، خساره 3 مباريات في 20 مباراه، لكن عشمنا فيك النهارده وعشمنا في ربنا كبير جدا ان احنا نرجع نستعيد ذاكره الانتصارات. لعب 6 مباريات، فاز 3 مباريات، دي ارقام الدوري المصري، تعادل مباراتين، خسر مباراه واحده. دي ارقامه في كاس مصر، لعب مباراه واحده فاز فيها، التعادل مفيش طبعا، خساره مفيش. ارقامه في دوري ابطال افريقيا، لعب 10 مباريات، فاز في 3، تعادل في مباراه واحده، وخسر مباراتين. كاس زايد للانديه الابطال، لعب 3 مباريات، فاز مباراه واحده، ان شاء الله تكون النهارده المباراه الثانيه، تعادل مباراتين. ده موقف الفريق في مسابقة الدوري المحلي، لعب 6 مباريات زي ما قلت لحضراتكم، فاز في 3، تعادل مباراتين، خسر مباراة، أهداف 9 أهداف، عليه 5 أهداف، نقاط 11 نقطة، الترتيب 18، لسه مباريات كتير مؤجلة للنادي الأهلي. مشواره في كأس زايد، احنا زي ما قلنا لحضراتكم، لعب 3، فاز في مباراة، تعادل مباراتين. دي كانت أرقام النادي الأهلي وإحصائياته، ما شاء الله يعني ارقام لا تحصى ولا تعد، بطولات كبيره جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم كتير قوي، الاهلي بينه وبين اقرب منافسيه سنوات ضوئيه، سنوات ضوئيه، فيعني مش عايزين بقى نتكلم اكتر من كده. معانا احصائيات كمان ما شاء الله، ما احنا لو قعدنا نقول احصائيات يا سمير مش هنخلص النهارده، نقول احصائيات كمان. يلا يلا. نتائج الاهلي في دور 32 في كاس زايد الانديه الابطال، الاهلي طبعا كان تعادل مع النجمه 0-0، وده يديك انطباع ان الاهلي مفيش ما بيفرقش معاه، الحمد لله رب، الحمد لله نمسك الخشب جوه وبره، كسب النجمه هناك 4-1. الاهلي والمصري والوصل الاماراتي، دي كانت مباراه الذهاب في دور 16، انتهى بالتعادل الايجابي بهدفين مقابل هدفين. دي كانت احصائيات النادي الاهلي. في احصائيات لفريق الوصل ولا ان نطلع نستقبل ضيوفنا؟ يلا يلا.
يلا معانا لسه احصائيات. يعني فريق الاعداد النهارده جاب لكم حاجات كتير جدا، هداف الفريق علي معلول، مؤمن زكريا، وليد سليمان، محمد شريف، احمد فتحي، ومروان محسن. نشوف بقى الوصل الاماراتي واحصائياته، يلا بينا يلا بينا. تاريخ التأسيس 1960، اللقب المحبب لجماهيره الإمبراطور. أيضا نادي الوصل الإماراتي هو نادي القرن في الإمارات، القيمة التسويقية 10.7 مليون يورو، الأعلى تسويقا البرازيلي ليما 3.5 مليون يورو. البطولات اللي حصل عليها الوصل الإماراتي: الدوري الإماراتي 7 مرات، أولها كان موسم 81-82 وآخرها كان 2006-2007، كأس الرئيس دولة الإمارات مرتين 87 و2007، كأس الاتحاد الإماراتي مرة واحدة 95، وكأس الأندية الخليجية مرة واحدة 2010. المدير الفني للوصل الإماراتي حسن العبدولي، والنادي الوصل الإماراتي الجنسية الإمارات، العمر 44 سنة. دي أرقامه مع نادي الوصل: لعب 6 مباريات، فاز في 3، تعادل مباراة واحدة، وخسر مباراتين. أرقامه في الدوري الإماراتي لسه: لعب 3 مباريات، فاز في 1، احنا قلنا ديت يلا عدي. أرقامه في كأس الإمارات: لعب 2 مباريات وفاز 2، هما اللي فازهم يعني المرتين اللي لعبهم فازهم. أرقامه في كأس الزايد لسه: لعب مباراة واحدة، تعادل 3 مباريات، لعب مباراة واحدة، تعادل 3 مباريات. الإحصائية فيها حاجة يا جماعة، يلا بينا. موقف الفريق في مسابقة الدوري المحلي: لعب 9 مباريات. تعالوا نبص على الموقف ده علشان نشوف فريق الإماراتي واصل لفين. لعب 9 مباريات، فاز في 3، تعادل 1 مباراة، وخسر في 5 مباريات، له 17 هدف عليه 19 هدف، يعني الفريق بيعرف يجيب أهداف وبيدخل فيه أهداف كتير، والنقاط 10 نقاط وترتيب المركز 11 في الدوري الإماراتي. كأس زايد برضو انتم مصممين على 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات، يلا دي الإحصائية الصح. الإحصائية بتاعت الوصل الإماراتي بتخليك تشوف ان الوصل الإماراتي فريق بيعرف يجيب أهداف، لكن بيستقبل أهداف. الأهداف اللي دخل فيه أكتر من الأحرازها. عنده خط هجوم مميز جدا زي ما كلمنا مع ضيوفنا امبارح، وهنتكلم النهارده مع نجومنا كمان على كل هذه المباراة. نستقبلهم بعد هذا الفاصل، النجوم الكبار، نجوم مصر ونجوم النادي الأهلي، الكابتن شريف عبد المنعم، والكابتن أحمد بلال، والكابتن أسامة حسني. استنونا بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني طبعا نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. منور الدنيا يا كابتن. الله يخليك كابتن حميد، انت منور. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الشكه دي؟ لا مش زي شكتك النهارده. انت قلت لي بقى بأشك منك النهارده، تبدو اللي احرف منك. مش هتبقى أشك مني يلا. والنجم الكبير يعني احمد الجويل، احمد بلال، منور الدنيا يا كابتن. ازيك كابتن ميدو؟ معايا هدافين النهارده كتير جدا في الهداف الكبير. خلي بالك التشكيله كلها هجوميه. التشكيله هجوميه. يا رب يا رب يلعبوا برجليهم. لا وميدو كمان، ما هو ميدو برضه يعني بيقولوا كان بيلعب راس حربه. ما انتوا خلصتوا، مفيش اثنين منا يلعبوا النهارده. بيقولوا كان بيلعب راس حربه. خلصتوا عليا في النادي انتوا الاثنين. كان عندك غير خلصان يا ربي. لا بس كنت كويس يعني كان لسه فيه. انت خلصت عليا، وبعدين بعد ما مشيت اتصبتوا كلكم، ما كانش في حد اصلا في النادي. اللي مشاك نور الدنيا يا كابتن اسامه. ربنا يخليك يا كابتن ميدو. زي ما احنا بنتكلم بنقول التشكيله النهارده الاهلي محتاج المكسب، فالتشكيله بتاعت الاستوديو كلها النهارده هجوميه يعني. يا رب يا رب النهارده ان شاء الله محتاجين قوي 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 المكسب ده، وكل الجماهير الاهلاويه بتقول يا رب من جوه قلوبها ان شاء الله يكون المكسب بالنصيب النادي الاهلي. مباراه صعبه كابتن شريف، اتكلمنا عليها امبارح مع ضيوف الكرام، اكيد طبعا انت ليك راي في هذه المباراه تحديدا. هي الحقيقه ملامح المباراه 2-2، يعني 2-2 دي نتيجه يعني ما تعملكش غير حل واحد بس، انك انت عشان تعدي هذا الدور انك انت لازم تكسب. عجبتني مقولات كتير جدا بتتقال للعيبه: لا اعذار، عايزين الانتصار. يعني عايزين النهارده يبقى في فرحه الاول، يعني فرحه تخلي الدنيا تبقى يعني في خط مستقيم كويس، مش عايزين نخش لبدائل بقى في جميع الحلول الاخرى وكلام بقى وخرجنا من هنا وخرجنا من هنا.
ان شاء الله لعيبه يكون عندها هذا الاحساس يعني. فالشكل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده هو شكل صعب قوي النهارده، لان هم عندهم من مقومات الفرقه دي برضو احنا كنا مستسهلينها، بنقول هم السادس في الدوري والعاشر في الدوري، ما طلعوش كده الحقيقه يعني. انت باي حد تلعب فرقه السمات بتاعتها انها السادس في الدوري لازم تكسبه 2-3 على الاقل، انما هم كان ليهم وجود في برج العرب الحقيقه، وحطوا هدفين وانت ضعت الاهداف اللي هي كانت ممكن بعد ما كنت انت متقدم بهدف. الشكل النهارده شكل رجولي واداء وجري كتير، لانك انك تلعب مع فرقه متعادله جابها فيك جولين هنا، متعادله معاك هنا وعلى ارضها وسط جمهورها، وفريق ليه سمعه وثلاث فراوده برازيليين، احنا كلنا بنتكلم على الفراوده، احنا في عرض اثنين يعني مش في واحد بس، احنا في عرض اثنين في فرقتنا احنا، فهيبقى ماتش صعب قوي ان شاء الله. يعني بلال الماتش اللي يسمع 2-2 يقول 2-2 كان المباراه يعني طرفين مباراه قويه جدا، لكن باتريس كالترون طلع يتكلم امبارح قال المباراه 2-2 ما كانتش بتدل على سير المباراه، لان احنا كنا مستحوذين على المباراه في معظم الاوقات، الوصل في 10 دقائق جاب فينا هدفين ورجعنا بهدف في اخر مباراه، هدف التعادل بتاع مروان محسن. شايف فعلا 2-2 كانت بتدل على ان الوصل فرقه، هي فرقه كبيره لكن كانت ند النادي الاهلي في مباراه الذهاب. بص خلينا نقول ان المباراه صعبه على النادي الاهلي، مش بس الحته ان انت متعادل في القاهره 2-2، لا انت المباراه صعبه، انت جاي من مباراه كبيره جدا، جاي من خروج افريقي، جاي من ضغوطات، اللعيبه مضغوطه، المدير الفني مضغوط، الجمهور بيضغطك عايز منك البطوله دي، فهي دي الضغوطات اللي على النادي الاهلي. اما بالنسبه للمباراه على المستطيل الاخضر فانا مش شايف ان هي ممكن تكون مباراه صعبه على النادي الاهلي. جميل. قبل كده كتير جدا كنا بنتعادل في القاهره في البطولات الافريقيه وبعدين بتكسب بره ملعبك وبتاخد البطوله من بره ملعبك. جميل. فعلى ارض الملعب البطوله ممكن ما تكونش صعبه. ولكن بره الملعب الحسابات الثانيه المختلفه، الظروف الخارجيه، لا الظروف الخارجيه اللي ما قبل المباراه اعتقد هي دي الظروف اللي مصعبه المباراه، هي دي الظروف الصعبه على اللعيبه، الضغط اللي موجود على اللعيبه، الضغط اللي موجود على الجهاز الفني النهارده، الجهاز الفني الاقاويل اللي بتتقال ده ممكن يمشي بعد المباراه، ده ممكن يقعد بعد المباراه، في استقرار مفيش استقرار بالنسبه له، اللعيبه الموجوده، الترانسفيرز اللي بتتقال، هل في لعيبه ممكن تيجي النادي الاهلي، في لعيبه ممكن ترحل في النادي الاهلي في يناير، الكلام ده كله ممكن يمثل ضغوطات كبيره على النادي الاهلي، وده خد بالك وضع طبيعي في المباريات اللي زي كده يعني، لما بتبقى في اخفاق او يبقى في هزيمه او خروج من بطوله كبيره جدا، الاسابيع اللي بعدها او الاسبوعين اللي بعديها بيمثلوا يعني ضغط كبير على كل حاجه، على المنظومه كلها بشكل عام. تمام. لكن النهارده ممكن المباراه على ارض الملعب تكون لصالح النادي الاهلي، احنا هنا في المباراه اللي هنا كنا مستحوذين، كنا متفوقين، هم اللي تعادلوا مع النادي الاهلي، اه فرقه كبيره عندها مهاجمين، عندها فراوده على مستوى عالي، بتعرف تلعب كوره، بتعرف توصل للجون، ودي حاجه مهمه جدا في الفرق، في تكوينه الفرقه نفسها. ولكن على ارضيه الملعب لا، الامور ممكن تكون مختلفه، يعني انا بشوف ان المباراه دي بعد تلت ساعه نبتدي نحكم عليها، مش من اول دقيقه يعني، بعد تلت ساعه بعد ما الضغط اللي موجود على اكتاف اللعيبه داخل الملعب يروح، اعتقد انك ممكن تلاقي مردود تاني داخل الملعب. النهارده صعوبه المباراه من الضغط اللي بره مش من المباراه نفسها. تمام. انا كنت هقول لك على ضغط على اللعيبه تحديدا، اكيد اللعيبه طبعا عايشين معانا على السوشيال ميديا وبيسمعوا الكلام، والجهاز الفني اكيد بيقول لهم المباراه صعبه وعايزين ننسى الخساره الافريقيه، ضغط كبير جدا على اللعيبه، لكن لعيبه الاهلي متعوده على الضغط ده اصلا. اللعيب اللي في النادي الاهلي اللي ما يستحملش الضغوطات ما ينفعش يلعب في النادي الاهلي. جميل. لكن انت كل حياتك في النادي الاهلي اشتغل دايما تحت ضغط، سواء انت في تمرينه او سواء في مباراه. لكن النهارده صعوبه المباراه، انت بتخسر امام الترجي النهائي الافريقي، النهارده مباراه الوصل مش مباراه في دوري ممكن اتعادل او اخسر او لا، ده انت النهارده لازم تحقق فيها المكسب. مكسب النهارده مهم، النهارده المكسب النهارده وجودك او تكملتك تكمله المشوار في البطوله العربيه هيديك دوافع وقوه انك انت داخل على مؤجلات في الدوري. شهر 12 عندك حوالي بتاع 7 مؤجلات، من يوم 27 11 ل 30 12 عندك كم كبير. تمام. فالنهارده المكسب النهارده بيطلعك بقى من حته الزعل، حته الحزن، يرجع الجماهير تاني ليك، يديك دوافع لخلال شهر يناير، دوافع كبيره جدا انك تقدر تشتغل في شهر 12 الماتشات اللي عندك ماتشات مهمه تقدر تحقق فيها المكسب. احكي لك موقف يا كابتن ميدو، احنا كنا راجعين من كاس العالم للانديه، كنا راجعين واحنا واخدين مركز ثالث. اول ما رجعنا كان اتحاد الكره كابتن شريف في مباراه الاسماعيلي، فالنادي الاهلي طلب ياجل المباراه، انت هترجع بعدها بيوم يومين لازم تلعب مباراه الاسماعيلي، فانت فرق التوقيت ما بين اليابان وبين مصر في فرق كبير، فانت نهار ليل والليل نهار، فطلبوا تاجيل المباراه عشان بس اللعيبه تتاقلم تاني، اتحاد الكره قال لك الجدول والدنيا مضغوطه ما ينفعش ان انا اجل. لعبنا مباراه الاسماعيلي،
غلبنا في الاسماعيلي في استاد القاهره وسط جمهورنا 3-0. كل اللعيبه كانت وحشه اليوم ده، مفيش لعيب في حاله بالظبط، بس دوافعنا احنا بقى كلعيبه. انا بتكلم عشان موقف النهارده وانت خسران من الترجي، انت دوافعك كلعيبه غير المدير الفني وغير الجهاز. بالظبط، انا قلت ان هي مباراه ثلاث ايام اللعيبه ما بتنامش، محدش يعني مستحمل الخساره وتال اسماعيل. انا مستني المباراه اللي جايه بفارغ الصبر، بغض النظر مين المباراه اللي جايه، انا ما ببصش على الخصم، بس انا مستني اصالح الجمهور. كانت المباراه اللي بعديها المقاولين العرب، كانت فرقه قويه جدا، مقاولين في المقاولين، رحنا كسبنا المقاولين في المقاولين 5-1، عملنا مباراة كبيرة، أداء كويس، أهداف، والخمسة كانت المباراة ممكن تطلع 10 كمان. كل واحد جواه غل، كل واحد جواه دوافع، دي الدوافع الذاتية لازم اللعيبة، لعيبة النادي الأهلي لازم تغرزها جواها في مباراة النهاردة، إزاي أصالح جمهوري، إزاي أدي نفسي دفعة لمباراة شهر 12 المؤجلات، إزاي أرجع الثقة عندي كلعيبة، فمباراة النهاردة مهمة جدا في يعني للفترة الجاية إن شاء الله. جميل قوي. يعني طالما اتكلمنا عن المؤجلات هقول لكم بسرعه عن مؤجلات النادي الاهلي. في مباراه يوم 27/11، دي هتكون اخر مباراه في هذا الشهر، هتكون بين الاهلي والمقاولين العرب يوم 27/11. في بقى 6 مؤجلات في شهر 12، المباراه المقاولين هتكون على استاد السلام، الاهلي وبتروجيت يوم 1/12 استاد السلام الساعه 7، الاهلي والجونه يوم 5/12 الساعه 7 برضو استاد السلام، الاهلي وطلائع الجيش يوم 9/12 الساعه 7 برضو استاد السلام، الاهلي ونجوم المستقبل والاهلي والداخليه، واخيرا الاهلي وامبي. 7 مباريات دي، 6 مباريات شهر 12 ومباراه و27 11 يبقى كل التوتال 7. بالظبط 7 مباريات. احمد بلال اتكلم في الصفقات واتكلم في ان في صفقات النادي الاهلي بيتطلع عليها. عايز اقول لكم على الكلام ده على مسؤوليتي انا الشخصيه، لكن طبعا احنا كنادي اهلي دايما بنقول او بنعلن لما بنخلص رسمي، لكن كل اللعيبه اللي انتم بتتخيلوها وكل اللعيبه اللي انتم كنتوا بتتمنوا ان هي تنتمي النادي الاهلي، كل اللعيبه بلا استثناء اللي انتم طرحتوها على كل وسائل السوشيال ميديا مضوا للنادي الاهلي، مضوا للنادي الاهلي. دي على مسؤوليتي الشخصيه، لكن هيتم الاعلان يعني لما نخلص كل حاجه، لكن اطمنوا جدا 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 كل حاجه ماشيه في اطارها الصحيح باذن الله. هنتكلم على التشكيل مع الكابتن شريف بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا قبل التقرير اللي حضراتكم شفتوه كنا بنتكلم عن تشكيل النادي الاهلي، هقول لحضراتكم تاني. في حراس المرمى الشناوي قدامه 4، كريم نيدفيد وسليف كولوبالي وسعد سمير وايمن اشرف. لسه اسامه حسني بيقول لي ممكن اكرم توفيق يلعب باك رايت وممكن كريم نيدفيد يلعب في نص الملعب كديفندر مع حسام عاشور، هنشوف. خط الوسط الجنه يعني على الورق دلوقتي حسام عاشور واكرم توفيق، وليد سليمان قدامهم محمد شريف واحمد حمودي، وفي خط الهجوم مروان محسن. ايه رايك؟ ايه رايك انت؟ لا انا انا بسال. هو مذيع النهارده. هو صعوبه اللقاء احنا ما بنتمرنش عندك النهارده. احنا ما بنلعبش دبل باص. احنا ما بنلعبش دبل باص كل حاجه. عندي دور مختلف. بقول لك ايه؟ ما بنلعبش دبل باص. تعالى نتكلم بلغه الناس. يعني نشاركهم معانا شويه. اديني الاول صعوبه اللقاء. اديني الاول صعوبه اللقاء. رؤيتك انت للتشكيل. صعوبه اللقاء. صعوبه اللقاء بقى اللي انت كنت سالتني عليه في الاول. اوكي. في التشكيل. تمام. هنا صعوبة اللقاء. انت النهاردة اتفقنا، يمكن انا بتفق مع اسامة على حكاية ان اكرم توفيق يلعب بكرايت، انه لعب في الماتش بتاع افريقيا ده شوية بكرايت. طب ما يخوفكش اكرم توفيق؟ يخوفني وعارف انك هتقول لي تاكلينج وبيفكر في التاكلينج وهيودينا في داهية. لا مش هيودينا في داهية. وهجيب بالاحتياط وهجيب ضربات جزاء ودول بيلعبوا بره. اللعيب هنا بيبلور نفسه على الحدث نفسه. زي ما انت زي اسامة كان بيحكي لنا دلوقتي. هيخش في منظومه تانية النهارده، في فكر تاني خالص. اي لعيب ان شاء الله ما بيلعبش في مكانه عشان اضمن الناس، بس اي واحد فينا هياخد اي مهام النهارده لازم هيأديها في المكان بتاعه. اوكي. باك رايت. تفضل اكرم توفيق ولا كريم نيدفيد في ناحيه اليمين؟ يعني لو ما فيش غيرهم يعني الاثنين. ما فيش غيرهم على فكره. اكرم توفيق عايز يقول حاجه بس. انا مش عايز الاثنين. اكرم توفيق. اوكي. يعني عايز انا كريم نيدفيد اصله بيعمل لي ناقل حركه شويه، عنده سرعه، متوفق او غير متوفق، عايز يخش في ماتشات كتير، عايز ياخد النيرف بتاع الماتشات. انتوا لعيب الكوره فاهمين، عايز يبقى موجود اكتر من كده. لعب مع المنتخب الناشئين
الاولمبي اثبت وعمل عايز على طول رجله في الملعب، عايز ياخد الثقه تاني انه لما يروح يقدر يشوط واحده، يقدر يعمل عرضيه، يقدر يكمل، يقدر يرجع تاني. اكرم توفيق عنده حته التوهان شويه في نص الملعب برده ما بياخدش، فبيبقى بيبحث وبيرجع يخش يمين شويه ويرجع شمال شويه، وبعدين في سرعات اسرع منه في الملعب بتبقى خطوره علينا. انما لما يركن على الخط ويبقى راكز وكلام اللي عنده بيلعبها بيبصيها صح، بيقدر ياخد خطوتين، بيقدر يكمل لغايه نص الملعب كويس قوي. تمام. انما هنتحرم من كلمه من حكايه ان هو يوصل بقى لغايه الرايه او يطلع بعد خط النص شويه يعملها عرضيه زي ما ايمن اشرف هيعملها ان شاء الله النهارده، ان هو يطلع ويلعب الكور من الناحيه اللي انا بتفق معاك ان اخطر حاجه دلوقتي العرضيات. احنا النهارده بمروان محسن لوحده وباكرم توفيق وكريم ندفت، هو ده الشكل اللي انت مع دخول محمد شريف هو ده الشكل. محمد شريف على طول بينجز، على طول بيثبت ما شاء الله. ده الامل بتاعي هو وليد سليمان النهارده، ان يكون فيهم لغه لغه وجودها جوه ال 18. تبعت اي حاجات. التشكيل اللي انت قلت عليه ده تشكيل صعب. صعب، مش هيغير الشكل فيه غير اللعيبه نفسها، غير رجوله اللعيبه جوه الملعب. هننسى الاسماء الحقيقه، فهي الحته بس بتاعت اكرم توفيق والباقي حسام عاشور، وليد سليمان، محمد شريف، احمد حمودي، مروان، ده كله بقى. ده اسامه ما كان بيقول لنا كده، الحكايه حكايه لعيب من جوه النهارده، مش فنيات ولا حاجه، لا ده لعيب النهارده حاسس ان هو احسن من الفرقه اللي قدامه، عنده الاحساس بده، عنده الجهاز الفني حضره لده، ينزلوا ان شاء الله يرجعوا لنا باول 45 دقيقه وبنتكلم انا وانت بالنصر باذن الله، على الاقل تجيب هدف انت، ولازم يكون لك الاسبقيه باذن الله. يا رب. يعني احنا بنتكلم على اكرم توفيق وكريم نزل تحديدا ناحيه اليمين، او مين يلعب او مين ما يلعبش. الكابتن شريف بيقول يعني انا مش عايز الاثنين عشان مش مكانهم، لكن طبعا هم لعيبه كبار جدا. كريم نزل بيلعب في نص الملعب، شفناه في المنتخب الاولمبي. اكرم توفيق حرام يعني، هايل. لكن ناحيه اليمين مش حافظينها قوي، فعشان كده احنا متخوفين مش اكتر. لكن كان ممكن يعملها كابتن ميدو بالظبط. يعني احمد فتحي اصابه الاماميه اللي كانت في مباراه الترجي، ومحمد هاني في المباراه الثانيه، فانت لازم خلاص، انت لازم توظف. انا قعدت افكر مين كان ممكن احمد يحل لي، كان ممكن احمد علاء يلعب باك رايت. بص هقول لك، عايز النساك ممكن يلعب باك رايت او الباك رايت يلعب مساك، الاثنين يبقوا حافظين او قريب من شكل المكان. لا بص، المساك يلعب باك رايت دي هتبقى صعبه شويه، المهام مختلفه خالص. تمام. انت برضو محتاج حد يبقى دايما بيزقوا في الحته الهجوميه. اللعيب المساك ما عندوش الحته دي، يعني هياخدها كانك بتلعب ثلاثه مساكين بالظبط، هيفضل واقف في مكانه، هيبقى هو عنده حاله من التوهان كبيره جدا جدا. انا بتكلم في ايه؟ ان المساك يلعب باك رايت. لا انا بتكلم في ايه؟ ان الوصل عنده اطراف لعيبه كوره قوي. حلو. وعنده ثلاثي هجومي. حلو. قوي جدا. حلو. عندك تختار عكسيات وعندك مشكله لو اكرم مش حافظ. خد بالك انت اللعيب اللي بيلعب سنتر باك، تمام، دايما هتلاقي الميلان بتاعه للداخل في الاول، لكن بالزبط. انت مش عايز كده. انت عايز واحد دايما يبقى قافل حته الخط عشان دايما بدايه الهجمات بالنسبه لك انت. النهارده حته التغطيه العكسيه ما بتجيش في الماتش كتير. تمام. لكن انت حته انك تبقى قافل الخط، انت طول المباراه ممكن تلعب تواجه فرقه بتلعب كل الهجمات بتاعتها من على الخطوط، فانت عايز القفل في البدايه يبقى من على خط الملعب. تمام. انما كنا انا بس بتفق مع الكباتن في حاجه، ان هو الفكره كمان كلها مش في فكره ان هو اكرم توفيق هو اللي يلعب بس باك رايت عشان الحته دي، انت لازم يبقى عندك اثنين في نص ملعب مختلفين شويه. يعني اكرم توفيق وحسام عاشور الاثنين نفس ستايل اللعب. الاثنين في نص ملعب هيديك لعيب واحد بس. حلو قوي. مش هيديك ستايل. حلو قوي الكلام ده. انما النهارده لما يبقى عندي موجود ندفت في نص ملعب، لعيب بيكمل زي ما لعيب مهاري بيكمل عنده الحته دي، بيكمل في الحته الهجوميه، كورته حلوه، بيجري بالكوره، بيعمل يعرف يعمل مهاره. فالنهارده هتلاقي نموذجين مختلفين في الملعب النهارده في نص ملعب. حلو. عشان كده ممكن يكون هو الاقرب. تمام. حته ان هو يلعب في نص ملعب. انما اكرم توفيق نفس ستايل حسام عاشور، هو بيقطع وبيسلم برده، ما عندوش حته الزياده، ما بيكملش على الجول. ممكن ما تكونش الثقه، يعني ما عندوش الثقه الكافيه او ما لعبش كتير، فعشان كده الحته دي مش عنده. لكن احنا بنتكلم على ستايل لعب. تمام. بنتكلم على ستايل لعب وفي الفتره اللي احنا اتفرجنا عليه بالزبط. او شفنا فيها بالظبط. المباراه النهارده كبيره، محتاجه تنوع شويه في الاداء. محتاجه ان واحد يبقى مستني بيعمل الكفرنج على اللعيبه اللي بتطلع من على اطراف الملعب اللي هو حسام عاشور، وندفد ان هو بيكمل مع الفرد اللي موجود قدام. هي دي وجهه نظر. ده فكر قوي طبعا، ومطلوب قوي، مطلوب قوي الكلام ده، ان انت بقى عندك اثنين لعيبه مش نفس الشكل زي ما بلال بيقول يا اسامه. حسام عاشور واكرم توفيق كنا بنتكلم دايما ان احنا عايزين لعيب بمواصفات لاعب ارتكاز ولاعب وسط مهاجم، اللي هو بيكمل ورا الفراده، بيعرف يشوط، بيعرف يخترق، بيعرف يبقى شادو سترايكر. شادو سترايكر مش لازم يبقى مهاجم صريح يعني. هي دي اللي كانت بتميز خط نص النادي الاهلي خلال الماتشات اللي كنا بنشوف النادي الاهلي فيها مسيطر فايق، انك كنت بتشوف ممكن حسام عاشور جنبه هشام محمد او عمرو السوليه، هم بيلعبوا الدور ده، رجليه بتاخده لقدام، ممكن يدخل ال 18 عكس حسام عاشور. حسام عاشور
هو نقطه الكاس في نص الملعب اللي بيغطي دايما على كل الناس من ورا. لو باك طلع بالزبط. بيميل الناحيه دي بالزبط. ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، هو اللي بيقوم بالدور الدفاعي بنسبه. ممكن يكون كريم ندفد، وعلى فكره كريم ندفد برضه في مباراه تونس ومنتخب الاولمبي هو لعب كده بالزبط. يعني لعب في الحته بتاعت نص الملعب وكان اكرم توفيق باك رايت، واكرم توفيق لعبها يعني لعبها قبل كده السنه اللي فاتت في الدوري، لعب مباراه المصري في الدوري السنه اللي فاتت لعب باك رايت. لكن النهارده كابتن ميدو نفسي اشوف حاجه النادي الاهلي افتقدها خلال فتره المباراه اللي فاتت دي اللي كانت بتميز النادي الاهلي، نقطتين لو رجعوا النهارده تبدا تقول ان شاء الله ممكن نكسب المباراه. اول حاجه عمليه الاستحواذ في نص الملعب، دي دايما اللي بتميز النادي الاهلي، حته تدوير الكوره ان انا دايما احتفظ بالكوره في نص الملعب، الباصات القصيره افتح الملعب لايمن اشرف، دي ما شفناهاش خالص في مباراه الترجي. مباراه الترجي باص اتنين الكوره تتقطع، باص اتنين الكوره تتقطع، مش قادر. خلي بالك ده فكر كالترون، كالترون بيحب اللعب اللي هو ان انا اوصل على الجون باقل عدد من النقلات. لا ما انت خلي بالك ممكن اوصل لعدد اقل نقلات ان انا اعمل لونج باص، مش ده مش ده طريقه النادي الاهلي ان انا العب الكرات الطويله. لا انا لازم دايما احتفظ بالكوره، ادور الكوره وهي الثغره هتتوجد ابدا اشتغل فيها. دي النقطه المهمه. النقطه الثانيه عمليه الضغط بقى، دي برضو مفتقدينها بقى لها فتره، حته الضغط. مكان ما بفقد الكوره لازم يبقى في ضغط سواء في نص الملعب او في الناحيه الهجوميه. ده محتاج اسلوب تمرين يا اسامه، انت اكيد عارف. خد بالك، خد بالك برضو يا ميدو بعد اذنك، انا موافق كلام اسامه، لان خد بالك انت الستايل لعبك في الملعب او طريقه لعبك بتعتمد على الامكانيات اللي موجوده عندك بالظبط، مش بس بتعتمد على فكر المدير الفني. ما اعرفش الكابتن شريف يوافقني في الكلام ده اكيد، لكن انا عايزكم تحضروا روح الترجي. انا مش شايف دلوقتي غير نفس الشكل اللي انا شفته يوم الترجي الحقيقه بالعمق الهجومي ده، انا مش شايف اي تعديل. خليني السؤال ده اساله لك، انا هساله. طب انا مع بلال واسامه في اللي هم بيحكوه الحقيقه فنيات، اللعيبه هي اللي هترجم الكلام ده في الكلام. حلو جدا. احنا بنعمل اللي احنا بنشوف الشكل ده اللي هو الاحتفاظ وعدم الميس باص. الميس باص هو اللي بيقلب الدنيا عليك خاصه في الثلاثه اللي عندهم دول الفراوده. صحيح مظبوط يا كابتن. ففكره ان انت كمدير فني بتحط الشكل بتاعك وبتحط الطريقه بتاعتك وتحط البلان بتاعتك بناء على امكانيات اللعيبه اللي موجوده عندك. النهارده انت بتتكلم على لونج باس، تمام، دي طريقه لعب الفرقه. انا اسف يعني في الفرقه الصغيره، يعني النهارده الفرقه الصغيره بتعتمد على اثنين سرعات في الحته اللي قدام وتقطع وتلعب الكره اللي قدام الدايركت اتاك يعني. انما النادي الاهلي طالما عندك المهاره اللي تقدر تشتغل بيها يبقى بطبيعه الحال الفرق الكبيره بشكل عام بتعتمد على الباصات الكتير، بتعتمد على المهاره الفرديه، والا ما يكونش عندك لعيبه عندهم قيمه. والاسلوب يعني التدريبي الجديد بيعتمد على الكلام بالظبط. انت بتشتري لعيبه عنده قيمه كبيره يا اسامه لانه عنده مهارات، عنده فنيات، عنده سرعات، عنده اختراقات، تشتريه عشان ينفذ الحته دي. لو انت هتعتمد على اللونج باسز تمام او على الكرات الطويله وتعتمد على الدايركت اتاك انك تقطع وتلعب على الهجمات المرتده، ده اعتقد ان هو صعب جدا يعني يبقى موجود مع النادي الاهلي ونوعيه اللعيبه بتاعه النادي الاهلي واسلوب الاهلي وشكل الاهلي. ما كانش الجماهير متعوده منه على الشكل ده، حتى لعيبه الاهلي ممكن يكونوا مستغربين برضو الطريقه مع تقارب الخطوط بين اللعيبه ببعض. يعني احنا ما نبقاش عندنا السبيس الواضح بين خط الهجوم وخط النص وخط الديفندر بتاعنا. ده لازم برضو اللعيبه تساعد بعض، اللعيبه النهارده لازم تساعد بعض على اي حاجه بتنزل من الديفندر عندي، الاقي حسام عاشور والاقي الكره الثانيه. انت قصدك الكره الثانيه تبقى من نصيب لعيبه النادي الاهلي، لكن قول لي العمق يقربوا من بعض فيه. عشان ما يصعبوش الدنيا على بعض يعني. العمق الهجومي اللي بتتكلم فيه نفس التشكيله الترجي باستثناء شريف اللي دخل جديد، وباستثناء كمان الضغوط الخارجيه اللي كانت على اللعيبه يوم مباراه الترجي، كانت ضغوط كبيره جدا سواء جماهيريه في تونس سواء اعلاميه، كانت شكل حرب يعني، لكن هم متحررين من الضغوط. فهل ممكن الاداء يختلف والشكل الفني يختلف هجوميا؟ بص الاداء هيختلف بعنصر الشباب اللي هو موجود النهارده. يعني انا شايف ان محمد شريف النهارده عنصر شاب، مروان صغير كويس، حمودي صغير، مروان مين، مروان محسن صغير وحمودي صغير، بس الاصابه اثرت فيه عشان نتكلم بجد يعني. ممكن طب كلام اجيري يختلف مع مروان محسن فني يعني نفسيا؟ امبارح اجيري قال ان مروان محسن لا، مروان محسن معاه محمد صلاح ومعاه تريزيجيه. انت النهارده بتلعب 3 4 3 على حسب ظروفك اللي انت فيها دي، طلع مش قادر تلعب 3 4 3 على الظروف، لانك لا تملك اللي هو تريزيجيه ولا تملك محمد صلاح في ناحيه اليمين، اللي هو انت هتمثل محمد صلاح بيمين، بوليد سليمان لا 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 مش هتحطه على الطرف في ماتش زي ده النهارده. كويس، النهارده الشكل الهجومي برضو انتوا ظالمين مروان محسن. الحقيقه مروان محسن في سبيس هيبقى بينه وبين نص الملعب بالامدادات، الامدادات انا بتكلم في عنصر الشباب اللي هي موجوده، عشان كده انا قلت كريم ندفت النهارده يعني اسامه وحمودي، الناس دول كويس بيبقوا موجودين عندي
اوريدي هم اللي بيعملوا لي الشكل الهجومي، عنصر الشباب في الرايح جاي، اقدر اروح واقدر اعوض واعمل امدادات من ناحيه الشمال. النهارده كنت لسه بنتكلم من الامدادات اللي هتيجي ناحيه اليمين وناحيه الشمال، لو نجحنا ان شاء الله وعدينا ورحنا من ديفندر يمين ديفندر شمال بيقدر يعدي او الباكات بتاعتنا، وتلعب عرضيات، هتلعب عرضيات لمين؟ لازم يبقى فيه سوبر بلايرز بتعدي الدنيا وبتعمل اللي انت قلت عليه شادو سترايكر، ده بيبقى جاي من ورا الخلف هو اللي هيجيب الجول اللي احنا عملناهم في الترجي فاكر لما كنا هنا متعادلين وكسبناهم 2-1 هناك. عبد السلام جه من تحت، لا ده بتاع مصر بتاع السنه دي اللي قبلها فاكر، السنه اللي قبلها اللي كسبناهم 2-1 هناك كان الشادو على طول موجود، تلاقي كل جاي موجود الشادو، علي معلول الشادو، الدنيا كانت فيها تحركات وسرعات. انت محتاج الشكل ده النهارده، لان انت هنرجع نقول تعبنا، اللعيبه مظلومه يا جماعه من الاصابات اللي موجوده فيها، من عدم قوام اساسي، من لعيبه مش عارفين يحط فرقه نكمل بيها ماتشين ورا بعض. انما انا اللي مش عاجبني انك انت لسه بتلعب بشكل الترجي اللي لعبت بيه هناك الماتش اللي فات. هنشوف هيردوا علينا ان شاء الله، هل ده كان حاله ومش هتحصل تاني ان شاء الله يوم الترجي، ولا احنا برضو محتاجين جنب مروان محسن حد بيطلع بيفتح يمين وبيفتح شمال وبيدي الفرصه لمروان محسن اللي بيطلع بياخد كل العاليات ان يكون تحتيه زميل ليه يزحلقها له الناحيه الثانيه، يكون مع الامدادات اللي جايه من نص الملعب. فده الشكل الهجومي اللي انت كنت بتكلمني فيه، اللي كنت بامل فيه برضو. والظروف ضد الاجهزه الفنيه على فكره، انا مش ضد الجهاز الفني عشان ما حدش يفهمني غلط، انما هو ده اللي عندهم. بس انا كنت بطمع ان انا ما اتاخرش في الماتش وبعدين ابحث عن التعويض الهجومي في ماتش زي ده، انا اوريدي متاخر. تعالوا نروح بسرعه نشوف كريم احمد معاه عدد من اللقاءات الجماهير الاهلاويه في الامارات، ونرجع ندخل في دماغ باتريس كالترون مع ضيوفي الكرام. كل التحيه ليك كابتن ميدو، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. جمهور النادي الاهلي متواجد في استاد الوسط طبعا كالعاده لمؤازره فريق النادي الاهلي، الاهلي والوسط الاماراتي. باذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي، تركيز كبير وحماس كبير واقبال كبير جدا من جماهير النادي الاهلي. بروح سريعا لكل الجمهور، سريعا كده تقول لي لعيبه النادي الاهلي وشايف المباراه النهارده ازاي؟ ان شاء الله المباراه النهارده النادي الاهلي باذن الله على 2-1 او 3-1 ان شاء الله، ومتفائلين خير. واحنا في ارضنا يعني احنا بنشجع الاهلي برضه في ارضنا وسط الامارات وسط اهلها، ونتعشم ان شاء الله ان احنا نطلع مبسوطين، وان شاء الله عندنا ثقه في الاهلي ولاعيبته باذن الله. كابتن حابب اقول كلمه لكل الناس اللي فرحانه في الاهلي، النادي الاهلي لو وقع ليه 1000 قومه، النادي الاهلي بقى له 15 سنه 11 لقب قاري، النادي الاهلي فيه غيره بقى له 15 سنه وصل فاينل افريقيا واحد وخسره، وبيتريقوا على النادي الاهلي وبيهاجموا النادي الاهلي، وهم سوري انا اسف اتمسح بيهم البلاط في كل ماتشات سوبر افريقيا دوري كاس في كل البطولات. هنكسب النهارده، ولو ما كسبناش النهارده باذن الله هنكسب، ولو ما كسبناش على الحلوه والمره معاه ده الاهلي. قول لي عايز تقول للعيبه النادي الاهلي بسرعه، بتشوف المباراه النهارده ازاي؟ يا رب ان شاء الله نشوف روح الفانيله الحمراء ترجع مع اللعيبه، وان شاء الله رجع لنا بيبو بالسلامه ان شاء الله، والف سلامه عليه ان شاء الله باذن الله. تتوقع مين اللي يبقى متالق النهارده من اللعيبه ويحرز اهداف؟ تتوقع مين النهارده يبقى متميز؟ ان شاء الله مروان محسن ان شاء الله يبقى يرجع ان شاء الله للتالق، وليد ازار ان شاء الله، واهلي. قول لي حابب تقول ايه قبل المباراه لكل اللعيبه ولكل لعيبه النادي الاهلي قبل المباراه؟ ان شاء الله هي مباراه ما بين اثنين اشقاء، ان شاء الله الاهلي يفوز 2-0 باذن الله. اللي بتشوف المواجهه النهارده مواجهه صعبه اكيد، النادي الاهلي متعادل 2-2 في المباراه الاولى، لكن عندنا ثقه في لعيبتنا كبيره، حابب تقول ايه النهارده لكل لعيبه النادي الاهلي؟ ان شاء الله احنا مع الاهلي على الحلوه والمره، ودايما متوقعين من الاهلي ولعيبه الاهلي التالق دايما. قول لي كمان يمكن بتشوف مستر باتريس كارتيرون النهارده يمكن يختار تشكيله مميزه تفيد النادي الاهلي، مين تتوقع ان هو متالق النهارده يبقى ليه تاثير يحرز اهداف النهارده من لعيبه النادي الاهلي؟ اكيد وليد سليمان ان شاء الله، ووليد اثاره ان شاء الله، وليد سليمان جونين باذن الله. كل عايز تقول لكل اللعيبه قبل المباراه دي؟ ان شاء الله مش هروح زعلانين، ان شاء الله اروح مبسوط باذن الله. شكرا شكرا ليك. بنشكر اكيد كل جمهورنا. طيب اخد منك قبل ما اشكرك، قول لي عايز تقول للعيبه وعايز تقول لكل جمهور النادي الاهلي اللي حاضر بكثافه النهارده. احنا عايزين نقول للعيبه انتوا رجاله وعودتونا على المكسب، واحنا وراكم في اي مكان وما تسمعوش لاي حد، واحنا ان شاء الله باذن الله هنكسب 3-0 النهارده ان شاء الله. قول لي النتيجه كام النتيجه كام 3-0 ان شاء الله. 3-0. عايز تقول للفريق واللعيب ان شاء الله، وخليكم واثقين في نفسكم ان شاء الله باذن الله، والاهلي يكسب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. أكيد.
اكيد بنشكر طبعا كل جمهور النادي الاهلي اللي متواجد بكثافه. يمكن طبعا زي ما بنقول مباراه مهمه ومباراه غايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي، لكن بحماس الجمهور الكبير ده ان شاء الله تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي باذن الله. هذه تكون انطلاقه جديده نحو البطولات ونحو الانجازات. كل توفيق للنادي الاهلي، مستمرين معاك يا كابتن ميدو مع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان من داخل استاد الوسط، ولقاءات خاصه مع جمهور النادي الاهلي، وباذن الله عقب هذه المباراه يكون لنا فرحه كبيره مع كل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليلي. الله باذن الله ترجع الايام اللي حضراتكم شفتوها دي كده، وان شاء الله نرفع الكؤوس من جديد. يعني لازم بقى كده تيجي حاجه تفوقنا تاني، ويعني الحمد لله ان هي جت بدري. ان شاء الله نرجع بسرعه جدا ونرجع نحصد كل الكؤوس. معايا نجوم منورين هنا في الاستوديو، ياما جابوا بطولات، وياما ياما الاجيال بتجيب بطولات كبيره جدا. طول ما انتوا في ظهر النادي ان شاء الله النادي الاهلي هيجيب. احلى حاجه سمعتها من لقاءات كريم احمد احد المشجعين بيقول يعني ان شاء الله الاهلي يكسب حتى لو ما كسبش، احنا على الحلوه والمره مع النادي الاهلي. كلام جميل جدا، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي يفرحنا النهارده. كابتن بلال تعالى ندخل في دماغ باتريس كالتيرون النهارده. عليه ضغوطات كبيره جدا، عارف ان هو ماسك فريق جمهوره ما بيهزرش، جمهوره زي ما اسامه قال كلمه دايما في وداني، جمهوره ما بيصبرش، دايما عايز بطولات. هو عارف ان هو عليه حجم كبير جدا من المسؤوليه. دخلني في دماغه شويه. طبيعي جدا، يعني طبيعي جدا، بس خد بالك في يمكن زي ما تابعنا وزي ما سمعنا الفتره اللي فاتت ان هو كان قاعد مع كابتن الخطيب واداله الثقه وقال له انت مكمل الفتره اللي جايه، فممكن دي تكون تشيل بعض الضغوطات من على مستر كارتيرون ممكن النهارده. بس النهارده اكيد زي ما الكباتن اتكلموا كابتن شريف وكابتن اسامه، ان انت النهارده مرتبط بلعيبه محدده موجوده عندك. هي اللي موجوده عندك هو ده، وهي دي الامكانيات اللي موجوده بالنسبه لك. يعني في عدد كبير من اللعيبه مش موجوده، فبالتالي انت بس دايما مباراه النهارده دايما اللعيبه اللي موجوده هم احسن اللعيبه، لان انت بتجيب لعيب بيبقى مميز جدا في الفريق، فهو بيبقى منطقه اساسا. خد بالك، اتفضل. في نقطه مهمه جدا، انا النهارده عندي لعيبه مش موجوده، ده معناه ايه؟ ده معناه الموجود النهارده ده ما لعبش بقاله فتره ما بيلعبش. تمام، هي عندك قله اللياقه البدنيه. الثقه برده خد بالك، اللعيب حاجتين مهمين جدا نفسيا. ودي بتيجي نفسيا، دي يعني ثقته في نفسه عامله ازاي، بقاله قد ايه بيلعب، بقاله قد ايه ما بيلعبش، خد بالك حته معدل اللياقه البدنيه اللي موجود عليه اللعيب، اذا كان عالي يعني مرتفع او غير مرتفع. فالنهارده في نوعيات من اللعيبه، يعني النهارده اكرم توفيق مثلا لعب مع المنتخب يا كابتن، لكن قبليها بقاله فتره كبيره جدا ما بيشاركش بشكل اساسي. زي ندفد، زي برضه ندفد نفس الموضوع، بقاله فتره كبيره ما بيشاركش بشكل اساسي. بس لعب برضه، لعب. فالنهارده حته الثقه ممكن ما تكون مهزوزه في البدايه شويه. حته الضغط، مباراه مضغوطه على اللعيبه برضه ممكن تكون مأثره على اللعيبه شويه، وفي نفس الوقت مأثره على المدير الفني، لانه النهارده المدير الفني مش بس بيحط تكتيك انك تشتغل بيه كلعيب، هو النهارده برضه بيفكر في الحاله النفسيه والحاله البدنيه للعيبه اللي موجوده، وازاي يعمل توليفه جيده داخل المباراه النهارده. يعني انت النهارده لما يكون عندي مباراه والكابتن اتكلم فيها نقطه مهمه جدا جدا، الثلاثه اللي موجودين في الخط الامامي وليد سليمان، محمد شريف، احمد حمد، انت عشان تلعب 4-2-3-1 لازم الاثنين اللي موجودين على الطرف لازم يكونوا فراوده بالظبط، فوات كتير جدا بالزبط. لازم يسجلوا اهداف، وهي دي الميزه اللي موجوده. كنت بتكلم مع كابتن شريف قلت له مش مشكله عندي فرودين، انا يعني اهم حاجه الكسره العدديه في ال 18 ان هم الاطراف يكملوا فراوده، ودي كمان 4-2-3-1 تبقى احسن واكثر هجوميا من 4-4-2 او 4-3-3، لان الاثنين بيكملوا معاهم واحد من الديفندرات، معاهم اللي هو صح رقم 10 بينزل كمان حوالي خمسه على الاقل ده في القوام الاساسي، في الفكره نفسها، ده في اللعيبه نفسها اللي هي بتبقى في الفرقه اللي عندها الامكانيات دي. لا ما انت في الفريق نفسها يا كابتن، انت عندك 4-5 النهارده، 5-6 لعيبه متغيرين النهارده في الفرقه. محمد شريف، احمد، يعني مش عايز احمد شريف وحمودي يا بلال على كلامك لازم يبقوا في 18، لازم يكونوا فرق يعني لو مع شريف بيسجل الهدف، لو مثلا مع ايمن اشرف لازم يبقى حمودي داخل، لازم يبقى شريف داخل، لو مع شريف لازم حمودي داخل، معاه مروان محسن، معاه وليد سليمان، معاه حد من الديفندرات، لو هنتكلم على كريم ديفيد لازم يبقى موجود، فدي بتعمل كتر عداية اكيد هنجيب جوان لو فهموا الطريقه. انت خد بالك، انت لما بتلعب بالطريقه دي فانت عايز اكبر عدد من اللعيبه يكونوا موجودين في ال 18. هي دي الحكمه كلها من الطريقه دي، اللعيبه قريبه جدا من بعضها في الخط الامامي، اللعيبه موجوده في ال 18 بكثافه عشان تقدر تلعب الدبل باص والحاجات الصغيره وتعتمد على المهارات الفرديه بتاعت اللعيبه. لو النهارده فضل الاطراف الباكات بيكملوا في هم ما انا بقول لك النهارده لو الاثنين اللي بيلعبوا على طرف الملعب حمودي او محمد شريف ما كانوش موجودين النهارده في ال 18 يبقى انت افتقدت 50% من الطريقه، يبقى انت بتستغلها دفاعيا بس مش هجوميا كمان. برافو عليك. فالنهارده لازم حمودي محمد شريف يكونوا موجودين النهارده في ال 18 وبشكل كبير، يعني تمام، عشان تبقى عندك زياده عاديه وكثافه عدديه. النهارده كمان بالنسبه لطريقه مستر كارتيرون اللي هو انك بتعتمد على الكرات السريعه، الكرات الطوليه، الكرات الطويله، في بعض من الاوقات لازم بالظبط لازم يبقى انت موجود قدام بشكل كبير بكثافه عدديه كبيره بالزبط. ولازم تستغل المهارات الفرديه بتاعتك. ما ينفعش النهارده يبقى انت بتروح بتلعب في 70 80 متر يا سما طول المباراه، هيبقى صعب عليك.
عشان كده انك تقرب المسافات بشكل كبير. وانت عندك مهارات اصلا وعندك مهاره، حمودي عنده مهاره، محمد شريف عنده سرعه، بيتسيرمان عنده مهاره بالزبط. هيبقى بس هيبقى عندك المحطه الوحيده اللي موجوده النهارده مروان. هو مروان محسن، وده المحطه اللي تقدر تشتغل عليها. وانا برضو ضد فكره يا كباتن الاهلي محتاج محطه. بص انا ضد فكره ان الفرود اللي موجود عندك هو بس فرود بيفضي مساحات ويخلق مساحات. جميل الكلام ده مش موجود في كره القدم. فرود يعني بيسجل اهداف فجاه. ده من وجهه نظري الشخصيه. تلعب 4 2 3 1 4 3 2 1 4 4 2 4 5 1 و 4 2 3 1 بتتكلم في حاجه جميله جدا في الكوره، بتتكلم على الطريقه 4 2 3 1 اللي كل العالم بيلعب بيها. 4 2 3 1 مش محتاج محطه. بص محتاج ومش محتاج، يعني محتاج محطه بس مش عايز اقول المحطه بقى اللي هو بس بتعتمد عليها كابتن. انا بقول محتاج عذاره محتاج يا بلال بقول محطه مش محتاج محطه بس محتاج ان ميدو محتاجين سرعات ازارو صحيح. محتاج فيرود سرعات ازارو عشان تكمل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. قال سوبر سترايك عندك يعني. كمان سرعات صلاح محسن لعيب كوره متكامل مش موجود النهارده في مش موجود يعني احنا بنتكلم على الوضع الحالي في لعيبه كتير قوي مش موجود زين بودل يا جماعه يعني عندك في ناصر ماهر في وليد ازارو المكمل الغذائي مصر. للملعب اللي هو بيتكلم عليه بلال ويطمع فيه وانت بتطمع في نفس الشكل. في لعيبه بتبقى تقدر تعمل الامكانيات دي اللي هو المروح والمجاي خاصه انها بتلعب بره. الكلام انا بوافقك لما بنلعب بره 4 2 3 1 دي بسوليه وعاشور وتكتيف بتاع قدامهم ثلاثه لعيب كره كويسين قوي مع فيرود قدامه خاصه كان هو بيبقى ازارو. دلوقتي ازارو مش موجود كمان، فلازم يبقى عندك تدعيم هجومي لتعويض ما فاتك، انك انت تبقى عندك صح. الوجود داخل ال 18 مش ان انت بتزق اللعيبه بتاعتي سبرنتات عشان نلحق العرضيه. زيادات، لا انت يبقى اوريدي عندك المحطه اللي بتوقف كمان عندك العمق الدفاعي بتاعهم هم اللي بيطلع عليك اللي هو بيطلع لغايه نص الملعب ويعمل الاوفر الناحيه الثانيه، وده برده انت لما بيبقى عندك فيرود قافل الناحيه دي بتعمله برده ضغط على نص الملعب انه يقابل اللي جاي صح. اللي جاي فري مش جاي متراقب من لعيبه عندي، يبقى مروان محسن مش هيقدر لوحده يعمل كل على الاربع لعيبه بتوع الديفندر اللي قدامه يغطي عليهم هم الاربعه. مش هيقدر مروان لوحده، لازم حمود يطلع، لازم يقابل من بدري بقى زي ما اسامه بيقول لك كده. لازم تطلع تقابل الناس دي من بدري، انما الخطوط ما تبقاش نص ملعب ديفندر فيرويد. ما هو ده اللي حصل فينا في الترجي. طب مش لاقيين عمق عندي العب فيه. السؤال يا كابتن شريف، السؤال يا كابتن اسامه، هل هو مروان محسن من كتر ما كوبر كان بيديله مهام دفاعيه هو خلاص استسلم ان هو محطه؟ لان مروان محسن كان هداف وكان بيجيب اجوان، يعني مش هو ده، مش ده ستايل مروان محسن. هل هو من كتر ما كوبر اداله ان انت تنزل تدافع تنزل تدافع، حتى لما اتصاب كان بيدافع وكان قبل كده هداف، كان في الاسماعيلي هداف، لما سافر كان هداف، الاهلي جايبه ان مروان محسن ده لعيب هداف وبيعرف يجيب جول، هو تطبع بالشكل الجديد ولا مروان محسن اصلا يعني مش كان بيلعب في الاسماعيلي لوحده؟ هي النقطه المهمه كابتن يعني بعد اسامه يتكلم انا هقول المهمه اللي قال عليها كابتن بلال ان انا مهاجم يعني لازم اسجل اهداف. تمام، هي دي اللي بتديني. مروان كان بيسجل اهداف، الدفعه المعنويه القويه. اسلوب كوبر طبعا كان ماشي مع مروان محسن، او هو مبسوط بمروان محسن ان مروان من النوعيه اللعيبه اللي بتعمل مجهود كبير جامد جدا قدام ويرجع يدافع، بس ده ما يمشيش مع النادي الاهلي. حتى اجيري لما اتكلم عن مروان محسن، هو مروان محسن بيعمل الدور ده لناس زي ما كان شريف قال، لمحمد صلاح، لتريزيجيه من تحت، ده برده ما يعني ما يتماشيش قوي برده مع النادي الاهلي. انا كلاعب نادي الاهلي او مهاجم نادي الاهلي لازم انا اللي اخلق الفرصه لنفسي، ممكن ما يبقاش فيه فرص انا يعني اللي مروان لازم يغير نفسه في الاهلي غير منتخب. بص يا كابتن، انا طبعا يعني استاذ سامي بيقول كلام خطير، يعني انت ستايل لعب النادي الاهلي غير ستايل منتخب مصر بالظبط. انت منتخب مصر بتلعب على الهجمه المرتده بالظبط، فانت عندك كان بيلعب على الهجمه المرتده، كان مع اجيري المره اللي فاتت الحقيقه انا ما عجبنيش الاسلوب، يعني ناس كتيره بتتكلم عن الاسلوب والتغير والبتاع ما عجبنيش قوي يعني. يعني بس يعني احسن نسبيا بداية. بص بدايه جيده، لو بدايه كنت في حته وبقينا في حته ثانيه بدايه جيده تمام، برضه عشان ما نقولش ان هي ايه خلاص الدنيا اتقلبت راسا على عقب، هو بدل ويعني اتغير طريقه لعبك وتغير شكل لعبك. لا خالص، يعني انت لسه بدايه جيده لسه بالمنتخب المصري، ولكن زي ما قال اسامه كابتن شريف، ستايل لعب النادي الاهلي غير ستايل لعب منتخب مصر، او زي عكس ستايل منتخب مصر. انت اللي بتمسك كوره، انت اللي بتهاجم، انت اللي بتعمل الضغط، انت اللي بتعمل عمليه الاستحواذ بالظبط، انت اللي بتعمل عمليه الاستحواذ. فالنهارده الفيرود وانت بتستحوذ مش مطلوب بس ان هو يكون محطه داخل ال 18 ان هو يسند لك، لا مطلوب التحركات القطريه. طب هو السؤال انا كنت بساله اسامه، هل مروان عنده الحته دي ولا ما عندوش اصلا؟ لان انا كنت شايفها فيه، هي كانت موجوده فيه طبعا. وعشان كده النادي الاهلي لما ضمه عشان هو شايفه مهاجم مميز بيسجل اهداف يقدر يستفيد منه. هو طبعا هو كان بيلعب لوحده في الاسماعيلي في 18 زينا كده 4 2 3 1 في الاسماعيلي؟ لا
الراجل ده عشان ينتج يا اسامه. الاسماعيلي كان برافو عليك برافو عليك. الاسماعيلي كان عنده الكلام اللي بيقول عليه بلا كان في كسر عدديه في 18 عشان الجون اللي جابه في تونس دلوقتي ملعوبه لمحمد صلاح اللي جاي قاطع من ناحيه اليمين في عين رايحه من الناحيه الثانيه بيبصوا على صلاح راح يترحى راح محضر مع الراجل واخد الكره هو والراجل شده حتى هي دي اللي فيه مساعد هيبص بص اهو الهدف بص في محمد صلاح والناحيه الثانيه واحد شمال دول ثلاثه مش واحد الناس اللي تحتيه الثلاثه جت الفرصه بقى اللي بقولك عليه ما هو برده الكلام اللي بيتكلم فيه بلال كابتن شريف ان صلاح داخل في ال18 وتريزيجيه داخل ما هو ده اللي انا بكلمك فيه ان اللي لازم باليه ليه تكمله برافو عليه بس دول مش اللي تحتيه يا جماعه في منتخب مصر زي ما انتوا قلتوا اسامه وبلال مختلف الاداء عندنا احنا هنا احنا عندنا بنسيبه لوحده في الطل هناك عشان تعمل له السابورت عايزه سرعات فائقه مع لعيبه متعوده ان هي بتلعب معاه هو الراجل من ساعه ما رجع ما يقدرش يعمل ده لوحده لازم انا هي بالراحه احنا لازم نساعد مروان عشان ينتج انت عندك السرعات الفائقه اصل الكلام حلو جدا بصراحه السرعات الفائقه اللي في منتخب مصر مين هو محمد صلاح لا عندك بس لا انا بتكلم عن سرعه احمد فتحي لا ده انا عندي كل التحركات بتيجي من خوارج تريزيجيه سريع بالكوره النادي الاهلي غير الكوره برضه النادي الاهلي النادي الاهلي النادي طبعا النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي بص يا كابتن دي برضو يا ميدو خليك بس معايا في النقطه دي مهمه جدا النادي الاهلي مش محتاج المهاجم السريع جدا ممكن يبقى لو عنده السرعه ميزه بس انا محتاج المهاجم اللي بيلعب في مساحات ضيقه بيعرف يضغط ان انا فرقه هجوميه ان انا بضغط من قدام زي برشلونه مش فرقه هجمه مرتده فانا برجع فعايز مساحه يبقى عندي سرعات لا النادي الاهلي بضغط من قدام كل الفرقه ظهري دايما اعرف استلم في مساحات ضيقه ان انا دايما في الحاله الهجوميه بتلاقي في من تمان عليا مساحات ضيقه اعرف اشتغل في المساحات الضيقه دي ودايما مهاجم النادي الاهلي من نص فرصه وربع فرصه لازم يخلق نفسه عشان يسجل هو ده مواصفات المهاجم بتاع النادي الاهلي تمام كابتن شريف كابتن شريف السؤال المهم اللي بيتكلم فيه بلال واسامه بيقول لك ان احنا لازم يبقى عندنا كثافه في ال18 عشان اعرف اجيب بقول لحضرتك بتتكلم في النقطه دي دايما طيب عشان تعمل كثافه في ال18 لازم تفضي الاطراف لايمن اشرف ولايا كان بقى مين اللي هيلعب اكرم توفيق او كريم نيدفيد هل هم عندهم المقدره ان هم يروحوا عشان يفضوا الدنيا ايا كان بقى اللي هيلعب وليد سليمان محمد شريف احمد حمودي مع مروان محسن توجه في 18 لازم يفضوا الدنيا دي هل الاطراف عندنا هتعمل الكلام ده لا في صعوبه عدم وجود لعيبه معينه انا شايف ان هي تبقى في لغه في لغه بين محمد شريف هيبقى وايمن اشرف يعني في لازم لغه جديده دي علينا النهارده ودول كوبل جديد يعني دول اتنين جداد على بعض لعبوا مع بعض انما لعبوا بهذا السيستم والسيناريو ده صعب قوي الدخول بقى اللي انت شايفه بتتفرج عليه ده هو ده المطلوب النهارده 1 2 3 4 5 5 5 موجودين في هو طلع منهم محمد شريف كمان هو موجود ده اللي انا بتكلم عليه الكوبل اللي هو عنده لغه حمودي قاري الراجل وهو بيخش لغايه جوه كويس وادي ادي الدخول تاني وادي الشوطه في الجول عرضيه بترجع ادي شوف شوف الاستريس بالضغط حتى وانت رايح تجيب جول مش الضغط وانت بتدافع بس يعني وانت بتجيب جول عندك الحمي عندك القابل كل الناس احنا شايفين مروان محسن هنا مش مهم بقى مين ده لقيت محمد هشام هو اللي راح يجيب الكره من جوه بس اي حد بص الشكل عندك ثلاثه هم ادي اربعه بص بيفوت بيلعبها الواحد هو الجول في عدد ثلاثه في الملعب انت سايب مروان محسن ماتش الترجي لوحده قدام ده اللي ما كانش موجود ماتش الترجي عشان كده احنا خسرنا انت النهارده في نفس الموقف وفي نفس الشكل انت النهارده متاخر برضو بتعادل 2-2 يعني 1-1 ما ينفعش على الاقل نوصل ل 2-2 في المباراه زي دي ويعمل ضربات جزاء ويكون لينا ان شاء الله الحظ ونكسب على الاقل زي ما انت بتقول يكون لينا السبق في ان احنا نجيب ان شاء الله في عوامل بقى تخليني يبقى ليا السبق في عوامل بتخلي نوعيه لعيبه النهارده انت محتاج اكتر لعيبه سترايكرز على الجول ولا انا غلط يا بلال وسام صح كابتن دول اكتر بص انا عايز الشكل ده عايز احمر اي احمر موجود جوه اهي بتخبط في العيب وتجيلك تلاقي بتجيب نفسك بتجيب جوه الكثافه العدديه جوه 18 محمد شريف هو ده اللي انا وانت عايزين نشوفه اول 45 دقيقه هل احنا فعلا التشكيل ده مش مساعد ان احنا نبقى كده ولا اللعيبه خدت على عاتقها النهارده القرار وادوا لنا حاله فيها امتياز وده اللي بنعمله اللعيبه والميشنز يا كابتن اللي بيطلبها المدير الفني النهارده ممكن أيوة عندي لعيبه وعندي مهام حلو ده اللي هو الميشنز اللي بيطلبها المدير الفني حلو. والمدير الفني عنده الادوات وعنده العناصر انتوا بتتكلموا في الكوره هنتكلم كده عادي بتتكلمي خلي بالك في قلب الكوره عنده الادوات اللي هو يخليه اللي تخليه ان هو يستحوذ وان هو يطلع بشكل منظم جدا عنده محمد شريف عنده احمد حمدي عنده حمودي بيمسك كوره عنده مين تاني ناصر ماهر وليد سليمان
انا بتكلم في اللعيبه اللي هي بتمسك كوره، هل احنا مفتقدين اللعيب اللي بيمسك كوره وبيحرك الفريق؟ وانت عندك اصلا لعيب ده؟ لا، بالتشكيله اللي بره ولا جوه دي مش مفتقد. انت عندك انت عندك وليد سليمان، عندك احمد حمودي، عندك زي ما قلت محمد شريف عنده سرعه، عندك صلاح محسن بره، عندك وليد ازارو موجود بره، عندك نصر ماهر بره. العناصر اللي موجوده دي مكمله لبعضها. انا بتكلم في الفتره اللي فاتت. انت بتتكلم على الفتره اللي فاتت. لا ما عندكش عناصر، يعني انت ما كنتش بتفتقد حد اطلاقا، كنت بس بتفتقد يعني من وجهه نظري يعني ان وليد سليمان كان بتلعبه بلاي ميكر وبتفتقد مكانه على طرف الملعب. لما بتلعبه طرف ملعب بتفتقد مكان البلاي ميكر ده، بتفتقد البلاي ميكر، بتفتقد وليد. ما هو اصلا ما كانش بيلعب اسامه، ما كانش بيلعب، كنت ممكن كان ممكن تستعين بيه، لكن انت ما استعنتش فيه. اشتغل مش عارف، ما انت ما استعنتش فيه. فين ناصر ماهر النهارده؟ ودي المشكله، ده اللي بتكلم فيه، بس مش موجود في البدايه، ودي مشكله كبيره جدا. فانت النهارده يعني انت بتفقد مكانين. ما انت بص، ما هو النهارده في الملعب مستين. في الملعب النهارده انت وليد سليمان مفتقده من ناحيه شمال، السرعات بتاعته والمهارات والانطلاقات مفتقده من ناحيه شمال، لكن حاطه في نص ملعب كبلاي ميكر. تمام، لو حطيته على طرف ملعب مين هيلعب في الحته دي؟ مين هيقوم لك بدور صانع الالعاب؟ مين اللي هيقدر يعمل الربط ما بين لعيبه نص ملعب واللعيبه الفراوده الموجوده والاثنين اللي تحت الفراوده والفراوده؟ فهي انت عندك بره موجوده النهارده بره، ناصر ماهر يقدر يقوم بالحته دي. فيها دي انت بتاعت المدير الفني يقدر يقوم بيها. فالنهارده مستر كارتيرون خد بالك، هو صعوبه كمان الماتش انك لازم تبدا من البدايه، انت اللي ضاغط يا كابتن، انت اللي عايز تجيب الجول بالظبط، انت مش هتبدا المباراه فيها توازن بالنسبه لك. وده طبيعي اصلا يا انت مش متوازن. لا وده الطبيعي، بس خد بالك في الكوره في الاهلي الطبيعي في الاهلي، بس لما بتلعب بره ملعبك في البدايه وانت 0-0 تبقى عندك نوع من انواع التوازن شويه، تبقى عندك توازن شويه. انت المهام اللي بتديها للعيبه انك ممكن بتدافع بشكل محدد، بتهاجم بشكل محدد، ما عندكش مشكله. لكن لما تكون متعادل 2-2 فانت من بدايه اللقاء انت نازل كل الفكر بتاعك انك تسجل هدف عشان تكسب. فبالتالي كل المهام اللي بتديها للعيبه اللي موجودين قدام ان هم ازاي يقدروا يسجلوا هدف، زي ما قال الكابتن شريف، ازاي تبقى موجود في ال 18، ازاي تبقى في كثافه عدديه، ازاي الاثنين اللي موجودين تحت الفرد دايما يكونوا يضموا ويضموا كمان الفرد يا كابتن. يبقى بنلعب بثلاثه بحيث انك لما تيجي تعمل الكروسات من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، النهارده ممكن ما نعملش من ناحيه اليمين عشان اكرم برده توفيق تبقى في عنده مشكله شويه. وخد بالك ممكن دي يعني يبقى مثلا المدير الفني بيتكلم، لان حمودي برده مش من اللعيبه اللي بتخش في ال 18 كتير. ممكن يبقى حمودي دايما على طرف الملعب، بيقول لك عايز يملى الفراغات. الراجل عايز يملى الفراغات اللي موجوده، عايز يعمل هيلب للراجل اللي اسمه مروان محسن اللي انتم شايفينه، هيدافع وهيهاجم لوحده. استحاله. ومش وليد، مش هزارو موجود؟ هزارو موجود بس لسه راجع من مباريات المغرب وتونس، لسه راجع امبارح بالليل متاخر. انا يعني انا من وجهه نظري يلعب هزارو، ما لعبش النهائي الافريقي. سخن هناك يعني، هو سخن، كان بقاله فتره واقف 45 دقيقه في مباراه كانها تمرينه، مش سخن يعني. ابوك كانه سخن تمرينه يعني، قول تمرينه. بقول لك انا كان نفسي يلعب هو مروان محسن. هو الكابتن شريف عايز اثنين فراوده. عايز ثلاثه فراوده. انا بشوف انا عايز العب النهارده 3-4-3. انا النهارده بالنتيجه دي والمصحف شريف يلعب 3-4-3 هيبقى قلب المهاجم. انت ممكن زي ما كابتن شريف يا ميدو يلعب اثنين مهاجمين ووليد سليمان تحتيه ونصر ماهر تحتيه، وعندك بقى حمودي هو والتشيب اللي بيلعبها لنا ناحيه. هو حمودي هياخد الكره ناحيه اليمين وهيرقص وهتحيم بعد كده، هيفضل مرقص الفرقه كلها زي ميسي؟ مش هيبقى زي ميسي، هو هيبقى عايز اثنين جايين له بيسقط التشيب اللي احنا عملناها بنجاح في بطوله افريقيا مرتين. وليد سليمان راح بجابها وجول، وعلى طول بيودي ازارو بهذا الشكل، وازارو بيضيع بقى بيجيب، دي قصه ثانيه. او بيودي ما يوازي اللعيبه اللي هي بتخش جوه. النهارده عندك محمد شريف هو اللاعب السوبر اللي انا بقول عليه، الواعد الشباب اللي كل حاجه، اللي بيخش وعنده ثقه يجيب جول. يعني ادي الاجوان اللي احنا بنتكلم عنها، اللعيب بيخش جوه. ده وليد ازارو لاعب الكرة بيمينه قويه جدا. قولوا لي ناصر ماهر في الجون راح جاب العرض لحمودي. عايزين ناس يكونوا موجودين. خلي بالك احنا بقى عاملين نتكلم في النواحي الهجوميه والزياده الهجوميه، هنتكلم والله في لسه لا ده في حاجه ثانيه، والزياده في ال 18 ومين يدخل، وعندنا دور لا يقل اهميه التركيز عن الدفاعي. الدفاعي طبعا طبعا، انت عندك ثلاثه ورا يعني الثلاثه الهجومي بتوع الوصل الاماراتي، ليما وفابيو وكايو. احنا درجه ثانيه، احنا النهارده هنلعب زي الدرجه ثانيه، ما فيش فلسفه. بوم بوم طلع، هتنقي لعيب في وسط البتاع، هتخسر كتير قوي بالثلاثه البرازيليين دول. الثقه الزياده اللي في المنطقه النهارده دي مش الدرجه دي يا كابتن، مش مرعبين. انا عايز اشوفك بعد في الهاف تايم بعد ما تقولش الدرجه دي. انا قاعد هتشوفني بعد، انا قاعد عايز 45 دقيقه كسبانين 3-2 احنا ونبارك لبعض يا رب. احنا يعني انت قلت النتيجه خلاص 3-2 ده اكيد 3-2 النهارده، وفي عندك حل ثاني؟ هو 1-0 يا جدع، انت عندك نتيجه ثانيه؟ لا ده ماتش رايح جاي، ده مفتوح، دي لعيبه بتلعب كوره مفتوحه بتوع الامارات دي ميزتهم. انا عايزك تصطادهم النهارده وهم بيلعبوا اوبن جيم كده، انت تقدر تتخلل بقى وتعمل الثغرات اللي تقدر تخليك ليدنج عليهم. لو ليدنج عليهم هيبتدوا بقى يرعشوا منك زي شمال افريقيا لما تهجم عليهم تعمل ضغط،
خلاص انت بتبقى ليدنج، انت كل محتاجه جول، وكنت في البطوله اللي فاتت كل محتاجه جول، الفرق بتعمل منك كده ان شاء الله. ان شاء خلينا التيشيرت الاحمر النهارده يبقى ان شاء الله. بلال الضغط الافريقي ممكن يكون ممثل علينا عبء كبير جدا الفتره اللي فاتت، ممكن طالما يعني البطوله وانتهت خلاص ممكن اللعيبه تتحرر شويه. بص بعد 10 دقائق وربع ساعه ممكن اللعيبه تتحرر، وبرضه هيعتمد على ازاي المدير الفني جاهز اللعيبه نفسيا، يعني ازاي مستر كارتيرون تعامل مع اللعيبه بشكل يعني العامل النفسي ازاي قدر يتعامل مع اللعيبه فيه، ازاي قدر يخرجهم من البطوله او يفصلهم. لكن بشكل ما او باسلوب النادي الاهلي وبطبيعه النادي الاهلي يا ميدو، ان دايما الاهلي بيفرق ما بين البطولات وبعضها، بتفرق ما بين البطوله الافريقيه يا كابتن، وبتفرق ما بين بطوله الدوري العام، بتبقى كسبان بطوله افريقيا او خسران بتروح تلعب في بطوله الدوري العام، بالنسبه لك دي بطوله ثانيه مختلفه، بالنسبه لك ده في حافز مختلف، بالنسبه لك في اداء مختلف. فالنهارده ممكن يعني احنا برضو بقالنا يمكن اسبوع تقريبا على مباراه افريقيا، فالنهارده ممكن يكون الى حد ما قدر مستر كارتيرون يتعامل نفسيا مع اللعيبه، يخرجهم بره العامل النفسي شويه او بره الضغط النفسي شويه، تمام. انما برضو وانت بتبتدي المباراه بيبقى عندك شويه قلق يا كابتن، بيبقى عندك شويه رهبه، بيبقى عندك برضو شويه ضغط، الجمهور بيطالبك ان انت تادي ما عليك. ان برضو الكلام اللي اتكلمناه في بدايه الاستوديو قلنا ان برضو في بعض اللعيبه يعني بتفكر هل ممكن انا اكون انا اللي عليا الدور ان انا ارحل من النادي الاهلي، هل انا ممكن باخد في النادي الاهلي. المدير الفني كمان له حسابات مختلفه جدا جدا جدا، المدير الفني برضو حساباته، طب انا لو اتغلبت النهارده دي حسابات مختلفه جدا، لا ما عنديش خروجك من البطوله الافريقيه، ما عنديش ما ابكي عليه اليوم بالظبط، لاعب او جهاز فني صح، فلازم اعمل بالفول باور الحل بالظبط كده، لازم ادوس بنزين على الاخر النهارده صح. الحل الامثل انك تثبت ليك لنفسك وللجمهور ان انت حتى لو اتغلبت لا قدر الله يبقى انت اديت الاداء المطلوب منك، يبقى اللعيبه النهارده ادت في المباراه بروح قتاليه وبفنيات عاليه. يعني الجمهور النهارده لن يقبل واحده من الاثنين بس، يعني ممكن قبل كده تقبل روح قتاليه بس لكن النهارده او فنيات بس، لكن النهارده الجمهور لن يقبل الا روح قتاليه وفنيات عاليه. اكيد عايز اقول لكم ان الكابتن محمود الخطيب تواصل مع الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق رئيس البعثه في الامارات، واكده او اكد له على ثقته الكامله في هذا الفريق، وان شاء الله يكون النصر من نصيب النادي الاهلي، ان شاء الله يفرحونا النهارده زي ما هم معودنا. واكيد طبعا كانت رساله المقصود منها ابلاغ كل اللاعبين بهذه الرساله من الكابتن كبير واسطوره النادي الاهلي محمود الخطيب. بعد هذا الفاصل هنسال الكابتن اسامه حسني عن الحاله الدفاعيه النادي الاهلي، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، يعني علي لطفي واحمد الشيخ واسلام محارب واحمد علاء وصلاح محسن وليد ازارو وناصر ماهر، دول بدلاء النادي الاهلي في هذه المباراه، اسماء كبيره جدا زي ما بيقول ضيوف يعني الكرام، فرقه ثانيه ان شاء الله يستغلها باتريس كالتيرون احسن استغلال. عايز اقول لكم كمان تشكيله الوصل الاماراتي، الزعابي في حراسه المرمى وسالم العزيزي باك يمين واوبان سوك كمساك، عبد الرحمن علي مساك ثاني وهزاع سالم ده باك شمال، قدامهم ثلاثة أسامة هنشوف لغاية لما نشوف علي سلمين وخميس إسماعيل وخليل خميس، قدامهم اثنين فابيو وديليما وكايو كفيرود أو سترايكر صريح، لغاية لما نشوف التشكيلة دي قدامكم يعني قدام حضراتكم على الشاشة تشكيلة نادي الوصل. هي دي التشكيلة دايما بيلعب بيها حسن العبدولي، ممكن متغير فيها واحد في نص الملعب بس هي دي العناصر بيعتمد عليها حسن العبدولي. حسن عبدولي جه السنه دي بعد تغيير مدرب كان ماسك الوصل على ما اعتقد ارجنتيني، فهو تولى القياده بعديه. الوصل الاماراتي في الدوري الاماراتي مش ماشي بخطى ثابته، لا عنده برضه مشاكل خلال الفتره اللي فاتت. هو ترتيبه في جدول المسابقه في المركز ال11 في الدوري الاماراتي، لعب 9 ماتشات، فاز في 3، تعادل في مباراه، خسر 5 مباريات، يعني خسر مباريات كتير عليه، دخل 19 دخل هدف، في اهداف كتير برافو عليه، دخل فيه 19 هدف. وده يبين لك ان برضو يعني فرقه الوصل الاماراتي بالرغم ان عندهم عناصر قوه قدام تتمثل في الثلاثي البرازيلي كيما فابيو وديليما وكايو، ودول عناصر مهمين جدا لازم يبقى فيه تركيز من سعد وسليم. خلينا بقى خلينا نتكلم عن فرقه الوصل بعد ما تقول لي ايه المطلوب بقى من الاهلي في الحاله الدفاعيه. في الاهلي في الحاله الدفاعيه لازم يبقى فيه رقابه طبعا، يعني النهارده لازم وانا في النواحي الهجوميه وانا بضغط وانا شغال قدام لازم عندي ناس مصحصحه ورا. يعني انا عايز اتكلم عن رقم سلبي خلال الماتشات اللي فاتت. ترجي هناك دخل فينا 3 اهداف، ترجي في مصر دخل فينا هدف، اتحاد 4 اهداف، الوصل هدفين، الترسانه دخل هدفين، الوصل هدفين، الوصل هدفين، لا ده رقم سلبي. خلينا نتكلم بصراحه،
في ناس بتسيب اللاعب اللي جاي زياده العدديه على الديفندر بتاعك. يعني الراجل اللي جاب فينا جون سعيد النقير ده اسمه ايه؟ بكير نقير ده سعد بكير سعد بكير سعد بكير ده بتاع سوليه كان لازم يبقى معاه مان تو مان سابه لغايه ما دخل جوه اتلعبت الكره بالعرض دخل فينا جون في وقت حساس جدا. لازم الرقابه اللي انت بتتكلم عنها والتركيز مع كل واحد ماسك واحد النهارده يبقى مفيش هزار النهارده. احنا اتغلبنا كده على فكره واحنا ما اتكلمناش ما ادناش نقول اسماء ناس ان احنا في ناس تخلت عن الرقابه للعيبه اللي هي تحررت ودخلت منطقه الجزاء عندي. دايما لازم اهم حاجه في النواحي الدفاعيه غير النواحي الهجوميه لازم يبقى عندك ثبات دايما في الاربعه اللي ورا دايما يبقى فاهمين بعض دايما حتى في الترحيل والتغطيات لازم دايما رجلهم في الملعب دايما ما بتلاقيش الفرق الكبيره بتغير في الحته اللي ورا دي. لكن النادي الاهلي ظروف الاصابات الفتره اللي فاتت تلاقي احمد فتحي اتعور دخل محمد هادي علي معلول دخل ايمن اشرف ممكن تلاقي ايمن اشرف دخل مساك صبري رحيل دخل في الترسانه سعد سمير تعور دخل احمد علاء فانت ما كانش عندك ثبات في الحته دي. فدي كانت مشكله كبيره خلال الماتشات اللي فاتت اللي دخل فيك اهداف كتير. لازم دايما تثبت في الحته دي الاربعه المدافعين الاثنين الباكات والاثنين المساكين وقلب الملعب زي حسام عاشور لازم يبقى فيها ثبات عشان يبقى دايما محافظ على شباك. النهارده عليهم واجب كبير جدا وعليهم مهام كبيره جدا الاربعه الخط الدفاعي النهارده اكرم توفيق لو لعب باك رايت سليف وسعد وايمن اشرف. فرقه الوصل في وقت من الاوقات وانت بتضغط هم هيرجعوا وهيقفلوا كويس عايزين يحافظوا عندهم كمان عايزين كمان يسيبوا مساحات يعني عايزين يدوات عشان يسيب مساحات في ضهره دي خطوره الوصل الامارات دي الخطوره اللي ظهرت في المباراه الاولى شفنا حسن العبدولي في المباراه الاولى كان بيرجع كل لعيبه الوصل الامارات في نص ملعب نص ملعبهم وبدا يعتمد على السرعات اللي بتميزهم عن طريق ثلاثه البرازيليين كايو وديليما وفابيو عندهم السرعه عندهم المهاره عندهم الزياده العدديه لما الكوره بتروح على الطرف بتلاقي الزياده العدديه في ال 18 فلازم النهارده بلعب على الامان لازم النهارده اكون عامل مساحه دايما ما اكونش لازق في المهاجم بتاعي والارتداد الدفاعي لا لازم يبقى عامل مثلا الدفاعية مطلوب قوي يا اسامه الارتداد الدفاعي طبعا الحاله الهجوميه الحاله الدفاعيه ده مطلوب جدا طبعًا. جدا لازم. عشان يعني اصدق الكلام انت بتقوله ان الوصل متعمد ان هو يسيب لك مساحات كبيره جدا تلعب عليها عشان يستغلها هو بعد كده في ظهرك اول ما يقطع الكوره بيعملوا الكاونتر اتاك بالثلاثه الثلاثي الهجومي كويس قوي ما هي دي اللي بتميزهم ودي اللي احنا شفناها ودي الاهداف اللي احرزوها كانت برده من خلال الانطلاقات اللي بتيجي من تحت فلازم النهارده الناس اللي ورا تبقى مصحصحه مليون في الميه لازم النهارده سعد سمير وسليف لازم اتوقع ما بقاش لازق في المهاجم بتاعي الكره تلعب في ظهري يبقى هو اسرع لا ممكن في وقت من الاوقات بعمل المسافه بيني وبينه لازم يبقى سعد لو سليف هو اللي عامل الرقابه لازم سعد بنزل شويه تحت الراجل عشان ادي مساحه لنفسي لو اتعاملت في مساحه انا اللي اكون اسرع فيها النواحي الدفاعيه زي ما بقول لك النهارده وانت بتفكر في الشق الهجومي وانا بدور على اهداف وانا يبقى عندي تكمله لازم يبقى عندي دايما الزياده العدديه ما ينفعش اشوف دايما 2 على 2 او 3 على 3 لا ده لازم ده الارتداد الدفاعي اللي بكلمك عليه بص يا كابتن عبد الحميد يمكن انت برضو الاحصائيات اللي بتعملها الاناليسز اللي بتعمله للفرق ده بيبين لك الفرق دي بتشتغل ازاي بالظبط يعني انت النهارده الفرق لغايه وقت المباراه بالظبط النهارده فرق زي الوصل وده اللي حصل خد بالك مع النادي الاهلي فرق زي الوصل النهارده لما تيجي تشوف المباريات بتاعتها يا كابتن في الاحصائيه اللي كانت موجوده هات الاحصائيه بقى يا سمير تسع مباريات مسجل 17 هدف وعليه 19 هدف ده معناه انه عنده هجوم قوي كابتن. ودفاع ضعيف جدا كابتن ضربات ثابته كل جوالهم اللي بيجيبوها برازيل بيعملها فوق الحيطه حلو والراجل اللي هو الياباني ده ولا الراجل اللي عندهم اسمه او بانسون الكوري ده بيطلع فوق بيطلع يزود زياده عدديه وفي نفس الوقت انت كل الضربات الثابته اللي عليهم اخطر حاجه بيتغلبوا على طول بيتضربوا بضربه لدرجه انت جبت جول النهارده في الملعب عندنا من ضربه ثابته ما حدش قابلها ما حدش جه ناحيتها انما كله خد باله من اللعيبه الثانيه وسابوا الكوره حتى راحت صح. دايركت على صح. دول يا كابتن اخطر ما فيهم الضربات الثابته واحسن ما عليهم حكايه ضربات ثابته ما عشان كده بقول انك انت الحاله الدفاعيه عندهم يا كابتن سواء اذا كانت ضربه ثابته ليه او عليه فانت في الحاله الدفاعيه ما بيمسكش كويس ما بيراقبش كويس عنده مساحات ده اللي قدرت تشتغل عليه بالظبط يعني كان ممكن تشتغل عليه هنا كان ممكن تسجل لو اشتغلت انت عليه كويس كان ممكن تكسب المباراه هنا 3 و4 وضيعت بعض الفرص نتيجه للضعف تمام في امكانيات اللعيبه الدفاعيه عندهم سواء اذا كان في الكرات الثابته او كمان في الكرات المتحركه الناحيه الثانيه زي ما كابتن شريف بيقول بيقدر يستغل الهجمات بتاعته بشكل جيد يعني انا عندي هجوم كويس ده معناه ايه لو انا عندي ضربات ثابته بقدر استغلها بشكل كويس لو عندي سرعات وانطلاقات بقدر بشتغل عليها بشكل كويس جدا فالمباراه بالنسبه له لو مفتوحه يا كابتن
اعتقد هتبقى اسهل بالنسبه له، مش اسهل بالنسبه للنادي الاهلي. السرعات اللي موجوده عنده في الخط الامامي، يعني احنا ما عندناش برضو السرعات الفائقه اللي موجوده في الحته اللي ورا دي. فلو الجيم مفتوح لو لعبنا جيم مفتوح مع الوسط هيبقى في عندنا مشكله كبيره جدا، هنقدر يعني واحد ضد واحد هتبقى صعب علينا جدا. الحاجات اللي موجوده من على الطرف في وجود ما اعرفش بقى مين اللي هيلعب التشكيل جاي لنا، كريم نيدفيد هو اللي هيلعب باك رايت. المنطقي من كلامكم المنطقي ان هو اكرم عشان يبقى فيه اثنين مختلفين في نص الملعب ويبقى فيه تكمله عدديه من كريم نيدفيد. اكرم على فكره لعيب كوره، اكرم لعيب كوره بيسموه لعيب حنت يعني بتاع شوارع وبتاع نص ملعب وبيقدر يلعب في اي حته يعني كان في انبيا بيكمل الثقه ان هو يمسك الكوره ويباص. خد بالك ما هو انت هو برضو بس الضغط عليه هو اللي ازاي هينزل من هو باك رايت يا كابتن يضم من الكوره الناحيه الثانيه. هل عنده ملكه ان هو بيعمل التغطيه صحيحه من الناحيه الثانيه؟ العكسيه دي هي دي اللي هتبقى كمان هتبقى قدامه مشكله كمان. لعيب نص ملعب يعني لما يلعب يبقى الخصم بتاعه هو الخط بتبقى مشكله كبيره بالنسبه له. يعني دايما لعيب نص ملعب بيلعب في حته فري، بيلعب في مساحه كبيره سواء كانت عرضيه او طوليه. لما تلعب على خط الملعب هو ده الخصم بتاعك بيسرح كمان، بتبقى مشكله كبيره. بيسرح تلاقيه داخل في قلب الملعب وسايب مشكله كبيره. هي الزيارات لو الزيارات لو كترت عليه هيقول لا فين انا راجل بتاع نص ملعب وبعمل زياده عدديه، هو عايز يبقى عنده الاكسجين ده. اتكلمت يعني في حاجه مهمه جدا في مباراه الترجي، كان في عدم رقابه او سرحان. النهارده مش مطلوبه، النهارده مطلوب لسه كان اسامه بيتكلم فيها الارتداد من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه بسرعه جدا، خصوصا ده فريق سريع جدا بيعمل الكاونتر اتاك. عشان كده انا مبسوط من عنصر الشباب ده اللي موجود عندك. عشان كده اتكلمت قلت عايزين اكرم يبقى باك رايت ونستفيد كريم نيدفيد في نص الملعب. بكريم نيدفيد خدت بالك عندنا اللعيبه كلها ما شاء الله صغيره، حتى عندك السلاله مكان انت عندك فرقه بره لو لعب بيهم اول الماتش ده ابصم لك ان انت هتكسبهم بتاع 3 4 ده فرقه بره تلاقي محارب واحمد ماهر وليد ازار وصلاح محمد علاء وصلاح محسن وليد ازار وناصر ماهر. ايه يا كابتن اسامه رايك في الموضوع؟ لا طبعا زي ما انت بتقول فرقه ولا مش فرقه يا كابتن بلال بره؟ لا ممكن تغير، ما هو دول الاساسيين يا كابتن. مش فاهم هو انت لازم يحصل لك مشكله عشان تقول هلب هلب؟ يعني مش عايزين هلب يعني وليد ازارو اسلام محارب وصلاح محسن يلا ربنا يعني ربنا يفتح البركه في اللعيبه اللي موجوده عندهم وناصر ماهر طبعا فتره لا لعيبه برده اللي موجوده بنفس القوه وبنفس بيمثلوا نفس الشكل. انما احنا بنطمع دايما ان احنا يبقى عندنا كافه الاسلحه اللي احنا نقدر ندافع بيها عن مباراه زي 2-2. احنا النهارده مش جايين نقول احنا الاهلي والوصل، احنا النهارده جايين نقول احنا متاخرين في تعادل 2-2 موقف لا يحسد عليه اي فرقه في العالم ولا حتى برشلونه. رايح تلعب في اي حته هتلعب على مبدا واحد بس انها تكسب 1-0 2-1 عايزه تلقط عايزه تشبط في اي حاجه، انما 1-1 دي كمان ما توداكش في حته خسارة. لو تكسب كمان خاصه احنا بنتكلم عن مراكز قوه في فريق الوسط عندهم برضو نقط ضعف، نقط ضعف زي ما احنا بنتكلم دخل في مرماهم 19 هدف بالظبط. عندهم خط دفاع فيه بطء في عدم رقابه جيده. وانت رحت اسامه كتير المباراه اللي فاتت، رحت مباراه الذهاب رحت كتير وضيعت الكوري اوبن سوكو يعني عبد الرحمن الماري النهارده موجود في مشاكل في خط الديفنس في الوقفه حتى نفسها ما بتلومش واقفين على خط واحد، تلاقي في واحد مغطي مثلا في الاوفسايد، في عدم رقابه دايما في الكرات العرضيه ما فيش رقابه جيده. في الجون يوسف زعابي شفناها في كوره احمد فتحي في المباراه الاولى مزغلل. الكره العرضيه اللي اتعملت عادت الناس كلها ودخلت مزغلل بالظبط. ميدو قال لك حته حلوه اهو، ميدو قال لك هم في نفس الشكل اللي بيلعبوا بيه ده مش منظمين. يعني جه قال لك احنا النهارده الدفاع بتاعتهم دي مش بالقوه قوي اللي عندهم الريزلتس كلها، انت لما بتضغط عليهم فجاه ولا بتخليهم هم ما هيسلموا لك الماتش بالظبط. يعني السؤال يا بلال، السؤال هل احنا كنا هنتكلم على فريق الوصل واهميه مباراه الاهلي والوصل دي نفس الكلام ده لو الاهلي خد البطوله الافريقيه، ولا هل الظروف المحيطه خارجيا هي اللي مخليه المباراه دي احنا بنتكلم عليها يعني مش عايز اقول اكبر من حجمها؟ لا حاجتين، المباراه بتاعت افريقيا تمام وظروف المباراه دي للمباراه السابقه اللي اتلعبت في مصر قبل كده. انت كنادي اهلي يعني صعب بالنسبه لك انك تخرج من بطولتين ورا بعض، اكيد تخرجت من البطوله الافريقيه فده مسبب مشاكل كبيره جدا طبعا للنادي وللجمهور والمدير الفني وللعيبه كمان، وعندك مباراه قبل كده سابقه 2-2 نتيجتها كانت في مصر في القاهره، فبالتالي مصعبه كمان الموقف بتاعك بالظبط. فانت النهارده مش عايز تخرج من البطوله العربيه، انت النهارده انت كنادي اهلي لكن حقيقه المباراه لا حقيقه المباراه المفترض تكون مباراه سهله بالنسبه للنادي ده اللي بتكلم بالنسبه كتيم
على الورق وطريقه لعب المباراه ممكن تكون سهله بالنسبه لي جدا. الاهلي فريق منظم جدا، خد بالك بطبيعه اللعب الاماراتي، ما اعرفش انت حضرتك متابعين اللعب الكره الاماراتيه، هم بيلعبوا دايما جيم مفتوح خالص. كل الكره كابتن شفت السوبر الاماراتي ما بين كان الوحده و بيلعبوا جيم مفتوح خالص، الجيم مفتوح 3 4 4 تقريبا و 3 3 وركلات جزاء، جيم مفتوح جدا. هي كده طريقه اللعب في الكره الاماراتيه بالشكل ده. فانت بتلعب فريق بيلعب جيم مفتوح، ما عندوش عنده مشاكل دفاعيه، بس في نفس الوقت عنده قوه هجوميه كبيره. يعني انت ممكن يكون القوه الهجوميه بتاعته على حساب النواحي الدفاعيه. فانت النهارده الاهلي لو منظم بشكل كبير بالظبط، دوافعه زادت قوي جدا. لو النهارده الاهلي بيلعب بشكل منظم جدا اعتقد المباراه هتبقى سهله جدا بالنسبه للنادي الاهلي. جميل قوي. لو فتحنا المباراه وكان في بعض من العشوائيه داخل الجيم لا هتبقى المباراه صعبه علينا بشكل كبير جدا. مين لان خلاص انت بتقابل 3 4 مهاجمين عندهم سرعه وعندهم مهاره، بتلعب فرقه متميزه جدا زي ما قال كابتن شريف في الكرات الثابته، فممكن تستغل اي كره ثابته انت ممكن تعملها، وفي نفس التوقيت بتلعب دفاع في 9 مباريات دخل فيه 19 هدف بالظبط. وانت برضو عندك اكتر من هدفين في الناحيه التهديفيه، انت برضو عندك مشكله في الحته دي. يعني دي الاحصائيه اللي كان بيتكلم عليها كابتن بلال وكابتن اسامه، من الدقيقه 1 دي الاهداف اللي دخلت في كل البطولات، من الدقيقه 1 لدقيقه 15 3 اهداف، ومن الدقيقه 16 لدقيقه 30 هدف واحد، من دقيقة 31 ل 45 7 اهداف، ومن 47 ل 60 3 اهداف. يعني اعتقد ان اكتر اهداف دخلت من دقيقة 76 لدقيقة 90 كان بمعدل 7 اهداف، اللي هي اخر مباراة اللي هي دايما بيبقى فيها المباراة اللي سمير فاتت. متميز بصراحة المباراة اللي فاتت سمير ده عالمي. المباراة اللي فاتت مروان محسن جاب هدف التعادل في الدقيقة كان 95 بالظبط، في الوقت الضايع خالص والحكم بيصفر. يعني كان هدف التعادل 2-2 كان عن طريق مروان محسن. لكن النهارده برضو يا كابتن ميدو واحنا بنتكلم على الفنيات وبنتكلم عن نقط الضعف والقوه، لازم نشكر جمهور النادي الاهلي صراحه. الناس الموجوده في الامارات اللي من حوالي يومين ثلاثه اول ما التذاكر اتطرحت هناك للمباراه الناس كلها راحت بسرعه عارف جمهور عشان النادي الاهلي. لما جبنا اللقطه الجماهير نايمه انت اتكلمت يعني لا النهارده كمان برضو يعني انا كلعيبه النهارده لازم يبقى في مسؤوليه النهارده جمهوري اللي في الملعب جاي يأذرني اللي جاي في ظهري لازم افرح الناس دي أكيد. لازم افرح الناس حتى اللي مش موجوده في الامارات كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. الناس اللي احنا شفناها في مباراه الترجي نايمه في الشارع ونايمه مستنيه التذكره أكيد. عشان أكيد. تروح تشجع الفرقه، ما انا لازم بقى عليا مسؤوليه ناحيه الجماهير دي أكيد. اتمنى ان شاء الله النهارده يعني تبقى يعني الاهلي يكسب عشان جماهيره النهارده بقى كتير جدا. الاهلي يكسب عشانها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يفرحونا. يعني خلينا اكلمك في نقطه مهمه جدا لعمق الدفاع بتاع النادي الاهلي، خصوصا كان في مباراه الترجي دخل في قلبك شك شويه، يعني اهداف دخلت من العمق الدفاعي كان كولوبالي مش فايق شويه، سعد برده التغطيه العكسيه اللي بنتكلم عليها دايما. النهارده برده انت عندك مشاكل او عندك مشاكل في الناحيه الهجوميه بتاعه فريق الوسط برده بيستغل عمق الهجومي كويس قوي. فانت ايه المطلوب من الحاله الدفاعيه؟ هل بتفكر تكرروا دي تعليمات الاطراف ان هم يهتموا بالتغطيه العكسيه اكتر من ان هم يطلعوا يقابلوا الراجل على الاطراف؟ احنا لو احنا رجعنا كده بالذاكره هتلاقي دخل الهدف فينا في مباراه الترجي كان من اللي كان في الدقيقه 46 في بدايه الشوط في نهايه الشوط الاولاني كان من عمق الملعب. لو رجعنا برده في مباراه الاسماعيلي اول مباراه في الدوري كان الهدف برده من عمق الملعب تمام 1 2 ضرب 1 2. النهارده في مناطق لازم يتم فيها الضغط بشكل كبير. في مناطق ممكن احلق اسيب الناس تحضر زي المنطقه اللي قدام، ممكن اسيب لو انا رجعت ممكن اسيبهم ينقلوا، دي مش منطقه خطوره. لكن اول ما فرقه المنافس تدخل في منطقه الخطوره دي في نص ملعبي على ال 18 لازم يتم الضغط الاول ان انا افسد الهجمه وان انا اقطع الكلام ده. وخلي دايما الاولويه اسامه لا ما انا هقول لك يا كابتن ميت دايما الاولويه ان يبقى في اثنين الاثنين مساكين ما يطلعوش بره العمق الدفاعي. لا انا ما بتكلمش الاول على اثنين مساكين، النهارده لما يبقى عندي في شغل من نص الملعب في الاثنين ديفندرات الاول لازم اكيد طبعا ما ينفعش ان انا اسلم خلاص الراجل المهاجم ده للاثنين مساكين بمنتهى السهوله بالزبط. لازم انا اضغط في الحتت دي بمنتهى القوه. بعد كده اول ما يدخل المنطقه دي لازم عند الاثنين الاطراف لازم يضموا. النهارده لو في هدف الترجي الاولاني كره اتعملت على سليف وسعد لو محمد هاني ما كانش مع حد لو ضامن من الاول واخد العمق ده معاهم وبقى ثلاثه كان ممكن يقطع الكوره خلاص دي طلعنا منها. انا بتكلم بقى لما سليف طلع قابل الراجل وبعدين قابله من بره كمان يعني الراجل ضربه من بره، دي كانت غلطه صعبه جدا على سليف كولوباني ان هو قابل الراجل عمل الوان وراح لافف سليف راح لافف له من بره. طبعا كولوبالي عشان طويل في السرعه بتاعته قليله الراجل راح باع نفسه فيها ما ينفعش. الجمله كلها كان فيها فرجه من عدم توقع من التوغل ده هينجح او احنا ماشيين خلاص ومستنيين
صفاره الحكم ان الدنيا هتمشي. هو الماتش مع الصفاره بيخلص. الحالات دي مش عايزين نشوفها تاني زي ما انتوا، خاصه بقى النهارده حكايه اللعب على خط واحد دي. انت عندك سرعات النهارده وعندك باك رايت غير مؤهل انه يلعب في المكان ده، فمش عايزين نلعب كلنا على خط واحد. لازم يبقى فيه هسه كده بين سعد سمير وكوليبالي في لان انا بشوفهم في المباراه اللي كانت في مصر هنا كانوا لاعبين على خط واحد خالص، حتى في ضربات الجزاء ابص عليهم طالعين في خط واحد كده مش مدين نفسهم راحه حتى في الهجوم علينا. تدي عمق سنه بس عشان الباك يقدر يغطي لك برده، عشان يبقى معاك اتنين زي ما انت قلت يقفلوا المكان ده. فاحنا مش هندي التعليمات دلوقتي احنا، انما هم اكيد خدوا التعليمات. والاداء الاهم ما انت عايزه في المباراه النهارده انك تحس ان انت بتلعب النجم اللبناني مش بتلعب الوصل الاماراتي اللي هم متعادل معاك. اللبناني تعادل معاك، طب انت كنت متعادل 1-1 هنا، كسبت 4 هناك، انت كسبت 4 هناك وتكسب 20 هناك. بالزبط. لو قال لك لو كانوا عايزين يكسبونا زي ما هم عايزين كان الاداء بتاع النجم اللبناني ده لازم تستحضره دلوقتي. انت التوغل ال1 2 الثقه في اللاعبين، فهو ده اللي احنا مستنيينه النهارده، هو ده الحاجه الوحيده اللي تقدر تدي لك الافريج بينك وبتاع. انما لازم اطلع اقابلهم من بره، ما اخليهمش يجوا لغايه عندي. لازم نص ملعبك يهجم عليهم من قدام، لازم الديفندر بتاعك يبقى مكمل معاهم، لازم تحسسهم ان كل زي ما قال اسامه اكيد وبلال ان كل كوره ملعوبه انها مقطوعه، مش على طول هم بينجحوا ان يطلعوها على اليمين يطلعوها على الشمال، بيبتدوا يبتكروا هجمه. يعني دي الجماهير اللي بيتكلم عليها كابتن اسامه بيتكلم عليها ضيوف الكرام، مش مهم خساره بطوله، احنا اكثر من 130 بطوله مكملين، احنا الاهلي نادي الكرم، مكملين احنا الاهلي نادي الكرم. الاهلي خلي بالك يا كابتن شريف اقولها تاني، ما دي الجماهير اللي احنا رايحين لهم. الاهلي واحنا بنقول عايزين تدعيمات في يناير وعايزين عناصر قوه ان شاء الله في يناير، انت بتوصل لايه؟ خسرت نهائي افريقيا بتطلع امام الترجي وانت بتوصل نهائي افريقيا. في ناس ثانيه بقى لها 15 سنه بتبني الفريق، بقى لها 15 سنه ممكن توصلت النهائي ده مره او خدت بطوله دوري مره، وانت عندك فرق بتكتسح كل بطولات افريقيا، وحتى وانت محتاج تدعيم بتوصل نهائي افريقيا. بالظبط. فكل اهلاوي لازم يفتخر بفريقه، لازم يفتخر بناديه. تمام. واحنا يا جماعه ما بنقذفش جبهات، انا بصراحه ضد قصف الجبهات لان ما فيش جبهات اساسا امام النادي الاهلي تقذف. المقاولين يعني عرب. مفيش جبهات علشان اصل دايما يا كابتن شريف ايه الناس بتتهمنا، كانوا فرقه محترمه جدا يا كابتن شريف، الناس بتتهمنا ان احنا بنقولوا انتوا بتقصفوا جبهات ومش عارفوا جبهات، واحنا اساسا ضد القصه دي خالص لان مفيش جبهات اساسا قدامك عشان تقصفها. دي القصه انا عشان الناس بس كل تيم بيبقى ليه اولوياته، كل تيم بيبقى ليه اولوياته وبيبقى ليه اهدافه، انت ممكن اهدافك تبقى مختلفه عن اهداف الناس التانيه، اهدافك طول عمرها مختلفه. انا بقول لك انت اهدافك يعني انت لما توصل نهائي وتتغلب تبقى زعلان وحزين ومتضايق وقرفان، تمام، لان انت هدفك البطوله. احنا بندافع عن 8 ابطال انديه، لا انت مش واربعه كابتن كؤوس وكم سوبر افريقي وكم كفر، انت يا كابتن انت احنا عندنا افريقياوي وعندنا كل عندنا الدولاب كل حاجه، انت يا كابتن بتدافع كمان عن لقب الافضل في العالم، مش انت بتدافع عن الافضل في مصر. قول لي بسرعه جدا حسن العبدولي ممكن يبدا المباراه ازاي؟ والله بص انا شايف ابتدي منظم جدا، ممكن ما ابتديش المباراه فاتح الجيم برغم ان هم السياسه بتاعته. مين عنده اريحيه بلال، هو ولا الاهلي؟ لا هو طبعا عنده اريحيه اكيد طبعا. خلاص هو هيبتدي اعتقد ممكن يبتدي جيم منظم، ممكن النهارده يلعب على الهجمات المرتده السريعه ويستغل مثلا انك انت ممكن تنزل ضغط عليه ويبقى عندك مساحات ورا الاثنين الباكين او عندك مساحات في الحته اللي ما بين الاثنين الاستوبرين، ودي المشكله اللي الكباتن اتكلموا عليها باستفاضه انك انت دايما عندك مشكله بين الاثنين اللي في القلب، يعني تحس ان في مشاكل كده خطوط مفتوحه ما بينهم الاثنين، سواء اذا كان بالدبل باس او الثرو باس او الكرات الطوليه او الهجمات المرتده. فالنهارده هو ممكن يبتدي الجيم مأمن نفسه بشكل كويس جدا، بيلعب الهجمات المرتده السريعه، بيعتمد على الاربعه اللي موجودين الفرود الثلاثه اللي تحتيه، بيعتمد عليهم في على المهارات بتاعته. تمام. كالترون؟ لا كالترون انا اتمنى النهارده انه الضغط يبقى عالي على فرقه الوصل، خاصه ان احنا بنقول فرقه الوصل عندها مشاكل في ناحية الدفاعيه وفي حراسه المرمى. النهارده يكون في الاستحواذ اللي بيميز النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله يعني حته برضو الفرص لما بتيجي فرصه لازم اكون مركز فيها 100% عشان اقدر اخلص المباراه بدري. يا رب. كابتن شريف زياده العدديه ان شاء الله من الاطراف عندنا هي اللي هتخلينا واحنا قاعدين بنتفرج او الدنيا كلها الاجهزه الفنيه بتاعه الوصل تحس ان انت عندك انياب النهارده موجوده جوه الملعب تقدر تهددهم وتقدر تحرز فيهم اهداف ان شاء الله. 4-2 النادي الاهلي. يا رب يا رب يا رب كل التوفيق النادي الاهلي. النهارده مباراه صعبه جدا لكن دايما الاهلي دايما بيسهل الصعب. اشوفكم بعد هذه المباراه على خير باذن الله ونفرح ونبارك لبعض.
اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. مباراه او اللي بيحصل ده جديد على النادي الاهلي، لكن طبعا احنا ما فيش في ايدينا حاجه غير ان احنا بنساند فرقتنا مهما كانت الظروف. لكن اللي بيحصل طبعا جديد على النادي الاهلي، ومش هخبي عليكم واتكلم معاكم بمنتهى الصراحه، كلنا زعلانين زعل كبير جدا لما يكون الحاجه في ايدينا وبتروح. ده مش النادي الاهلي، ده مش شكل النادي الاهلي، مش روح النادي الاهلي. تاني اقول بطوله، لان بطوله افريقيا كانت في ايدينا جدا جدا، كنا كسبانين هنا مكسب مريح، ورحنا هناك خسرنا بشكل غريب جدا. مش عارف الاخطاء هناقشها مع ضيوف الكرام، لكن النهارده كمان مكسب في ايدك ومسيطر على كل حاجه. انفراد يعني بضيعه وليد ازارو بغرابه جدا، كره الشناوي بمسكها بغرابه جدا، حاجه غريبه بتحصل انا مش فاهمها شخصيا، مش عارف انتوا فاهمين الدنيا ولا لا. اللي بيحصل ده مش شكل النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره بيتشبث باي فرصه بتجيله، خصوصا لما بيكون كسبان مفيش حد بيقدر يقرب منك. هل هي شكل فني؟ هل هو اداء لعيبه؟ هل هو ايه السر في كده؟ هعرفه من خلال ضيوفنا الكرام. برحب بيكم مره ثانيه كابتن شريف، كابتن بلال، كابتن اسامه. يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحه، واحنا هنتكلم بصراحه نشوف لو في اخطاء. حضرتك شايف المباراه ازاي؟ المكسب كان في ايدينا، يعني قول لي. انا مش هشوف المباراه دي بس، وانت لو تشوف البطوله دي، واحنا من ساعه اشتركنا فيها احنا بنتعادل مع لبنان على ارضنا، كويس، بنروح عشان نعوض فرقه اعتقد انها مش قويه جدا. الحكايه يا كابتن أزمة فنية. اللي أنت بتشوفه ده في أول، اللي حذرنا منه واللي اتكلمنا عنه ونوهنا عنه من قبل في البطولة الأفريقية وفي البطولة دي، أنت خسران الماتش من مصر، من إعدادك للبطولة دي، من إعدادك للمباراة دي، من تناولك في أدائك في مصر بنفس الشكل. ما زلنا بنتكلم إنك أنت بتلعب كرة دفاعية بحتة، ما بتلعبش كرة عندك العناصر القوية إن أنت تقدر تلعب زي ما ترجي لعبك بثلاث فراوده. انت عندك يعني امكانيه ان انت تلعب بثلاث فراوده، انت دايما متاخر، دايما قراراتك وتغييراتك بتيجي متاخره بعد ما تاخد الحدث. بعد الحدث انت تبتدي تجود، تبتدي تاخد العناصر القويه اللي عندك. ايه معناه ان انت النهارده بتلعب بمروان محسن لوحده وبعدين تروح منزله؟ قلت لك انا في قبل المباراه، وبعدين بعد ما تتاخر تروح منزل وليد ازارو. يعني اما انت عندك الوليد ازارو وعندك صلاح محسن وعندك مروان محسن وانت متاخر في المباراه اللي هناك اللي هي ما ينفعكش ليها اي شكل النهارده غير الفوز، انت ايه بتلعب ليه بالشكل برضه 4 2 3 1 ده اللي احنا مش فاهمينه اصلا؟ وبتجدد على عناصر جديده، قلنا بقى مركز الباك رايت ماشي احنا معاك انك انت بقى هتجدد كريم نيدفيد، هتحط اكرم، هتحط اي حد، انت مجبور انك تعمل كده. انما عندك لما شفنا البدلاء، عندك فرقه بحالها ابتديت تشتغل فيها على اخر تلت ساعه، وابتديت تشتغل فيها من بدايه الشوط الثاني، ابتديت يبقى عندك السطو وانت المكسب ليك في المباراه. زي ما انت قلت ازارو ده لو لف خد الكره بس يمين برجله كده شويه حطها في الجون الفاضي هيرقص الجول، تصرف غريب جدا. كل المحصله انك انت من ضربه ثابته قدرت تحرز هدف وقدرت ليك التفوق وتقدر بالهدف الثاني انك تعمل كده، انما ما عندكش في مجمل المباراه غير اخر كره اللي عملها صلاح محسن دي بالشمال وجات عرضيه وبعدين اتردت ومش مكتوبه لك ان انت تكسب يعني. ف ولا هم عملوا، انت بتلعب ثلاث لعيبه بس، هم معاهم رصيد يعني، انت بتلعب اثنين لعيبه كابتن كويس، هم معاهم ثقه كده في الاداء كويس، بيحاولوا يرقصوك وياخدوا منك انذارات وياخدوا منك فاولات، والحكم طبعا في ارض الخصم بيبقى يعني متحمس شويه مع اصحاب الارض. انما مفيش فارق انت تقدر تحزن عليه النهارده، مفيش نقل للحركه تقدر تعمل، كل الدنيا قاعدين متعصبين على حسام عاشور احنا في كل باصه، متعصبين على اكرم في كل لعبه، السبب الجهاز الفني بتاعك اللي مورطك في الشكل اللي انت بتلعب بيه ده. ما ينفعش يبقى عندك النادي الاهلي التيشيرت الاحمر ده، انت مش ماسك وادي دجله ولا ماسك فرقه في الدوري، انت ماسك النادي الاهلي. النادي الاهلي بالحسابات كده وبالامكانيات وبكل الورق اللي تحت ايدينا ده من احسن 3 4 انديه في العالم. لازم التفكير يبقى شكل تاني، من تعزيزات، من تصليحات، من اي حاجه. اللاعب ممكن يغلط يا كابتن، بنتكلم على وليد ازارو ضيع جون، بنتكلم على حارس المرمى بتاعنا تاني مره بيعمل نفس الخطا، نبحث ورا الاخطاء دي، مش يعني هو ما حدش بيكلمه مثلا ولا حاجه، ولا هو شايف نفسه السد العالي يعني، ده يتكلم، بس هو ممكن يخطا. انما ان انا اخطا من اول الماتش
كجهاز فني وما قدرش الامور بالشكل المطلوب للحدث بتاع اليوم، ولا يا كابتن بلال انا ما اعرفش كابتن اسامه يعني مش حاسين يعني بلال بتلعب باثنين لعيبه او ثلاث لعيبه، هو ده اللي انا شايفه بصراحه في المباراه كلها. شايف باتريس كالتورو كان اول مره بيظهر على عصبيه، احنا اتكلمنا قبل الاستوديو او قبل الماتش وقلنا في عصبيه هيقابلها، في ضغط نفسي هيقابله، الضغط ده ترجم للعيبه في الملعب. شفت برضو المباراه ازاي، لان انا بصراحه مش عايز اتكلم كتير يعني. بص شوف انا اتفق مع طبعا كابتن شريف في الكلام اللي هو قاله، المباراه النهارده لم تدار بالشكل كما يجب يعني من بدايه اللقاء، من بدايه التشكيل اللي احنا اتكلمنا فيه. النهارده اي فريق كبير، اي فريق كبير بيحاول ان هو يهاجم على الفريق الخصم عايز يسجل اهداف لازم يكون له اكتر من محور داخل الملعب. النهارده احنا مش شايفين النادي الاهلي غير ان هو بيعتمد على طرفي الملعب، خلاص خلاص حتى بقت فرقه الوسط حافظين طريقه لعب النادي الاهلي. انت عايز توصل على الطرف عن طريق حمودي، عايز توصل عن طريق محمد شريف، عمق الملعب مفيش اي اداء هجومي من عمق الملعب. احنا ما شفناش دبل باص النهارده، تخيل 90 دقيقه النهارده ما بتشوفش دبل باص ما بين وليد سليمان وما بين مروان محسن او حتى وليد ازار. النهارده انت كفريق كبير بتشتغل داخل الملعب لازم المدير الفني النهارده يكون حاطط اكتر من استراتيجي هجوميه داخل الملعب. لكن النهارده كون النادي الاهلي النهارده بس بيعتمد على طرفي الملعب في الهجمات بتاعته، طبيعي جدا ان اي فرقه من السهل انك توقف الطرفين الملعب، لان خلاص انت بتلعب ضد خصم اسمه الخط يا كابتن، وبتلعب ضد خصم تاني اسمه اللعيب، وهم بيعملوا عمليه التغطيه بشكل جيد جدا وبشكل رائع جدا. وشفنا النهارده يمكن اول 10 دقائق حمودي اشتغل واحده من ناحيه اليمين ومحمد اشرف اشتغل واحده الشمال، لكن في مدير فني قاعد شايف بره فابتدى يرحل للستوبر وابتدى يرحل لعيب نص ملعب فقفل لك حته الخط. النهارده كان لازم يكون ليك تواجد من نص ملعب، لازم يكون عندك البلاي ميكر صانع الالعاب اللي يضبط ريتم الايقاع. النهارده النادي الاهلي ما كانش بيتحكم في ريتم الايقاع، الفرق الكبيره دايما المعروف عنها ان هي بتتحكم في ريتم اللعب. النهارده النادي الاهلي ما اتحكمش في ريتم اللعب، النهارده النادي الاهلي كان بيجاري لعيبه الوسط الاماراتي بيلعب على طرف الملعب عايز يلعب كرات طويله. انا بتكلم هنتكلم عن مباراه النهارده، احنا مش يعني هو طبيعي جدا هو سؤاله تاخد ردوا عليك. لا مش النهارده بس طبعا، مش النهارده بس يعني. مش النهارده بس انت ما اتعلمتش من اخطائك من المباراه اللي فاتت، المباراه اللي فاتت ما اتعلمتش منها من اخطاء. ابتديت نفس السيناريو، ابتديت ضغط في اول ربع ساعه على الفريق، ابتديت تحاول ترهبهم في اول ثلث ساعه، بعد كده ابتديت تتراجع وتستسلم لاداء الوسط الاماراتي. النهارده هم كانوا بيحاولوا بقدر الامكان من اول دقيقه كابتن يضيعوا وقت، كان بيحاولوا ان هم يهدوا ويبطئوا رتم الاداء، وده وضع طبيعي. فرقه متعادله معاك في القاهره 2-2 بتلعب على ملعبها ما عندهاش الامكانيات الكبيره اللي تساوي امكانيات النادي الاهلي، فبالتالي كان عايز هو يبطئ رتم اللعب لان مش من مصلحته لا السرعات موجوده بالنسبه له ولا الامكانيات اللي موجوده المهاريه تخليه ان هو يقدر يجاري سرعه وامكانيات النادي الاهلي. فالنهارده مستر كارتيرون يمكن في سوء توفيق في اداره اللقاء النهارده من بدايه اللقاء، حتى كمان في التغييرات بتاعته. يعني احنا كمان استغربنا التغيير الاولاني كان ممكن يطلع مروان، هو مش انا مش عايز يطلع مروان، بالعكس انا كنت حابب ان هو يلعب باثنين فراوده زي ما لعب وكمل الشوط الثاني. بس انا كنت شايف ان انت عارف ان حمودي من اللعيبه نفسها قليل في الملعب، اللياقه البدنيه ما تسعفوش ان هو يكمل، وعندك محمد شريف لعيب سريع لعيب قوي عنده برضو قوه بدنيه. فالنهارده كان ممكن تستغنى عن حمودي بدل ما تيجي تطلعه بعد 10 دقايق كابتن وتخسر برضو تغييره، كان ممكن تطلع حمودي وتنزل وليد ازارو تلعب باثنين فراوده وتلعب باثنين فاتحين على طرف الملعب وخلاص. طالما انت كده بتعتمد على اثنين ميد فيلدرز ما عندهمش مهام هجوميه فكان لازم خلاص تقوي الجبهات بتاعتك، لكن ما ينفعش اغير واحد مكان واحد وانا عندي اثنين ميد فيلدر وعندي وليد سليمان القائد بتاعي داخل الملعب. انا مش قادر استغله بشكل كبير، مش قادر استغله لان وليد بيتميز بالسرعات بالانطلاقات، انت مش قادر تعمل له الحته دي. فكان لازم النهارده التغييره بتاعتك حمودي يخرج وينزل وليد ازارو، يطلع وليد سليمان على طرف الملعب وتلعب ب 4-4-2 الطريقه العاديه جدا، وتلعب وتستغل الكرات العرضيه. انت كمان حتى بعد ما غيرت الطريقه برضه بتلعب بنفس الشكل وبنفس الاسلوب، بتلعب ب 4-4-2 تمام، بس باسلوب 4-2-3-1 هي نفس الطريقه، ما بتعتمدش على طرف الملعب بتاعتك في الكروسات. انت خلاص برضو عايز تلعب الاثنين يرجعوا ويبقى وليد ازارو مش المحطه بالنسبه لك، يبقى هو الشادو سترايكر اللي هو رقم 10 وتلعب بمروان محسن هو ده الفرد الرئيسي بتاعك. عشان كده ما قدرتش النهارده تتحكم في رتم اللعب. عشان كده النادي الاهلي النهارده ما قدرش يوصل، حتى يعني انت النهارده كسبان 1-0 ومع ذلك مش قادر تسجل اهداف، مش قادر تروح باكتر من فرص. الفرصه اللي رحتها برده كاونتر اتاك او سبيد اتاك، برده ما رحتش بهجمه منظمه بالنسبه لك، برغم ان انت بقى اصبح عندك عدد لعيبه كتيره في الخط الامامي. فالنهارده مستر كابتن لا، انا مش شايف ان هو لم يوفق النهارده في اداره اللقاء، حتى كمان في التغييرات بتاعته، حتى التغيير الثالث كمان صلاح محسن يا كابتن كان لازم ينزل برده من بدري شويه يلعب، طالما عايز تستغل السرعات وتستغل امكانيات ومهارات اللعيبه بتاعتك لازم تلعب الجيم مفتوح وتبتدي من بدري. انت خسران مش كسبان، وانت عارف ان انت عندك مشكله دفاعيه، واحنا اتكلمنا يمكن اسامه اتكلم
كابتن شريف اتكلم وقال احنا مش بس الحته الهجوميه احنا بندور عليها، احنا برضو بندور على الحته الدفاعيه. فكون ان انت مش قادر توصل عشان تسجل الهدف الثاني، لان انت الهدف الاول مسجله من ضربه ثابته، ما سجلتوش من لعبه متفق عليها او من تكتيك او من شغل او من شغل جمل تكتيكيه انت بتعتمد عليها، سجلته من ضربه ثابته. فبالتالي الفرص اللي راحت للنادي الاهلي انا بشوفها فرصه مروان الشوط الاول، فرصه أزار الشوط الثاني، هم دول الفرصتين. ومروان الفرصه اللي المفروض كان يلف فيها شويه ملف. بص دي مش فرصه حقيقيه يعني كان شبه برضه يعني بس مش فرصه حقيقيه يا ميدو. الفرصه الحقيقيه هي فرصه وليد أزار من كاونتر اتاك، وفرصه برضه مروان محسن الشوط الاول. النادي الاهلي محتاج يعني انا من وجهه نظري ما اعرفش الكباتن وهم مهاجمين كبار، محتاج واحد يشتغل مع المدير الفني على اللعيبه المهاجمين اللي موجودين. انت النهارده يا جماعه من نص فرصه المفروض تسجل في مباراه لا تحتمل يا كابتن انك تضيع نص فرصه، لا تحتمل. النادي الاهلي محتاج مدرب في الفرقه او المدرب العام او المساعد المدرب يشتغل مع اللعيبه المهاجمين. مش ممكن ان انت تيجي وقت عليك من الاوقات انك بتضيع فرص بالشكل ده، صعب جدا. المباراة الثقيله لا تحتمل اضاعه الفرص، المباراة الثقيله لا تحتمل حتى كمان ان انت تضيع نص فرصه. احنا بندور على خلق الفرصه مش بتدور على ان انت تضيع فرصه والثانيه والثالثه. يعني لو احنا بنشتغل كتير يا كابتن عجون او بروح هعذرك هعذر اللعيبه، لكن انت بتروح مره او مرتين في الماتش كله، فبالتالي لازم اللعيبه اللي موجوده يبقى مقدرين. ليه يا كابتن بروح مره ولا مرتين؟ ده طريقه لعبك كده يا كابتن، امكانياتك في الملعب الراجل حتى الحاوي بتاعك كواليتي مش لاقي يلعب لحد قدام. حمود يا كابتن النهارده مش لاقي يعمل لحد قدام، والراجل مروان محسن اللي احنا يعني بنشفق عليه كمان مفيش السبورت. السبورت بص لما حصل طيب يعني طيب طيب احنا اتعودنا مع حضراتكم ان احنا وقت الجد هنتكلم جد جدا، لكن وقت ان احنا بيبقى الموضوع لسه فيه ولسه الدنيا بنتكلم بنبقى في ظهر كل حد، لكن وقت الجد لازم نتكلم جد ولازم نتكلم بمنتهى الصراحه، وده اللي انتم شايفينه من الكباتن كابتن شريف والكابتن بلال ولسه الكابتن اسامه هيتكلم. كل ده كل الاخطاء اللي احنا بنتكلم فيها، والاهلي كان كسبان 1-0. كل اللي بنتكلم فيه هم راحوا من ناحيه الشمال من ناحيه ايمن اشرف مره واثنين وثلاثه وبرده كانوا بيروحوا، يعني حتى ما فكرناش ان احنا نقفل الحته دي، وكان ممكن يجيبوا فينا جوان، لكن كانت الدنيا 1-0 وخطا. الموضوع يا كابتن اسامه هل هو زي ما كابتن بلال بيقول، هل هو الجهاز الفني محتاج مدرب يمرن المهاجمين على فرص، ولا النادي الاهلي شخصيته مش ماشيه مع شخصيه باتريس كالتيرون؟ هو ده سؤال صريح جدا، يعني رد عليه الاول وبعد كده اتكلم في اللي انت عايزه. انا هقول لك، هي الفكره مش تغيير اسلوب لعب 4-2-3-1 ولا 4-3-3 ولا شخصيه، انا بتكلم على شخصيه. هي نوعيه اللعيبه، لازم اللي يمثل النادي الاهلي يبقى نوعيه مختلفه عن اي لعيب، علشان كده دايما لعيبه النادي الاهلي مميزه. في ناس انا مش هذكر اسماء، لكن شيرت النادي الاهلي تقيل عليها شويه، ما تستحملش الضغوطات، ما تستحملش شخصيه النادي الاهلي. يعني هو خطا لعيبه ولا خطا جهاز ولا خطا مشترك؟ خلص الحته دي يا كابتن ميدو. فالنهارده داخل الملعب في نوعيه لعيبه يعني مع احترامي ليها يعني شيرت النادي الاهلي كبير عليها، لا تمثل النادي الاهلي وما تستحملش الضغوطات اللي تلعب فيها في النادي الاهلي. زي ما قلت لك النادي الاهلي دايما كل تمرينه وكل مباراه لازم يبقى فيها ضغوطات. تمام. في نوعيه لعيبه ما تستحملش الكلام ده. تمام. تاني حاجه في اخطاء فنيه من بره، بدايه من التشكيل زي ما احنا اتكلمنا، قلنا مش دي افضل تشكيله النهارده ممكن تبدا بيها. دليل على كده شفنا 45 دقيقه في الشوط الاولاني، لا يعني ما النادي الاهلي ما قدمش اي حاجه. لما بدات اسلوب اللعب يتغير الشوط الثاني بدانا نشوف في نواحي هجوميه، سجلنا هدف، بدا تروح وتضيع فرص. التغييرات شفنا تغيير احمد الشيخ، اصفرت عن تغيير احمد الشيخ، لا دليل ان كارتيرون مش مذاكر الفرقه، مش محضر نفسه للسيناريو اثناء المباراه. يعني تغيير احمد شلت حمودي وحطيت احمد الشيخ، طب احمد الشيخ اضاف ايه؟ احنا قلنا كنا بنتكلم عندك ناصر ماهر عايزين واحد يربط الخطوط وحط وليد سليمان، ولما وليد سليمان اشتغل مكان محمد شيخ بدانا نشوف شغل. لازم ناصر ماهر ياخد فرصه، انت ياخد فرصه ويبدا يشتغل. الراجل ابتدى بدايه كويسه وبدا. انت النهارده انا بعاقبه ولا بعاقب النادي الاهلي؟ انا لازم خلاص انا ممكن اخصم منه، لكن في وقت لازم الراجل يدخل، خاصه ان احمد شيخ بعيد تماما. لعب النهارده حوالي 30 دقيقه، لا يعني واضح ان هو بعيد، وده لعيب بتاع بدايه مباراه مش بتاع تغيير احمد شيخ. الحاجه الثانيه اتفرج على الخطا، الهدف اللي دخل فيه خطا ويعني واخطاء ساذجه جدا. مش ممكن النهارده اكرم توفيق الراجل واقف على الخط، وشه للخط، وشه للاوت، اروح ازقه واعمل فاول؟ ده ما مش يعني ما ينفعش. احنا مش هنقول زقه ماشي، لا. هو ماشي النهارده بس عشان نبقى منصفين سريع. يعني عشان نبقى منصفين بس سريع، لكن النهارده لازم انا كلاعب لازم افكر في منطقه هنا، هم مميزين في الكرات العرضيه الكرات العاليه، يبقى ما ينفعش اقلل اخطائي. ما ينفعش النهارده الراجل كمان حتى لو لف
هيعمل ايه هو في الحته دي بره؟ هيشوطها عشان بره صعبه. فمن النهارده ما دي خبرات لعيب ما ينفعش اعمل تحل المهاجم. تاني حاجه خطا الاخطاء الشناوي، يعني مع احترامي الشناوي اشدنا بيه فترات كبيره كاس عالم وساندناه، لكن النهارده الخطا مش وليد النهارده، لا ده انت في اخطاء بقالها فتره، اخطاء في مباراه وفاق الصيف النهارده برضو هناك النتيجه لما طلعت 2-1 بيمسك الكوره ركب الفرقه عليه. انا ما بتكلمش على الشناوي، لكن انا بتكلم على منظومه حراسه المرمى كاملا. منظومه حراسه المرمى النهارده الشريف اكرامي خد فرصه لما الشناوي اتعور في مباراه الوصل الاماراتي الاولى برضو ما كانش جاهز. علي لطفي في مباراه الاتحاد السكندري والترسانه ما كانش جاهز. يبقى النهارده في لازم يبقى في عندك علامه استفهام في حته حراسه المرمى. النهارده الناس حتى لو انا عايز اشد الشناوي الثاني مش جاهز عندي. فانا عندي مشكله وتحضير الناس دي للمباراه والدوافع النهارده. طب انا ممكن اكسب المباراه 1-0 ايه المشكله؟ مفيش مشكله. لكن النهارده مفيش مشكلة. يعني الوصل ما راحش بيك بكره خطا، ما هي هيروح بواحده، لازم يبقى عندي تركيز 100%. حتى لما الكره عدت الشناوي مكمل على الراجل، لا طب انا ارجع، لا هو رجع الجول بتاعه هيمسك الكره بمنتهى السهوله. ده دليل واحد يعني لازم انا ابقى اكون محضر نفسي. يعني لازم اكون في كامل تركيز. النهارده يعني زي ما بقول لك القياده الفنيه من كارتيرون لا فيها اخطاء كتير جدا، وكانت باينه كمان. انا بتكلم على النهارده فيها اخطاء قبل كده، بس انا بتكلم على النهارده مباراه الوصل حتى هو واقف متعصب على متعصب قوي حتى في اخر المباراه، ولما الوصل الاماراتي جاب فينا جون وعندك ممكن كمان 10 دقايق ممكن تعوض فيها، برضو رجعنا تاني للاسلوب ان انا بعمل من هنا بعمل طويل، وطلع سليف كولوباني مش ده اسلوب النادي الاهلي. اسلوب أكيد النادي أكيد الاهلي أكيد لاخر ثانيه بلعب برضو بالارض بنقل الكوره ما بين الناس عشان اوصل. الحاجه الثانيه النادي الاهلي لازم ده اللي بيميزه، لازم يبقى عندك واحد بيربط الخطوط ببعض. لما كان وليد سليمان في الحته دي بدات طلع محمد شريف مين اللي بقى بيعملها؟ مفيش حد. يعني انت بتلعب باثنين مهاجمين لازم واحد يبقى تحت اللي بيربط حسام عاشور بالمهاجمين. هو ده الفكر والاسلوب بتاع باتريس كالتيرون من ساعه ما تولى المسؤوليه الفنيه للنادي الاهلي. هو ما بيلعبش ان هو ينقل كتير، مش محتاج بلاي ميكر، هو محتاج ان هو بينقل الكوره في اقل عدد من النقلات لفوق، وده من اول ما جه النادي الاهلي. هل الاسلوب، هو السؤال ليكم، هل الاسلوب بتاع باتريس كالتيرون لغايه النهارده يتماشى مع النادي الاهلي او انتوا عندكم كلام تاني؟ لا بص مستر باتريك باتريس كالتيرون لم يضيف شيئا من ساعه ما جه، واللعيبه اللي كانت موجوده دي باصاباتها بقى بخروج لعيبه معينه برضو مش ده التكوين الامثل ان هو يبقى يمثل الاهلي في بطوله العرب وفي بطوله افريقيا وفي البطوله المحليه. البطوله المحليه اصعب دلوقتي باللعيبه اللي بتلعب في مصر دي من البطوله اللي انت طلعت منها دلوقتي. يعني اي فريق موجود في مصر دلوقتي اقوى من فرقه الوصل المغربي بكتير. يعني انت كمان هتقابل شراسه في الدوري المحلي مش بتاع 4-2-3-1 برضو، انت اسمك النادي الاهلي اللي هو 4-3-3 باللعيبه دي لغايه اما تشوف هتستخدم في يناير مين اللعيبه اللي انت وعدت بيها وقلت هيبقى فيه حاجات كويسه جايه. اللعيبه دي هتغير لك الفكره. لما يجي لك لعيب بينقل حركه جوه اللي انتوا بتطلبوه انت واسامه واحنا كلنا، هل هتسمح له؟ احنا بنطلب بالشكل الاهلي يرجع للشكل الطبيعي. محتاج الملعب محتاج الشكل الاهلي الطبيعي. كويس الشكل الطبيعي اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، هتلعب برضو بنفس الاسلوب ده اللي اسامة عاشور والسوليه وثلاثة وواحد وازارو. ما كل يعني مدرب ليه طريقة. مش كل مدرب، هو لم انت سألتني عنه بالزبط. انا قلت لك لم يضيف اي شيء بالنسبة للتاكتكس بالنسبة للشكليات بالنسبة للحاجة. كابتن بلال ممكن هو يغير فكره ولا هو خلاص ده فكره وده اسلوب لعبه ومش شكل النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه كجماهير؟ بص احنا يعني لازم نتفق ان امكانيات اللعيبه بتاعتك هي اللي بتجبرك انك تلعب باي ستايل في الملعب او باي شكل واي طريقه في الملعب. ده وضع طبيعي جدا. ما ينفعش يبقى انا عندي كابتن النهارده اثنين فراوده جامدين جدا ومريح واحد وبلعب واحد ثاني. ما ينفعش يبقى عندي واحد بلاي ميكر ممكن يعمل لي عمليه الربط اللي بيتكلم عليها الكباتن كابتن شريف كابتن اسامه وانا بستغنى عنه بلعب 4-4-2. ما ينفعش حتى كمان وانا بلعب 4-4-2 يبقى بلعب بالشكل والاسلوب ده. هي كرات الطوليه عشان انت مش محافظ 4-4-2. اسلوب لعب النادي بس اسلوب لعب الفرق الكبيره وده اللي هنرجع نتكلم فيه. اسلوب لعب الفرق الكبيره مختلف عن الفرق الصغيره. الفرق الصغيره دايما بتعتمد على الكرات السريعه انه يقطع ويلعب كرات طوليه، عنده اثنين مهاجمين قدامه عنده واحد انت قلت الكلام ده قبل كده بيعتمد على السرعه بتاعته. الفرقه الكبيره
مش ده الستايل بتاعها. ليه مش ده الستايل بتاعها برضه عشان الناس تبقى فاهمه ليه الفرق الكبيره ما بتلعبش بالشكل ده؟ لانه انت بتهاجم بيبقى عندك حاله من الدفاع. الفرق اللي قدامك بتدافع بشكل منظم، عندها كثافه عدديه، مفيش مساحه ما بين الحارس المرمى وما بين المدافعين، فبالتالي مفيش المساحات اللي تستغل فيها السرعات بتاعتك، مفيش الكلام تمام. اذا الطريقه اللي هي اللي انت بتتكلم عليها دي انه يلعب الكرات الطوليه لا تتناسب مع امكانيات الفرق الكبيره بشكل عام. فالنهارده النادي الاهلي لازم يرجع للطريقه المعتاده اللي هي طريقه من الرجل. هل ريلي. هو ممكن يغير شخصيته؟ لازم يغير. لا بص، ما فيش حاجه اسمها هل ممكن، حاجه اسمها لازم يغير. في مدرب عنده مرونه تكتيكيه وانت عارف طبعا اسامه عارف، وفي مدرب هو حافظ طريقه شغال بيها وبينجح بيها، هو من وجهه نظره بينجح بس بيها. الطريقه مش ناجحه مع النادي. انا ده سؤالي. هل هو ممكن يعمل عنده المرونه التكتيكيه دي، ولا هو خلاص ده شكله وده اسلوبه؟ لا واضح ان هو ده شكله وده اسلوبه، بس ده سؤال. واضح ان ده شكله وده اسلوبه، لان لو هو هيغير الطريقه بتاعته او هو عنده مرونه كانت اتغيرت اثناء الجيم نفسه. مش هقول لك بقى من جيم لجيم او من بعد ماتش، اثناء المباريات قصدك. اثناء يعني النهارده اثناء الجيم يغير من الطريقه بتاعته. يعني احنا واحنا قاعدين الكباتن كلنا اتفقنا ان في تغيير لازم تحصل. ينزل ناصر ماهر يبقى هو البلاي ميكر بتاع النادي الاهلي عشان رتم الاداء بتاع النادي الاهلي، عشان يقدر يخرج على الناحيه الثانيه، يقدر يكمل مع الفيرود. النهارده احنا قلنا مفيش كابتن هجمه من نص ملعب، مفيش واحد راح من نص ملعب مع الفرد وسامن، ما حصلتش النهارده طول المباراه. فالنهارده لازم تغير من شكل ادائك داخل الملعب. نفسي اجيب احصاء لحسام عاشور، ده مسك الكوره كم مره؟ هتلاقي بتاع 200 مره 300 مره، الدنيا كلها فوق دماغه هو. رايح بقى حسام عاشور بيسلم لمين يا كابتن؟ مفيش. اول ما يجي يبص قدام يا باك ليفت يا باك رايت، لا باك ليفت، وعندك ايمن اشرف برضه في الباك ليفت. يا اسمه ايه ده، محمد شريف اللي انتوا عيبتوا عليه على الخط، زعلان معلول يشتغل كروسات، كروساته كلها من بدري، مودي اللعيبه بتاعته على الخطوط برضه. ما شفناش النواحي الهجوميه دي من النادي الاهلي، لازم انوع. احنا قلنا بشتغل على الاطراف، لو الاطراف ممسوكه زي النهارده يبقى عندي في الاهلي النهارده الاطراف ما اشتغلتش، الاهلي ما فيش شغل، خلاص النادي الاهلي وقف. اتكلمنا الكلام ده قبل المباراه، احنا لازم في تقارب للعيبه. قلنا الراجل ده يعني اللعيبه ابتدت حتى تتعصب على بعض. انا النهارده شفت كوليبالي وايمن واشرف، لكن دي اول مره نشوفها بقى لنا فتره تعصبوا على بعض. مضغوطين جدا حتى كمان جدا. بص لو انت بتلجا للعب على الكرات الطوليه لازم يكون لازم تلعب اسرع ناس موجودين عندك لعبوا على الخطوط، او حتى كمان كفيرود لو بتلعب الكره. بص عشان نبقى يعني منطقيين واحنا بنقول وبنشرح للناس، انا النهارده في اوقات كتيره جدا تقطع الكره من نص ملعبك وتعملها كره طوليه، انت بتلعب بفرد واحد بس على اثنين سرد باكات، والفرد الواحد ما عندوش السرعه الكافيه دي. امكانيات ربنا سبحانه وتعالى، مش بنعيب في مروان محسن، ولكن انت برضو بنعيب في طريقه اللعب او نظام اللعب داخل الملعب. انت لما تلعب على الكرات دي لازم يبقى اسرع واحد عندك في الملعب هو الموجود على طرف الملعب. ده وضع طبيعي. انما هتلعب هتستفيد من الكرات دي ازاي؟ فبالتالي انت عامل على نفسك ضغط شديد جدا جدا، لان الكره بتتقطع وترجع لك بسرعه تاني. لو انت في حاله دفاعيه وبتلعب الكرات الطوليه طبيعي جدا ان الكره هترجع لك تاني وبسرعه جدا، هتفضل دايما مضغوط. انما لو بتطلع الكره من رجل لرجل اعتقد دي هتبقى افضل بكتير جدا، والنادي الاهلي كان معتاد عليها بشكل كبير. يعني انت النهارده كانت رمانه الميزان بالنسبه لك عبد الله السعيد الموسم الماضي، بدل عبد الله السعيد وجي ناصر ماهر كان بيأدي اداء رائع جدا جدا. ناصر ماهر لظروف ما تمام خرج بره تشكيله النادي الاهلي، فاصبحت انت مفتقد الحته دي. مفيش نادي في العالم كبير اللي لازم يكون عنده معلم في الملعب بلغه الكوره، لازم يكون في معلم في الملعب. هو اللي بيظبط الريتم، هو اللي بيظبط رتم الاداء، هو اللي بيهدي اللعب، هو اللي بيسرع، عنده مهارات عاليه جدا، يقدر يلعب على الجول، يقدر يسجل اهداف، يقدر يعمل الثرو باسز، يقدر يلعب اطراف الملعب. النادي الاهلي في مباراه النهارده والمباراه اللي فاتت مفتقد النقطه دي، مش موجود. بقول لك ايه، موجود الراجل كابتن، الراجل اسمه كايو ده بتاعهم رقم 10. انا بلعب، انا كمدير فني واقف على الخط شايف ان انا بلعب لعيب واحد في الفرقه. لا بتلعب اثنين لعيبه، اثنين او لعيب واحد، وانت واقف مغيب، والراجل بيستلم الكوره، الراجل بيستلم الكوره ده ما هو الفريق الوسط 90 دقيقه هو اللي عامل لي المشاكل، وانا راجل واقف على الخط طلعت مفيش اي يعني كلامك طبعا يا كابتن شريف وكابتن بلال طبعا كلام منطقي جدا، واحنا بنتكلم كلام دلوقتي من قلب الجماهير. كل تساؤلاتكم اعتقد ان احنا بنجاوب عليها، لكن دلوقتي باتريس كالترون هيطلع يقول انا كنت كسبان بالرغم من كل المشاكل اللي بنتكلم فيها دي يا كابتن اسامه. انا كنت كسبان 1-0 وكانت النتيجه تطلع 1-0، كان عندي خطا فردي لمحمد الشناوي. ممكن ترد عليه تقول له ايه؟ لا هو الخساره ما بحملهاش لواحد بس. من بدايه المباراه ما بيقول لك في 45 دقيقه النادي الاهلي الشوط الاولاني ما يعني ما راحش المرمى خالص. بدايه من تشكيل المباراه في خطا،
وكان طب ما كان في مباريات قبل كده برضه يعني احنا مش هنتكلم نقول على خطا الشناوي بس طب ما في مباراه الترجي اللي هناك يعني في مباريات ثانيه طب يعني كارتيرون ما حضرش اللعيبه التحضير كويس وما ذاكرش الفرق الثانيه كويس حتى تغييراته وتشكيلاته ما كانتش كويس النهارده يعني في اعتماد على اشخاص معينه هي اللي كانت موجوده طب ما انت النهارده يعني صلاح محسن راجل ظهر فتره كويسه ليه يقعد النهارده يتم الدفع بيه ممكن من بدايه المباراه حتى لما شفنا النهارده صلاح محسن نزل يعني خد كره منها كام واحده من ناحيه الشمال وبدا يشتغل من ناحيه الشمال وكان ليه خطوره وليه بصمه ورجليه في الملعب نص الماهر كان زي ما بنتكلم دخل وبدا يدخل وبدا يخش في تيم النادي الاهلي خلي بالك عبد الله السعيد لما بدا يلعب ويحصل عمليه النضج ما تمتش غير بعد 3 سنين عبد الله السعيد لعب عشان اخر 6 اشهر في حياته في النادي الاهلي تمت بعد 3 سنين اخر 6 اشهر عمليه النضج تاني تجديد انه بدا سما ايوه تاني تجديد انت نص الماهر مهمه جدا لعيب كويس اضافه كويسه ابتدى في مع النادي الاهلي بدايه كويسه وصغير عنده 21 سنه عنده 20 سنه تبدا تدخله النهارده كنت دايما انا في الاستوديو بقول يا جماعه اصبروا على ناصر ماهر يا جماعه ما يعني في كلام اصل ناصر انه لعيب اناني هو صانع الالعاب كده عبد الله السعيد هو النهارده عنده خبرات قعد سنتين هيتعلم ومستواه يتطور ازاي وهو لازم يلعب ان شاء الله عليه واحمد حمدي لازم انت عندك احمد حمدي كمان لسه لغايه دلوقتي انديه عايزاه اوروبيه حتى يعني النهارده بقول لك الاطراف يعني لما بتتمسك ما عندكش تنوع في الهجمات ما عندكش الاسلوب الفرد ونرجع تاني برضو الحته الدفاعيه عندنا مشاكل في الحته الدفاعيه في الاخطاء يعني لو تسمحوا لي ان انا اقول ان احنا الفتره الاخيره اهتمينا بحاجات وسيبنا اهم نقطه اللي هي نقطه الاداره الفنيه مع احترامي للجميع الاداره الفنيه لكن ده كان الطبيعي وده كان عادي جدا ان احنا ما نتكلمش في اي حاجه فنيه خصوصا احنا كنا مقبلين على مباراه زي بتاعه النهارده مباراه مصريه ان انت تلعب تطلع او تستنى لكن اعتقد ان لازم نبص للنقطه الفنيه دي يا كابتن شريف خلاص بقى ما هو الراجل بيصرح قبل المباراه انا جاهز للرحيل لان هو حاسس بنفسه يعني ان هو النهارده لو ما عملش نتيجه ايجابيه خلاص بقى معرض ان هو ملوش حظ مع هذا الفريق وهيبقى فيه بديل اذا كان من جهاز فني جديد او شكل من اللعيبه هتنضم في يناير باذن الله خلاص احنا مش هنبكي بقى على اللي راح يعني احنا هنبتدي سنه جديده بشكل جديد نحافظ على بطولتنا اللي هي نعتبر ان هي المقربه لينا والمعززه لينا ونحن اصحابها بطوله الدوري وبطوله الكاس ودي بطولات برضو بتاهلك لسه دوري ولسه كاس لسه افريقيا كمان اقل من شهر عندك مباراه افريقيا هو راجل مصرح قبل الشكل ان هو ما عندوش احساس حتى انه هيعدي قال لك انا جاهز للرحيل يعني لو عايزين تغيروني الروح دي مش روحنا احنا ولا الاداء ده ادائنا اي مدرب مصري لو معاه نفس اللعيبه دي هيقدر يعمل عمليه تدوير ليهم مش بهذا الشكل الحقيقه هيبقى عنده الفيجن او الرؤيه ان هو يقدر يهاجم الخصم في عقر داره مش هيتناول المباراه دي في مصر باللعيبه دي ومريح لي لعيبه وعور لي لعيبه يعني بدل ما يريح احمد فتحي لعب احمد فتحي بدل ما ينزل لي ازارو في الماتش ده لعيب فيرود بيلعب في الماتش كله بيعمل له 20 30 دقيقه اسبرنتات ما عملش كده ففي يا كابتن اول مره في حياتي اتكلم على جهاز فني في حياتي انا لا احنا انت بتتكلم مع العذر بالمستشفى اللي بتحصل في النادي الاهلي يا كابتن احنا اتفقنا ان احنا مع عذري في المستشفى اللي بتحصل في الاصابات في عوده اللعيبه ورجوع اللعيبه ودخول اللعيبه وانتشار لعيبه والنهارده ما عنديش لعيبه ده برضو بحمله الجهاز الفني بيلعب بسمعه انا حاسس ان هم مغيبين عن شكل الطريقه اللي النادي الاهلي لازم يلعب بيها في الفتره دي فيها كابتن في وقت بنقول بندعم احنا ايام اتكلمنا على باتريس كالترون وقلنا مدرب ومدرب ومدرب وده كان دورنا وده يفضل دورنا احنا دايما عشان خدك بنقطه واحده لا لا ووصلت لا لا للفاينل احنا علشان احنا لو كنت بتلعب مع فرقتين يا كابتن مش عشان كده يا كابتن شريف احنا كنا الدنيا كانت طريقه اللعب كانت باينه بالنسبه لنا كلنا وطريقه الاهلي مش هي الاهلي لكن كان لازم ندعم واحنا اتفقنا على كده هندعم لغايه لما نلاقي في بقى لا لازم نتكلم لان مصلحه الاهلي فوق اي حد مع احترامي لكل الاجهزه الفنيه هي دي اللعيبه اللي كانت مع كابتن حسام بدري مع ان برضه انا عندي تحفظات كتير جدا عليه هي نفس اللعيبه مفيش حصل حاجه اجاييه اصيب عندنا الشيخ عندك ناصر ماهر عندك احمد عندك لعيبه كتير جدا لكن مفيش حاجه حصلت جديد غير بس اداره فنيه راحت او ضيعت بطوله كبيره جدا زي افريقيا كان الموضوع كان سهل جدا برضه فريق الترجي مش فريق مرعب بطوله زي النهارده بعتبرها بطوله لان الماتش ده كان هيفوقك وكان هيرجعك تاني جدا لكن الحمد لله على كل شيء هنتكلم في كل هذه النقاط ونشوف ايه الحلول المتاحه مع ضيوف الكرام بعد هذا الفصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. لسه بنتناقش مع ضيوف الكرام كابتن شريف وكابتن بلال وكابتن اسامه في كيفيه علاج هذه النقاط السلبيه المؤثره بشده على اداء فريق النادي الاهلي واللي ضيعت ماتشين ببطولتين كانوا سهلين جدا جدا. انت يعني خلاص كانوا في ايديك بطوله افريقيا بطوله كبيره جدا كنا مستنيينها، لكن الحمد لله النهارده في البطوله العربيه كمان او بطوله زايد الانديه العربيه ماتش يعني برضو عليه علامات استفهام كبيره جدا من الاداره الفنيه لباتريس كالتيرون. عشان كده بنتكلم مع حضراتكم وضيوف الكرام بيتكلموا بمنتهى الصراحه، وده اللي احنا متعودين عليه كابتن شريف. الجماهير كلها دلوقتي اعتقد كل الجماهير الاهلاويه مستنيه دلوقتي روشته التصحيح، او انت شايف الصح ايه ممكن يتعمل خلال الساعات القليله المقبله او ممكن حتى يعني على المدى البعيد ممكن نعمل ايه؟ لا شكل تاني بقى، احنا لازم نبقى في احنا في كابوس، يعني انا كابوس فني، كابوس اصابات لعيبه، كابوس من جميع الوجوه. يعني انا عايز اسالك سؤال، احنا لو لعبنا باي خط دفاع من اللي موجودين عندك دول وحطينا اثنين حسام عاشور وسوليه وقدامهم وليد سليمان والثلاثه واحد منتخب المغرب واثنين منتخب مصر، عندك تملك انت الامكانيات دي اللي انت بتلعبه اخر 10 دقائق وبتلعب ده واحد من الاول وبتلعب الثاني ثاني هاف تايم، ده شكل اداري بحت، شكل فني بحت اللي انت فيه. عندك لعيبه؟ اه عندك لعيبه توصلك لنهايه الموسم ده، كان بالبطولتين الحقيقه مش بطوله واحده ولا الاثنين ماشيين، بالاربع بطولات انت اللعيبه اللي موجوده، لان لا يوجد منافس. انا مش شايف حد بيحدفني بالطوب، انا اللي بحدف نفسي، انا اللي بخفق في 10 دقائق فممكن تتلعب عليا عرضيه، انا اللي ما باخدش بالي بالتركيز اللي بنتكلم عنه، انا اللي ما عنديش حد واقف لي بره يخليني احط ال100 100 بتوعي اللي كنت اللي بلعب بيهم، حتى لو انا مصاب او امكانياتي نص نص، لو امكانياتك 70% هاخدهم منك 70%، هيبقى شكلك كويس. النهارده على فترات معينه اكرم توفيق كنا بنقول عليه يوه، وبعدين نقول كويس قوي. حسام عاشور نفسي ساعد اللعيبه دي، اللعيبه دي مش هتطلع لك نجم داوود فجاه كده. احنا خلاص احنا تعبنا، احنا تعبنا تعبنا من فكره ان انت بتلعب بفكر واحد عقيم هو ده. مين اللي مثبت للجهاز الفني هذا الراي؟ فين بقى الحكايه؟ حصل شويه تصحيح وناس مشيت وكان في لجنه كوره، بصراحه لازم نتكلم بصراحه. يعني بتكلم في كده انا بتكلم، لازم ناس تمسك تبقى فاهمه كوره. انا عايز احنا الاربعه كده نروح نمسك فرقه النادي الاهلي، اقسم بالله ما هنخسر الماتش. ازاي احنا عارفين الكلام ده؟ ازاي احنا شايفين الكلام ده؟ ازاي احنا بنحلل الناس دي؟ يعني احنا نروح نحلل هنا ونروح نمسك الفرقه هناك؟ مش هتنفع ليها يا كابتن بلال اللي احنا بنقوله ده. كل منا في موقعه، كل منا في موقعه، لازم اتكلم عنك واشيد بيك لما بتكسب. انا اشيد بيك وكل حاجه، بس انت ما زلت لا وسندك في وسندك في اي حاجه كذا. قعدنا نقول لك ان انت اصابات ومستشفى، قعدت اقول لك انت في مستشفى، قعدت اقول لك انت في، انما اسلوب لعبك محطم اللعيبه اللي موجوده في الموجود، مش قادر تاخد منهم. يعني انت لا عارف تلعب بامتى باسلام محارب ولا ميدو جارب، مش عارف تعمل تشكيله، مش عارف توظف الناس. ده اخطر ما في الموضوع واخطر ما مرينا فيه هذا الكابوس ان كان جوزيه في الفتره اللي فاتت. هل منا احنا الاربعه كنا حاسين ان احنا هنكسب النهارده؟ انا كنت حاسس والله العظيم، انا كلنا كنا عارفين ان احنا بنتكلم من قلوبنا بنتمنى، انما الشكل اللي احنا شفناه حتى في التشكيل ما ادانيش الاحساس ان انا. بس يا كابتن شريف لما شفنا برضو الوصل الاماراتي، لا الوصل الاماراتي مش فرقه مرعبه. طب لو كان معاك بقى ازارو ده من اول ماتش، ما انا بتكلم في كده، مش كان زمانك كسبان واحد ولا اثنين يعني؟ والراجل ده بيلهس وراك، مش كان زمانك عندك الفرص اللي لعبتها ثلاث اربع فرص في الشوط الاولاني عرضيات، كنت تلاقي اثنين زي ما قلت لك. احنا عايزين فيرود هنا ناقص، عدت وليد يبقى في واحد ناقص، كنا على طول عايزين محمد شريف هو اللي يكمل. خلي بالكوا كل ده حمودي هو اللي يكمل، منين ده ومنين الباور ومنين كل ده؟ بنتكلم وناسين كمان مؤمن زكريا، مع تحفظي على اداء مؤمن زكريا في المباريات الغير حاسمه، لكن مؤمن زكريا حتى لو احنا متضايقين منه جدا، لكن مؤمن زكريا دايما متواجد في المباريات اللي بقى فيها حاسم، المباريات الكبيره بقى دايما متواجد كلاعب بيعرف يجيب جول. كابتن بلال برضو الجماهير بتقول لك برضو انا هنعمل ايه؟ وليهم حق. بص يا كابتن ميدو، هو الفكره كلها ان انت لازم تشوف ايه المشاكل اللي عندك عشان تدور على الحلول بتاعتها. النادي الاهلي عنده مشاكل، عنده مشاكل فنيه، عنده مشاكل اداريه، بتكلم عن الاداريه اللي داخل الملعب. تمام؟ مشاكل فنيه عند اللعيبه ومشاكل اداريه عند المدير الفني، هم دول المشاكل اللي احنا بنتكلم عليهم كناس بتفهم يعني لو هنحسب نفسنا بنفهم في الكوره يعني او بنتكلم في الكوره يعني. الاهلي المشاكل الفنيه، لا بنفهم في الكوره وبنتكلم في الكوره عادي. خليه. المشاكل الفنيه اللي موجوده عند النادي الاهلي تتلخص في الثلاث خطوط اللي موجودين عندك. تمام؟ خط الدفاع، تمام؟ عندك مشاكل كبيره جدا، انت كل مباراه بيلعبها النادي الاهلي الفتره الاخيره لازم يدخل فيك اهداف. سواء اذا كانت اهداف اخطاء من حارس المرمى او اخطاء من المدافعين. فانت عندك مشاكل كبيره جدا في الحته الدفاعيه. ده معناه ان مفيش تنظيم دفاعي، تمام؟
التغطيه الدفاعيه مش موجوده عندك. انا بتكلم على الاهداف اللي دخلت فيه تمام، تحركات اللعيبه والانسجام المفترض يكون ما بينهم الخط بالكامل، سواء اذا كان من الباك رايت او من الباك ليفت او الاثنين السنتر باكس، مش يعني غير ما فيهاش انسجام على الاطلاق. فالنهارده عندك مشاكل في الحته اللي في الدفاعيه. في نص ملعب عندنا مشكلتين مع الراجل، هو نفسه هو اللي بيخلق المشكله في زي ما اتكلمنا كابتن قبل الماتش، قلنا يعني مش طبيعي جدا، مش عاده كره القدم انك تلعب باثنين ميدفيلدرز شبه بعض. يعني كانك بتلعب لعيب واحد بس، نفس رتم الاداء، نفس طريقه اللعب، الاثنين بيلعبوا على اطراف الملعب او بيلعبوا الكرات لورا للخلف يعني تمام. التحضير بتاعهم تحضير بطيء جدا، لان التحضير السريع مش معناه انك تلعب كره بسرعه، التحضير السريع معناه انك بتلعب كره لقدام. هو ده التحضير السريع، لما تستلم الكوره وبص والعب لقدام، هو ده التحضير السريع في كره القدم. الاثنين اللي موجودين لو عندك حلول، لو عندك حلول قدام عشان لو عندك منك الكوره. الاثنين اللي موجودين انا كواحد ديفندر لو عايز العب لقدام مش لاقي حد بيظهر، مش لاقي حد بيستلم، مش لاقي حد بيقف على الكوره، فمش لاقي حد انا واثق فيه كمان. مشكله كبيره، دي برده مشكله. الاثنين لاعبين كويسه. كابتن حسام عاشور لعيب هايل جدا، بيقطع الكوره بشكل كويس جدا وبيباص بشكل كويس جدا، لكنه ما بيلعبش على قدام. انت لما بتستلم الكوره ميدو، لما بتستلم الكوره انت الهدف بتاعك انك تجيب جول، مش انك ترجع لورا، مش انك تبتدي تحضر بالظبط، مش عشان الكوره ما تتطلعش منك. النهارده برشلونه وصلت للقمه وخدوا السبع بطولات في سنه واحده عشان كان عندهم اثنين انيستا وجافي، الاثنين بيلعبوا الكوره. حسام عاشور طول عمره دوره كده، المفروض انه يدور على لعيب تاني بالظبط، كان بيلعب جنبه لعيب دايما يا كابتن بالظبط بيلعب على الجول بالظبط، او هو عارف ان في لعيب مصدر ثقه بالنسبه له، بيحط له الكوره زي ما يكون في دوره واحد، في دوره ثلاثه، في دوره اربعه، عارف ان هو حافظ على كورته ويقف عليها ويبدا يلعب الناس. لكن هو حسام عاشور حاسس بكل اللي حواليه. الحاجه الخط الثالث لكابتن شريف، وانا اتفق معاه جدا، انك انت كنادي اهلي في وقت من الاوقات لازم تلعب باثنين فراوده، يعني بطريقه ثلاثه فراوده. جوزيه يعني كان بيلعب بثلاثه فراوده، لو مش هلعب بثلاثه يبقى العب باثنين فراوده. وكمان عشان ذكرنا الموضوع ده، انا اسف يعني، جوزيه كان بيبقى عايز يقتلك انت كاحمد بلال، لكن بيلعبك لما يكون محتاج. ماشي حلو، متفقين على الكلام ده طبعا. فالنهارده يا كابتن، طالما النهارده في مباراه النهارده عشان نتكلم، طالما بنتكلم فني برضو عن المشاكل الموجوده، طالما انا بشتغل على اطراف الملعب يبقى لازم يكون عندي كثافه عدديه داخل ال 18. ده قلب بيه كره قدم يعني. انا بشتغل على اطراف الملعب، بحاول استغل حمودي، بحاول استغل محمد شريف من الناحيه الثانيه، اتكلمنا وده يبقى طبيعي ومنطقي. لازم يبقى عندي كثافه عدديه داخل ال 18 مع ناس بتجيد اللعب في الكرات العرضيه. كابتن بلال، انا بكلم حسام البدري، ها شوف بقى حسام اللي كان بيلعب كوره برشلونه، انا قلت له انت كتالونيا حسام البدري، بيلعب تاك تيك تيك تيك، بيرهق اي فرقه وبيكسب اي فرقه وبيعمل سكور قلت له مش هتلعب بفرود واحد، مش هينفع تلعب بفرود واحد، لازم تلعب النادي الاهلي من ايام حسام البدري. فراح جاي قال لي ايه، هزر معايا، قال لي طب لو ما اخسر الماتش، قال لهم شريف عبد المنعم اللي قال لي، قلت له يا عم انا اللي هطلع اقول، انا اللي قلت له ما ينفعش النادي الاهلي على الكثافه، ما ينفعش يلعب بفرود واحد ايا كان شكلها. طبعا ايا كان شكلها بالزبط. يعني لو مش هتعمل اثنين فراوده يبقى الاثنين طرفين الملعب لازم يكونوا امكانياتهم ان هم يقدروا يلعبوا على الجول، ده وضع طبيعي، او انت تحفظهم لان انت عندك بالزبط. الامكانيات عندك بالزبط. العجينه اللي تشكلها زي ما انت عايز. يعني انت السنه اللي فاتت زي ما كابتن شريف كان بيتكلم، اجاي كان دايما موجود في ال 18 بالظبط تمام، عبد الله السعيد كان دايما موجود في ال 18 والراجل اللي اتكلم عنه دلوقتي ده مؤمن العرضيات اللي بيلعبها كان بيسجل كوره نوعيه لعيبه، من اهم اللعيبه. ما ده اللي انا بقوله يا اسامه، طريقه لعب ان انا العب باثنين مهاجمين بالظبط، ممكن العب ثلاثه تحت وبيقوموا لي بدور المهاجم، يبقى هي نوعيه اللعيبه. اسامه بس عشان ما انت عندك اللعيبه اللي تعمل لك كده، احنا لما يبقاش عندنا نوعيه اللعيبه ما عضتش يا كابتن، عندك اللعيبه اللي تعمل لك كده يا كابتن شريف، انا ما عضتش باقوى الامكانيات اللي عندي، ما خدتش بتتكلم على ماتش زي ده، ما احطش امكانياتي القويه كلها في الملعب واخلص المباراه وبعدين يلحق لها 1000 حلال. مين بقى اللي عندك ورا؟ عندك اسلام محارب بره، وعندك احمد الشيخ ده بره، عندك ناصر انت مش لاعبه، عنده حاجه مشكله باين فنيه ولا ازاي بقى عنده مشكله فنيه ولا ليس في الفرقه حتى؟ في لعيبه لو لقيتها في الفرقه لازم تلعب، مش لازم احطها احتياطي انا ما ينفعش اقعد احتياطي. لو اتحطيت سكور شيت يبقى انا لازم اكون في الملعب. اخر المباراه كان شريف لعبت الثلاثه، لعبت بمروان وبصلاح وبأزار. طب مين اللي وصل الناس دي؟ طب لازم يبقى واحد تحتيهم. ابدا كنت هتكسب في اخر ثانيه صح، من التكتل العددي اللي هو جوه 18. بص الحاجه بقى الاهم من كده يا ميدو، المباريات نفسها وكيفيه اداره المباراه. النهارده المباراه دي انا محتاجها روشتها زي كده، محتاجها جدا، مباراه بطوله انا محتاجها جدا. خلينا متفقين ان المباراه دي مباراه بطوله. طيب الاسماء اللي موجوده، كريم نادر ما بيلعبش، محمد شريف ما بيلعبش، مروان محسن ما بيشاركش بشكل كبير، اكرم توفيق ما بيلعبش. انا بلعب مباراه مهمه جدا بالنسبه لي، مغلوب متعادل على ملعبي 2-2، فطبيعه الحال لازم العب بالاجهز بالنسبه لي. اللعيبه يا كابتن ما تقولش بقى ده كان في المغرب وده كان بيلعب في مثلا، ده كان عنده مباراه وده كان جاي من لا، لازم العب بالناس الاكثر جاهزيه بالنسبه لي.
لان انا في المباريات اللي زي كده من اول دقيقه بحاول ان انا اتارجت المرمى، لازم انا بلعب على اي بي سي، بالظبط العب على الجول، لازم اجيب اجوال، لازم هستغل كل نقاط القوه اللي موجوده عندي، اهز الفرقه اللي قدام، بالظبط. فبالتالي لازم العب فول باور الماتش ده، لازم العب بكل اللعيبه اسامه اللي عندها الامكانيات وعندها اللياقه البدنيه وعندها القوه وعندها المهاره وعندها الفنيات العاليه جدا. ما ينفعش ان انا ببدل لمجرد ان انا بحاول احافظ يعني نوعا ما على اللعيبه اللي موجوده. لا، مباراه زي كده كان لازم عندي الدكه اللي موجوده عندي بره اسلام محارب رجليه في الملعب بشكل كبير يا كابتن، كان موجود وليد ازارو لازم يكون موجود، صلاح محسن لازم يكون موجود، وده العنصر اللي انت محتاجه في ماتش زي ده. انت محتاج في الماتش ده اسامه لعيبه عندها قوه هجوميه، مش لعيبه عندها امكانيات دفاعيه وبتقدر تجري وترجع بس. خلي بالك نصر الماهر برده جه في الملعب، كان قاعد بقاله فتره ما بيلعبش، دخل المباراه المنتخب الاولمبي، الماتشين بتوع المنتخب الاولمبي ضد تونس لعب الماتشين كاملين وادى برده اداء كويس. فانت برده عندك ناصر ماهر جاهز، لكن زي ما انت بتقول راح للناس البعيده شويه. يعني عندك محمد شريف كان بقاله فتره عشان هو بره بطوله افريقيا فكانتش رجليه في الملعب، احمد حمودي برده يعني، اكرم توفيق بقاله فتره ما لعبش، كريم نيدفيد برده، فكان لازم يبدا بالقوه الاساسيه. دي مباراه يعني مش مباراه دوري ممكن اتعادل فيها واعدي، لا ده النهارده ده مباراه بطوله، يعني دخلني جوه البطوله او تخرجني، فلازم كان من الاول لازم يبقى القياده الفنيه مظبوطه. حتى بقول لك يا بلال التغييرات، حتى التغييرات، انا لما بعمل تغييره وانا كسبان 1-0 النهارده، طب انا ممكن اطلع من المباراه 1-0 ممكن اعمل الترجي لما جه لعبك هنا في مصر ازود في نص الملعب، اسيطر اكتر على نص الملعب. الترجي لما جه لعبك هنا لكن كان في يوسف بلايلي والخنيسي وسعد الوينج راي بتاعهم ده، وتحتيهم فرانكو وكوليبالي وفيهم لعيب تاني انا مش فاكر اسمه، الشلالي العلايلي ولا الشلالي لعب 4-3-2-1 لعب بثلاثة قدامك فراودة هنا على أرضك أنت هنا، لم يدافع، جاب كل القوة اللي عنده إدته البطولة. أنت عندك القوة بتاعتك، حتى لو كنت لعبت هناك كان بقى الماتش إيجاليتي بينك وبينه، ما كنتش هتتغلب ثلاثة على الأقل. كابتن شريف 2-1 3-1 عشان وقتنا بيجري، اتفضل يا كابتن. صفحة قفلناها، عندنا يوم من قبل المباراة 27/11 مباراة مهمة جدا جدا، الأهلي والمقاولين العرب مع عماد النحاس ومقاولين العرب ماشيين كويس قوي في الدوري ومتحفزين لك انت كنادي اهلي طبعا، كل الفرق متحفزه لك. عندنا كام يوم لغايه المباراه دي؟ عندنا النهارده 22، عندنا خلاص عندنا اقل من 5 ايام خلاص، مش هتقدر تغير لا اجهزه اداريه ولا تعمل اي حاجه. افتح لي صفحه جديده، افتح لي الكلام اللي احنا قلناه ده، لا يفهمه الراجل ده يا تشوفوا حل تاني بقى. كابتن بلال، مفيش بطوله مختلفه وضغط تاني بنكرر، احنا قلنا قبل الماتش ده في ضغط عليك كبير جدا، وكان واضح ان الضغط ده لازم يبقى يتشال، الضغط ده من على اللعيبه، لازم يتشال الضغط ده من على المدير الفني، لازم خلاص المدير الفني يبقى شايف ان في ما هو المشكله مش في النادي الاهلي. ما انا هقول لك ان النادي الاهلي بيقاد بشكل مختلف، النادي الاهلي القياده الفنيه بتاعته، طب النادي الاهلي جمهوره لا يحتمل انك تخرج من بطولتين، النادي الاهلي جمهوره لا يحتمل انك تلعب مباراه فقط يبقى عندك سبيريت فيها، عندك روح بس وما عندكش فنيات، او عندك فنيات بس يا كابتن وما عندكش روح. النادي الاهلي لازم فنيات ولازم روح ولازم اداره فنيه جيده، لان بطبيعه الحال انت الانديه بتخاف منك. يعني انت تنزل ماتش المقاولين العرب يا كابتن، طبيعي جدا انا لو مدير فني بتاع المقاولين العرب يا جماعه لازم نستغل حته الضغط اللي النادي الاهلي موجود طبعا، جايبين 4 اجوان الماتش اللي فات بطبيعه الحال يا كابتن، ده بيروح يجيبوا 4 اجوان في اي فرقه بيلعبوا دلوقتي، عملوا كام باك رهيب بعد طبعا ما سابهم علاء نبيل. فانت النهارده لازم تقابل الشراسه كمان اللي موجوده في الانديه الاخرى. انا قلت لكم قبل الماتش الدوري المصري اقوى بكتير قوي كان من بطوله افريقيا، وبطوله افريقيا معاك مدرستين بتسوانا والفرقه الثانيه دي، وهي معاك الترجي اللي كان في مجموعتك، وانت كسبت الترجي على ارضهم هناك، انت اللي ما عرفتش تروح تترجم الفوز اللي ليك انت هنا في ارضك. فالكلام اللي بيقوله كابتن احمد وهيعقب عليه كابتن اسامه، احنا النهارده لازم يبقى عندنا شراسه نخوف بيها اللعيبه اللي احنا بنلعبها قدامنا، دي اللي هيشيل الشكل من على عاتق اللعيبه. انا عايز ده اللي هيشيل التوتر يا كابتن شريف. لو حضرتك تتفق معايا وبلال واسامه، انا عايز حد يقوم اللعيبه، انا عايز حد يرجع الشيخ، يوقف لي احمد حمدي، يوقف لي ناصر ماهر، يستغل اللعيبه دي يرجعهم. عارف انت لما لعيب خلاص اللعيبه دي قافله وقفشه، انا عارف واكيد انتوا حضراتكم عارفين، عايزين حد يرجع اللعيبه دي. دي مصارحه. مين قريب من المكان مطلع لعيبه يعرف يرجع اللعيبه بسرعه؟ المفروض المدرب العام اكيد، المفروض ده يعني المدير الفني له شغل، والمدرب العام مدير فني او مساعد المدرب له شغل مختلف. انا سالته قلت له ايه رايك انت لو بقيت مدير عام او حد جديد؟ استنى بس انا سالته على احد القنوات بعد الماتش، قلت له انت ايه رايك لو فضيت
انك انت تبقى مدرب عام لان قريب قوي مين هو محمد يوسف. انا قلت له انت قريب قوي، انا شايفك انت اللي هتقود المرحله الجايه. سيبك من حكايه الاداره دي. قال لي بس انا تحت امر النادي الاهلي في اي موقع. الراجل ما يقدرش يقول لي انا محتاج مدير كوره جنبي، مش هيقدر يشرح لي بكده. فهو لازم تدخل جراحي، احنا نشوف الدنيا الإدارة رايح الدنيا فين. احنا شايفين محمد يوسف ده يقدر يقود لغايه لما نشوف الشكل اللي جاي ده. اعتقد هو ده الحل الامثل دلوقتي. اسامه محتاج لعيبه في يناير. انت فهمت سؤالي؟ محتاج لعيبه. هو سؤالي صح ولا انت عندك برضو؟ ما انا بقول لك عشان تقدر تحط ايدك على المشكله وتعالجها كويس. انت النهارده من 27/11 ل 30/12 عندك 7 مباريات. على الاقل لازم تبقى عندك تركيز كبير جدا في ال7 مباريات دول عشان تقدر تستمر في المنافسه في بطوله الدوري. دي اول نقطه. ثاني حاجه لما يجي يناير تقدر تدعم بعناصر تدخل جوه ال11. ممكن ادعم بعنصر يبقى في ال18. لا انا مش عايز ادعم بعنصر جوه ال18. ال18 انا عندي لعيبه في الملعب النهارده يبقوا في ال18. في فرق بين لعيب في ال18 ولعيب في ال11. انا عايز نوعيه لعيبه تستحمل الضغوطات، شخصيه لعيبه على مستوى عالي جدا تبقى جوه ال11. ده يتم تدعيمهم في شهر يناير. لكن اللعيبه اللي احنا شفناها النهارده موجوده في ال11 دول يكونوا موجودين في البدايه المباراه، دول يكونوا موجودين في ال18. ممكن يبقى عندي دكه قويه استعين بيها. انا لو جبت لعيبه مصر يا اسامه بالاسلوب ده بص هو نفس الاسلوب. خلينا نتكلم بوضوح. النهارده السنه اللي فاتت احمد حمودي كان بيلعب اساسي؟ لا كانش بيلعب اساسي. محمد شريف ما كانش موجود. اكرم توفيق كان بيلعب اساسي؟ لا. كريم نيدفيد كان بيلعب اساسي؟ لا ولا بيلعب اساسي. مروان بحسن كان بيلعب اساسي؟ وخلي بالك وليد ازارو. انت عايز عين تشوف اللعيبه اللي عندك ولا بيلعبوا اساسي السنه دي؟ ولا بيلعبوا اساسي. لا انا بقول لك سليف كوربالي لسه ما مضوش ولا دي. دول بيلعبوا اساسي السنه دي ولا نيدفيد ولا حمودي، فمش قادر تستفيد منه. فالنهارده اللي انا محتاجه بقى في يناير يا كابتن شريف، عايز واحد جوه ال11، واحد قائد، واحد يبقى يشيل الفرقه، يبقى عندي العناصر اللي جوه التيم ممكن استعملها. يبقى عندي انا جالي هاتف دلوقتي انتوا كلمتوني فيه قبل كده، حتى لو جبنا اللعيبه دي يا كابتن اسامه اوعى تقول لي اللعيب ده لسه ما تاقلمش. لا 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 انت تجيب اللعيبه تلعبها. لا ما انت مش تقول لي لسه ما دخلش في مع النادي الاهلي والتيشيرت الاحمر ولا دي لعيبه انت جايبها عشان تلعب. تاني حاجه انا هقول لك على اسم دلوقتي، كابتن حسام غالي. حاولوا تجيبوا لنا كريم احمد يا جماعه عشان نتكلم معاه. ماسك ايه حسام غالي؟ ماسك ايه في النادي؟ مرسخ عالي. لا حسام غالي هيجي مدير كوره وبعدين نتكلم في الباقي. احنا ولا انت ايه رايك في اللي انا قلته ده؟ احنا عايزين ايه رايك في اللي انا قلته ده؟ بديكوا اسئله يا كابتن وانا بديك اقتراحات موافقين معايا عليها؟ اسئله مش عارف. انا عايز دلوقتي، انا اهم حاجه بالنسبه لي، انا اهم حاجه بالنسبه لي لعيبه النادي الاهلي ترجع. لعيبه النادي الاهلي اللي هي لازم تلعب، ترجع وترجع يبقى شكلهم شكل الاهلي. لان انا شايف الاسلوب، يعني انا يعني رايي بيبقى ما ينفعش اقول رايي. انا ليه ما ينفعش اقول رايي؟ عشان انا المفروض انا بسال. احنا بنقول الراي اللي الناس بتتكلم عنه في الشوارع. يعني كابتن شريف، كابتن شريف اهلاويه ما ميتين زي ما انتوا قلتوا. يا كابتن شريف انا عايز اكلمك برضه في نقطه مهمه جدا، والنقطه دي انت مش بتعاني منها من دلوقتي، انت بتعاني منها على مدار 4 سنين فاتت. كان دايما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بيخرج مدلكين، كان بيخرج مدربين، يخرج اداريين، يخرج احسن دكاتره عندك، اداري، خرج لك كل حاجه. دلوقتي انت بتعاني تبدا تصلح برضو منظومه من خلال 4 سنين فاتوا، انت ما كانش عندك كوادر. انت النهارده حتى لو عايز تبص، لو تتكلم مثلا على دكتور عايز تبص على قطاع الناشئين ممكن ما تلاقيش، لو بتتكلم عن اداري عايز تبص، ما انت بتبدا تعيد منظومه كامله. النهارده كلام مظبوط. التصليح او الاصلاح ما بيتمش في اليوم وليله. ما انت اللي عملت ده بياخد يا اسامه، بياخد وقت. انت اللي عملت شراء العبد ولا تربيته. النهارده لما احد الكوادر في الناشئين اديها يا اسامه دلوقتي، ما حدش هيشيلك الا الشباب الصغير دلوقتي. النهارده انت الناس هتديك لما انت بتتكلم مثلا، بنتكلم على حراسه المرمى. لو انت عايز تدور على مدرب حراس مرمى، طب ما انت كنت الاول بتبص بتطلع في قطاع الناشئين بتلاقي 3-4 بتختار. دلوقتي انت عندك 4 سنين فتره كبيره فاتت ما فيش كوادر ولا حراس مرمى. انت بتبدا عايز تصلح وعايز تخلق كوادر تشيل النادي الاهلي في النواحي الاداريه وفي النواحي الفنيه وفي النواحي الطبيه. كان زمان وانا موجود جوه النادي الاهلي عايز مدرب حراس مرمى، تبص على قطاع الناشئين احمد ناجي تعالى، مين مدرب في قطاع الناشئين؟ كابتن حسام البدري، كابتن مختار مختار، كابتن علاء مايهوب، كابتن ضياء بتنقي زي ما انت عايز، عندك كتيبه كبير. اداريين نفس الكلام. فانت ساعات دلوقتي بتبص ما بتلاقيش الكوادر، فانت عايز تصلح تمشي عمليه الاصلاح وخلق كوادر تشيل النادي الاهلي، وفي نفس الوقت عايز تعمل عمليه اصلاح سريعه عشان تفضل ماشي في المسار بتاعك. انا يعني انا لو انت عايز رايي انا ممكن بقى يعني افكني من موضوع مقدم البرامج ده واقول لك رايي. انا رايي ان انا شايف انا رايي ان انا شايف ان اقرب مدرب ممكن يجي يرجع اللعيبه دي
اللعيبه اللي هي الصغيره ينطقهم تاني. شايف ان علي مالي بيعمل الحته دي كويس قوي. انا شايف مانويل جوزيه وشايف ان ممكن حد من الكوادر يبقى مدرب. هتلاقي مليون واحد بيقول لك كل الاسماء. انا قلت لك محمد يوسف في المرحله دي. ليه لا؟ واحد يقول لي مانويل جوزيه يرجع تاني. واحد هيقول لي كل واحد بس هات لعيبه تشيلك في مهما جبت من مدربين. يعني ما كانش مدربين بس الاهلي مليان كوادر مش هيشيلك الا اللعيبه اللي انت بتتكلم عنها التدعيم ده. يا كابتن الاهلي علي ماهر كان مكسر الدنيا. عماد النحاس مكسر الدنيا. ليه ما نديش فرص من غير لعيبه يا كابتن؟ وليه ما بقاش فيه خبير كبير؟ وليه ما بقاش فيه حد احمد بلال وسام حسني مش عارف مين اللي هو عايز اجرب كبيره خلي بالك. انا مش عايز اجرب. انا عايز اللعيبه دي الاسماء دي ادعمها. احنا بندعم. انت بتقولها دي كابتن علي ماهر ولا عماد النحاس دول خرجوا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. بالظبط. عدتهم تحت اداريا وفنيا وجرسهم واستعنت بيهم فتره. استنى كمان واقول لك كمان ازيد على كلامك كمان ان دول اللي طلعوا تريزيجيه وطلعوا ناصر وطلعوا بلاي ميكر وحسين الشحات والثلاثه الفراوده اللي قدامك هو وليد سليمان. انت ما حدش يقدر عليك. ده دي بسيطه. دي نظره بسيطه على تغيير واحد على تدعيمتين. انما انت ما حدش هيجي عليك يبقى مش محتاج حد ورا. ما حدش هيجي عليك يبقى مش محتاج. عندك ديفندرات كويسه قوي. عندك مليون لعيب ديفندر في الملعب. انما انت عندك اهو بغير بحسين الشحات بوليد سليمان بتفندر تحتيه بالثلاثة الفراودة اللي احنا قلنا عليهم دول بالتدعيمات بقى واحد بينزل بتدعيمات 30 دقيقة اسلام 40 دقيقة مش عارف مين. نفس القصة اللي كنا شغالين عليها قبل كده. هتبقى فريق قوي جدا وتبقى ليك مكانتك واول بطولة هتاخدها هتمحي الكلام ده وتبتدي من جديد. هتبتدي صح. فمش ممكن مجلس إدارة ياخد التركة دي ومش عارف الدنيا هتبقى فيها ايه. واخد تركة واقعة. انت مسلمه تركة قاعد الراجل يعمل بإبرة وفتلة فيها. انا عايزين احنا نتكلم الكلام ده يتنفذ. ما يجيليش واحد بقى يقعد على كرسي الاقي مفهومه وفكره محسوبيات ويقول لك ده اقرب لي. ده اصل ده مؤدب. اصل ده مش عارف ايه. اصل ده بيتكلم بتون كويس قوي. شريف بيتكلم بتون عالي. بلال عنده موضوعيه في الحكايه. موضوعيه ايه؟ احنا عايزين خبره. انا عايز خبير يتكلم. بلال يجي يقول لي انا الحته دي عايز تدعيم. زي ما انت قلته التمرين ينفصل. اصل هم قالوا كلمه جميله قوي يا كابتن. قال لك نشوف ناس تمرن المهاجمين. التمرين ينفصل. أيوة زمان انا كنت انا وانت وكلنا في العالم نص الملعب نص الملعب كان بيتمرن لوحده. ليه لا؟ الديفندر على طول بيتلعب عليه عرضيات هو في احسن من جوردي. احنا زمان كنا بيجيب لحد الناس حد احنا كنا بنتمرن ازاي زمان؟ احنا كفراوده لوحدنا. نص الملعب ده لوحده. الديفندر بالاجوان بالعرضيات لوحده. وبعد كده بنعمل الفينشنج والشوتنج والحاجات دي مع بعض كلنا. فهذه كانت ناجحه جدا وكان عندنا السرعات وكان عندنا كل ده. بالظبط. ده دي يعني ده تفسير للرؤيات اللي احنا بنتكلم بيها. هم بقى في شكل كده هو اللي معطلنا الحقيقه. لما عايزين خبرات ناس بتفهم في الكوره بعينين. ما يبقاش لعيب عندي في القطاع عندي كويس قوي وانا الاقي ناس بتحجمه او الاقي ناس بتتكلم عنه. الكلام ده بقى لازم نبعد عنه يا جماعه. كمان يا كابتن يمكن انا اضيف يعني على كلام اسامه. هو دايما اللعيب اللي يستحق ان هو يكون موجود في النادي الاهلي بالاضافه الى اللعيب اللي ممكن تشتريه من بره هو اللعيب اللي موجود في القطاع عندك من تحت. حضرتك قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اسامه قطاع الناشئين في النادي الاهلي، انا قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لعيبه كتيره جدا عماد متعب، لعيبه كتيره جدا قطاعات الناشئين، ممكن لعيب يبقى جاي من بره عنده امكانيات كبيره، واي نوت ان انت تتعاقد معاه، حلو كويس، لكن انت يبقى عندك في الاساس يبقى عندك اساس بتقوم عليه، يعني انت النادي الاهلي في وقت من الاوقات يا اسامه حسن مصطفى واسامه حسني عماد متعب احمد بلال امير عبد الحميد بتكال احمد السيد لعيبه كتيره جدا لعيبه كتيره جدا موجود سيد عبد الحفيظ قبليها وادي خشبه يعني اسماء كبيره جدا يا كابتن كانت موجوده هي في الاصل موجوده عندك من تحت. انت لو كل موسم صعدت اثنين لعيبه انت عندك بقى اربع مواسم تيم متكامل من عندك من قطاع ناشئين بالاضافه لبعض العناصر المتميزه اللي انت ممكن تشتريهم. لان خد بالك انا عايز اقول لك الحاجه وفي ازمه حصلت من فتره والجرايد اتكلمت فيها وليد ازارو عايز يرجع لا ده عايز يمشي لا عايز يروح. من حق اللعيب الاجنبي طول ما هو متعاقد معاك انه برضه من حقه انه يبحث على عقد احتراف بره خارجي تمام وده وضع طبيعي. اما في النادي الاهلي ولاد النادي الاهلي اعتقد ان هم برضه ان هو هيبقى عايز يبقى موجود في النادي الاهلي هي هتبقى الصفه الاساسيه بالنسبه له. هي دي مثلا هو ده التارجت الكبير بالنسبه له انه عايز يلعب في النادي الاهلي يحقق بطولات في النادي الاهلي يكون موجود يبقى نجم داخل النادي الاهلي. فيا جماعه اعتقد يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى فيه ان شاء الله تعديلات باذن الله. ليه لازارو ده لما هو حاسس ان هو المهاجم الاوحد هو اللي بيجيب لك الاجوان. اما لو اتزرع جنبه اثنين بيجيبوا جوال زيه وكلام هيلعب قد كده 10 مرات اكيد. منافسه طبعا المنافسه بتخلق يعني يا جماعه يعني عشان وقتنا خلص للاسف. لما الاهلي يكون في ازمه هتلاقوا صوتنا عالي جدا لان احنا بنتكلم في كل حاجه بمنتهى الصراحه بمنتهى الوضوح
لكن غير كده لازم نكون في ظهر النادي ولازم نكون في ظهر المدير الفني لغايه وقت معين. لما بنحس ان في حاجه ازمه, بنحس ان الموضوع بقى صعب, بنتكلم بمنتهى الصراحه, بنتكلم بمنتهى الوضوح. اللي بيحب الكابتن الخطيب لازم يكلمه بصراحه جدا, ولازم يقول له على حاجه بتاعه مصلحه النادي, لان انت لو حبيت الاهلي فعلا هتحب الكابتن محمود الخطيب. انا بتكلم الكلام والكلام رايح لناس معينه. انا شايف زي ما قال الكابتن شريف, شايف ان حسام غالي ليه ما بقاش مدير كوره, شايف ان سعد عبد الحفيظ لازم يبقى ممكن ليه ما بقاش برده مدير كوره او يمسك. دول الناس اللي تحب النادي الاهلي فعلا, دي الناس اللي بتتكلم وبتجيب حق النادي الاهلي حتى لو صوتها عالي. وده الشكل اللي موجود. شايف ان بلال, شايف القوات عن بعض, ان الكابتن شريف, شايف ان كل الكوادر الاهلاويه لازم يبقى ليها دور في النادي, لان دول محبين النادي فعلا. شايف ان علي ماهر ليه لا, انا شايف كل حاجات كتير جدا, لكن بنتكلم وبتناقش مع الكابتن شريف وبلال والكابتن اسامه, بنتكلم في كل حاجه وبنتكلم على العموم. عموما الدنيا ما وقفتش, والنادي الاهلي هيرجع ويرجع بسرعه جدا ان شاء الله, لكن بنزعل قوي لما يكون في حاجه في ايدينا وبتروح مننا بمنتهى السهوله. كابتن شريف شرفتنا يا مهندس. بشكرك وبقول جماهير النادي الاهلي ما تزعلوش وما تحملوش اللعيبه كل شيء. الحقيقه اللعيبه مظلومه في الشكل اللي احنا فيه. كابتن بلال شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك كابتن عبد الحميد, وان شاء الله بنتنا بالتوفيق للنادي الاهلي في مواقع قادم. نحط بقى اللي فات على جنب كله, عندنا بطوله ثانيه, اهداف ثانيه مختلفه. نتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يحصل على بطولة الدوري العام بإذن الله تعالى. كابتن اسامه شرفتنا. شكرا كابتن. وعايز تقول حاجه؟ لا لا شكرا بقى. شكرا. يعني ما تزعلوش, وان شاء الله الاهلي ان شاء الله هيرجع تاني بسرعه جدا ان شاء الله. هتلاقوا قرارات اكيد اكيد يعني في غضون ساعات, في خطوات للاصلاح باذن الله باذن الله. خليكم دايما بس ورا النادي زي ما احنا متعودين منكم, انتوا دايما على دماغنا من فوق, ولما بنزعل بنزعل عشان انتوا بتزعلوا. مع الف سلامه.